اللي هي بتقول العلم ثلاثة أشبار، فمن دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. الحاجتين الاساسيين اللي هو انا لو انا لسه رجعت الجامعه اظن هم الحاجتين اللي انا هركز فيهم تاني. ايه الحاجة ان انا لو عملتها لو صدرت مني في الانترفيو انت رفضتني خلاص مهما كنت شاطر، فانا قررت دلوقتي خلاص انا هسافر بره، اعمل ايه يعني؟ مش اكسبكتد خالص ان لو انا بعمل انترفيو لحد يبقى بيرفكت وعارف كل حاجه. سؤال حلو جدا وفي نفس الوقت صعب جدا. فانا دلوقتي متخرج شاطر عارف حاجات في الكلية بس مش عارف ابدا في اي مجال. نتورك مهمة، والعلاقات انت تعمل علاقات مع ناس كويسة في المجال ده شيء مهم جدا جدا، وفي ناس كتير عارفة ده، بس الاصعب او المرحله الصعبه ازاي اكون النتورك ده. اصلا الجي بي اي كان كام بتاعك لو انت عايز تقول يعني، وازاي تنصح حد بيعمل الموضوع ده؟ ازاي برضو نفضل قاعدين لسه في الكليه، لان اغلب اللي بيسمعونا دلوقتي يا اما لسه بيدرسوا يا اما يعني لسه متخرج. لو جبت اتنين جي بي اي 4 وحطيتهم مع بعض ممكن ما يضيفوش للتيم زي اتنين عندهم اكسبيرينس بس جي بي اي 2.5. فيعني اتمنى البودكاست يبقى بدون خصومات يعني نعدي كده الدنيا تبقى لذيذة ان شاء الله. لا لا هتبقى اكيد لذيذة. لا خلاص انا متحمس جدا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بلاي ليست جديدة هتكون باسم بودكاست او بودكاست كاريرز، لسه هنحدد. ان شاء الله دي اول حلقة او اول بودكاست موجود معانا هنتكلم فيه اكتر، او يعني البودكاست عموما او البلاي ليست دي عموما هتبقى عن الكاريرز، عن سوفت وير انجينيرنج ككارير بقى، ازاي تقدر تبدا شغل، ازاي تشتغل، لو في مشاكل بتقابلك، حاجات من دي بعد ما خلصنا الحمد لله الكورسات في البلاي ليست اللي فاتت. معايا النهارده ما شاء الله اتنين من اكتر التيم ليدز الجمال اللي موجودين، هنتعرف عليهم وهنتكلم معاهم في توبكس كتير جدا هتفيدك وهيكون مفيد جدا جدا ليك ان انت تكمل للاخر ان شاء الله، وأكون مفيدة ليا أنا كمان يعني. فخلينا نبدأ على طول كده، نبدأ بمصطفى يعرفنا عن نفسه، بعد كده زياد إن شاء الله. اتفضل يا السلام مصطفى، عليكم. إزيك عامل إيه؟ عليكم الحمد لله، السلام. شكرا يا مروان، شكرا يا زياد. أنا مصطفى حمزة، خريج 2007 كمبيوتر ساينس، وبعدين حضرت ماجستير وسافرت عملت دكتوراه في جامعة كالجري، University of Calgary في كندا. ومن ساعة ما اتخرجت وأنا شغال في الإندستري، اشتغلت شوية في Link.net، قعدت حوالي 6 شهور، وبعدين دخلت الجيش، وبعدين رحت اشتغلت كام شهر كده في OMS، وبعدين جالي opportunity في IBM as a software support engineer. اشتغلت شوية حاجات ليها علاقة بال clients بتوعنا في مصر وفي region Middle East North Africa، وبعدين حاجات ليها علاقة بالباور ماشينز اللي هي يونكس بيست سيستمز اللي بيستخدموها مينلي في البنوك والحاجات دي. بعدها اشتغلت شوية معاهم as life cycle manager some of the products اللي كانت عندهم لبعض المشاريع لبعض المنتجات اللي كانت IBM بيبيعها. وبعدين قررت ان انا اسافر، فسافرت حضرت الدكتوراه واشتغلت شوية في شركات في كندا وامريكا، اشتغلت مع مايكروسوفت، وبعدها رحت اشتغلت حاليا شغال في شركة اسمها ديجيتاس في الإمارات. إن شاء الله تحفة يا مصطفى. زياد شكرا جدا يا مصطفى، شكرا مروان جدا على انت قلت لي برضه يا الانترودكشن. زياد ان انت كنت كتير مع مصطفى، برضه اشتغلت معاه في حاجات كتير صح؟ يعني اشتغلنا في سايد بروجكتس كتيره مع بعض. هو انا ابتديت اتخرجت طبعا في 2007 برضو، لا 2008، سنه بعد مصطفى. كنت ميجر الكترونكس وماينر كمبيوتر ساينس. وبعدين بقى هتلاقي الكارير بتاعي فيه تنطيط كتير. فانا بعد ما اتخرجت رحت اوبريشنز انجينير في اويل اند جاس في الامارات، وبعدين رحت سيلز، بعدين رحت بروجكت مانجمنت، بعد كده رجعت الاصل بقى ورجعت تاني سوفت وير انجينير. في الباث ده عملت في النص ماسترز في كمبيوتر ساينس في جامعه في امريكا في جورجيا تك، و من ساعتها مع نفس الشركه في اويل اند جاس، شركه اسمها بيكر هيوز،
دلوقتي شغال معاهم software engineer بعد ما ما لفيت شاء شوية الله يعني. ما شاء الله. هو باي ذا واي برضه يعني مصطفى وزياد هم التيم ليدز في الشركه اللي احنا فيها، فيعني اتمنى البودكاست يبقى بدون خصومات يعني نعدي كده الدنيا تبقى لذيذه ان شاء الله. لا لا هتبقى اكيد لذيذة. لا خلاص انا ان متحمس شاء جدا. الله. انا جدا والله برضه. طب خلينا نبدا بحاجات بسيطه كده في الاول برضه تفيد الشباب وفي نفس الوقت تبقى بسيطه ان احنا هنتكلم فيها في الاول، وهي عن البالانس ما بين الورك واللايف. يعني ان شاء الله انتوا الاثنين قضيتوا مشوار طويل جدا ما شاء الله، ومشوار مليء بالنجاحات يعني ما شاء الله، وان شاء الله يبقى اكتر واكتر في الكارير. فاكيد ده كان قدامه في الحياه بتاعتك ان انت تقدر تعمل بالانس ازاي بين الحاجتين دول، ما بين ان انت تشتغل وتبقى شاطر في شغلك وفي نفس الوقت بيتك وحياتك ليها برضو حق. فهل مثلا يا زياد كان ليك روتين معين، طريقه معينه في تايم مانجمنت، حاجات من دي، بتروح مثلا جيم مش عارف ايه، ازاي قادر انت توفق ما بين الاثنين؟ بص هو ده سؤال حلو جدا وفي نفس الوقت صعب جدا. بأظن كل واحد ليه طريقته يعني في الابروتش ده. من ناحية لو الواحد ركز في شغل كتير قوي بيوصل لمرحلة ان هو بيبرن اوت مش قادر يكمل. بس من الناحية التانية دايما برضو في التشالنج والجري ورا الكارير بتاع الواحد، وعايز برضو يديفلوب ويليرن ويتعلم. فهو الموضوع فعلا بيبقى بالانس. طبعا يعني انا بالنسبه لي بشوف الاولويات اللي عندي، وبحاول ان انا كل اسبوع مثلا او كل بدايه فتره معينه بحاول احط البرايورتي بتاعتي. بحاول اشوف مثلا في حاجات عايزه تخلص، في تو دو ليست عايزه تخلص، في طبعا حاجات تبقى اوريدي سكادجولد قبليها، وبتحاول تبالانس بقى الموضوع بالشكل ده. تحاول انت شايف شيء لوقت معين لنفسك، وقت معين للأسرة، ووقت معين للجيم مثلا. وفي وقت طبعا بيبقى ريزيرف ان الواحد يديفلوب التكنيكال سايد او السوشيال سايد وكده. دي الطريقة اللي كانت مظبوط بتشتغل معايا. طبعا كل واحد بقى ليه بريفرنس معينة. في ناس بيحب مش عايزين يبقوا مربوطين بسكادجول، بياخدوها كده اليوم بيومه. ودي برضو بتنفع لو انت شايف ان انت بتبالانس الحاجات كلها. بس انا بالنسبه لي شايف ان هو هي بتنفع، بس ساعات ان يبقى في بتحط عليك سكادجول. ضغط زيادة، يعني ساعات بتحط عليك ضغط ان انت نايم ومش عارف هتعمل ايه تاني بكرة، فبتقعد تفكر بقى قبل ما تنام ولما تصحى تاخد وقت طويل على ما تحدد انت هتعمل النهاردة. بالظبط بالظبط. وفي برضه حاجه تانية ان الواحد دايما بحب دايما الصبح قبل ما ابتدي الشغل، يعني اقضي مثلا ايه 10 دقايق ربع ساعه كده بحاول ارتب افكاري لليوم كله. يعني حاجات اللي عايزه تخلص في الشغل، حاجات عايزه تخلص بره الشغل، في ايه بلاند لليوم نفسه. فدي حتى بس الواحد بس يقعد يفكر كده شويه، بيحاول يرتب اليوم من غير حتى ما تكتب او اي حاجه، بس تبقى عندك فكره اليوم هيمشي ازاي. بالظبط. بمناسبة الصحيان يعني بتصحى بقى بدري، لازم تصحى بدري الساعة 5 والساعة 6 والكلام ده، ولا عادي يعني وقت ما تصحى لا تشتغل؟ دي بتاعت مصطفى بقى. مصطفى هو اللي يصحى بدري. انا لا انا ما انا مش مش من الناس اللي بيحبوا يصحوا بدري، بس هي مفيدة جدا الصحيان بدري. بس انت ما تصحاش بدري. لا بحاول قد ما اقدر ما اصحاش بدري، بس للاسف الميتنجز بتصحيني بدري. طب مصطفى انت ايه رأيك في الكلام ده؟ برضو انت والله هو يعني انت زياد بيقول انت بتحب تصحى بدري، بس غير موضوع الصحيان يعني بقى برضو التايم مانجمنت الكلام ده. التايم مانجمنت بالنسبة لي، التايم مانجمنت ده مشكلة كبيرة قوي، وقعدت اجرب حاجات كتيرة قوي طول حياتي. وللأسف لو حد عنده طريقة سحرية يا ريت يقول لي، لأن الموضوع ده بيعصبني أوقات. أنا من النوع اللي لازم أصحى أبقى قبل ما أنام أصلا اليوم اللي قبليها أبقى عارف يومي هيبقى ماشي إزاي بكرة، ولو حاجة اتغيرت في يومي وما عرفتش أكنترول اليوم باظ مني خلاص كده. ممكن اليوم أو مظبوط. الأسبوع حتى وممكن البودكاست ده الشهر. عملت بيه كالندر وحط في كالندر ومش عارف ايه، يعني كل حاجة لازم تكون منظمة جدا بالنسبة للأسف للأسف، ودي حاجة بتزعل ناس كتير مني. وبعدين يعني في ناس بقول لهم حتى إجازاتي لما بنزل مصر، ودي حاجة اتعلمتها من مراتي صراحة، إن كل حاجة بتبقى على الكالندر. لو أنت مش موجود على الكالندر مش هشوفك، أنا آسف. يعني لازم كل حاجة تبقى محطوطة على الكالندر، بلان كل حاجة قبلها، طبعا ورقة وقلم جنبي، وبقعد أحط كل الحاجات اللي أنا المفروض أخلصها، لأن لو الحاجات في دماغي مش هخلصها.
في حاجات كتيرة قوي بتسهل. يعني كان في حاجة من الحاجات اللي كنت بعملها زمان بس ما بقتش أعملها، كنت بقسم الورقة 4 أرباع كده، اللي هي urgent و important, not urgent, not important, important، يعني الأربعة، وبتبدأ تحط التاسكس بتاعتك، تشوف إيه اللي عليك، ولو لقيت إنك أنت الحاجات اللي بتشتغل عليها كتير قوي urgent و important، أعرف إنك أنت you are wasting lots of time في حاجات firefighting، وبتحاول تحل مشاكل مش مفروض تبقى بتحلها، مفروض التارجت بتاعك الامبورتنت ونوت ارجنت. قعدت اعمله فتره مظبوط. طويله الموضوع دوت، وما اعرفش ايه اللي خلاني ابطله، بس دي حاجه من الحاجات اللي بتسهل جدا على الواحد ان هو يبقى عارف هو مركز في ايه وايه اللي المفروض يعمله. في برضه كلام كتاب، مظبوط. في كتاب تاني برضه اي هايلي ريكومند اسمه Get Things Done، وفي فريم ورك كده انك انت تحاول تخلص الحاجات اللي عليك بطريقة ما. طبعا يعني انا اي ويل ليف ان الناس تقراه، اتس ريلي جود وان. وصاحب الكتاب دوت عامل عليه كمان على لينكد ان ليرنينج، حاطط الكتاب ده، ممكن ابقى ابعت لك اللينك بتاعته برضو تقدر فابعت لي تشوفه. اللينك وانا هحطه لهم في الاي اللي فوق هنا تمام. يبقوا يشوفوه. ممتاز. انا برضو يعني كنت انا دايما برضو بشتغل بموضوع الويك بلانر ده، يعني جربت فعلا حاجات كتير، بس في الاخر زي ما انت قلت برضو هو الويك بلانر ده افضل حاجه، حتى ان انت تبقى عارف انت هتعمل ايه قدام، عارف انت فاضي امتى، عارف ايه الايام اللي انت مشغول فيها، عارف تدي لنفسك فيدباك في اخر الاسبوع، لان يعني بقى معاك حاجات كتير عملتها. ف جميل جدا ان انتوا ريكومند النظام ده. يعني طب خلاص في فكرتني طيب بحاجة حاجة تانية لما عايزين قلت تضيفوها في موضوع الحتة دي؟ الكالندرز ده. لا بقول مصطفى بس فكرني في حاجة في موضوع الكالندرز ده، أنا وبرضه مراتي بنعمل كل حاجة على الكالندرز تقريبا. يعني لو حاجة فعلا مش موجودة على الكالندر هي ما مش هتحصل من الآخر بالظبط. يعني. كوباية الشاي بتحطها على الكالندر ده. مش قوي كده يعني، دي الحاجة ريمايندرز، الوحيدة اللي ديدلاينز، كله. هو في انا فعلا بصراحه برضو حاولت استخدم في الكتب الكالندر دي كتير ما ظبطتش، يعني انا في الاخر برجع للورق، ولو تو دو ليست هتبقى مايكروسوفت عادي تو دو ليست، لكن كالندر بحس ان انا برضو يعني هي جميله ومنظمه جدا، بس مهما حطيتها ما بمشيش على موجود. يعني بتلاقي ان في لاين كده بتاع التايم لاين بيبقى ماشي في الكالندر، انتوا اكيد عارفينه، هو بيوصل لتحت وانا لسه كل الحاجات اللي فوق دي ما عملتهاش. يعني هو بس بعد كام ديدلاين فوتناه اتعلمنا بقى خلاص بقى، هي لازم تمشي بكتر. مظبوط. بمناسبة الكتب جميل. برضو، في كتاب اسمه 7 هابتس، في كان في سكشن كامل على موضوع تنظيم الوقت ده، بحاجة شبه اللي انت قلتها دي يا مروان، الموضوع اللي هو ويكلي بلانر، ان انت بتحط الرولز بتاعتك، وبين الرولز بتشوف ايه التاسك اللي انت تعملها، وبعد كده بتساين للاسبوع نفسه هتعمل ايه؟ مش لازم تحطها باليوم، بس يبقى عندك اوتلوك للاسبوع نفسه هيمشي ازاي؟ يس، ممتاز جدا. هو دي الفكره دي انا كنت واخدها من اسامه ابو زيد، مش عارف احمد ابو زيد تقريبا، انتوا عارفين انه اللي هو دروس اونلاين على اليوتيوب، كان عامل الموضوع ده. بعد كده انا خدت حتى عملت ديزاين لويك بلانر باسم رفيقي ونزلته للشباب، وفي ناس كتير بتستخدمه وانا بستخدمه دايما. هي ورقه بتبرنت الورقه وبشكل بقى خلاص، يعني مفيش اي تكتب على طول في اليوم الاحد هعمل كذا، الاثنين كذا، الثلاث كذا، وبرضه تبريرتي التاسكات دي زي ما مصطفى كان بيقول. فالموضوع فعلا بيبقى مفيد جدا، يا ريت يعني الناس كلها المناسب معاها. يعني انت في الاخر انت بتجرب، يعني مش عارف برضه انت صححوا لي لو الكلام ده صح ولا غلط، فاحنا المفروض ان احنا بنجرب، حد يجرب الدي بلانر عادي ما ظبطش يبدا يجرب الويك لحد ما يلاقي ان البروجريس بتاعه بيتحسن، فساعتها يقول خلاص هو ده اللي انا همشي بيه. مش مظبوط الكلام ده؟ لا صح جدا، مش كل طريقة بتمشي مع كل الناس، الناس شخصيات بالظبط مختلفة بالظبط وكل واحد بتمشي معاه حاجة ممكن ما تمشيش مع حد تاني. بالظبط. بالظبط طيب طبعا. كلام جميل جدا. نبدأ بقى في الحتة العميقة بقى، نخش على طول في المجال بتاعنا. يعني ما شاء الله من الاكسبيرينس اللي مريتوا بيها كلها، عايزين نسمع كده الأول مثلا من مصطفى، ايه الكومن ميستيكس اللي انت شفتها ثرو اوت السنين اللي مريت بيها، من اول ما كنت ديفيلوبر لحد كمان تيم ليد، سواء مشاكل حصلت منك انت، يعني انت وقعت في مشاكل مش عايز حد يقع فيها زيك، او مشاكل انت شفت الديفلوبرز بيقعوا فيها، سواء سوفت سكيلز او هارد سكيلز، ايا كان، يعني الموضوع مفتوح اتكلم في اي حاجه. مشاكل، انا عملت مشاكل كتير قوي، معرفش معانا وقت.
اه يعني براحتك نعم. يعني عملت مشاكل من كتر المشاكل اللي عملتها والغلطات اللي عملتها، ممكن نقعد نتكلم فيها سنين. يعني اول غلطة عملتها اني لما جت عليا فترة لما اتخرجت واشتغلت شوية ديفلوبمنت وتكنيكال وبتاع وكده، قلت لا لا خلاص، المجال ده مش ما بياكلش عيش قوي في مصر، انا هتجه بقى للايه، للثري اسز. كان الكلام ده في 2007، سيرفيسز سبورت وسيلز، دولت اللي كانوا اكتر حاجه شايني في مصر في الوقت ده. فانا اتجهت للسيرفيسز وللسيلز، ثواني وخصوصا انت جبت سوري لها علشان هي سبورت. شايني ولا علشان انت حسيت نفسك فيها؟ لا خالص، عشان شايني، عشان كانت فلوسها اكتر، بالظبط. واهملت التكنيكال شويه، واهملت التكنيكال شويه. فجي طبعا وقت عد، جه وقت عدى عليا، انا حسيت ان انا out of the loop. I missed a couple of generations في التكنولوجيز. طبعا انت عارف، انت شغال فرونت اند وعارف ان كل 6 شهور في نيو فريم ورك، في حاجات جديده، حاجات طبعا بتطلع. طبعا. ف if you are not up to date دايما بالحاجات دي، هتلاقي نفسك you missed generations ومش فاهم هي الحاجات دي بتشتغل ازاي اصلا. فجت عليا دي، كانت اول غلطه. وحاولت اي حد اعرفه او اي حد بديله نصيحه، لا خلي التكنيكال دايما قصاد عينيك، لانك انت if you are outdated خلاص. فدي حاجه من الحاجات اللي انا غلطتها. حاجه تانية غلطتها اني اكوميونيكيت صح، يعني اعرف انا بتكلم مع مين، what is the level of details اللي انا محتاج اشو، يس مهمة جدا. ابقى عارف الاودينس بتاعي. دي طبعا ما كنتش عارفها، كنت لسه صغير مش فاهم يعني ايه، يعني كل شويه البروجكت مانجر يبعت لي يقول لي الستيتس ابديت يعني ايه، ما هو يعني يفتح البورد ولا يفتح الايميل ولا، ما انا قلت خلاص لا، يبقى في ديدلاينز وفي حاجات لازم الناس تبقى عارفاها ولازم اكوميونيكيت. ما هو ممكن يكون حاجه انا استاك فيها، حد تاني ممكن يبقى عنده الحل بتاعها، بالظبط فازاي بالظبط. انت عارف اكوميونيكيت؟ يا مصطفى، كمان في ناس بتتحرج من الموضوع ده، يعني في ناس كتير بالذات اللي لسه متخرجين او لسه، يعني دي اول شركه ليه سواء اتخرج او لا، بيحس ان هو لازم دايما يبقى فت، يعني لازم دايما يبقى بيعرف يعمل حاجه، ما عندوش ثقافه ان عادي ممكن اقول ان انا مش عارف اعمل دي، حد ممكن يساعدني؟ حتى بالظبط، انت معاك حق. وحتى برضو مش لازم اقول يعني حد يساعدني، يا جماعه انا خابط في الحته الفلانيه، حد واجه المشكله دي قبل كده يقول لي، بالظبط لو ما كده. لقيتوهاش انا هخش وهدور، بس بدل ما بالظبط اضيع وقت في حاجه، او على الاقل يديني دايركشن، انا جربت 1 2 3 وما اشتغلوش، لو وصلت الحل قول لي مثلا، على الاقل ما يعني there is no need to reinvent. مش لازم اقعد اعيد تدوير كل حاجه واحاول ان انا اعمل من اللي هو يعني from scratch. يعني لا، ممكن أبدأ من حاجة حد عملها قبل كده وأكمل عليها. مظبوط. قول مشاكل تانية، انت قلت في مشاكل كتير. كفاية كده الناسك، كفاية كده انا مخليش فكرة بالي راحت زيادة. عني. يعني طيب يعني بص، خلينا البوينت اللي نسير. انا مصطفى في الاول، دي كانت دي برضه انا عديت بيها، يعني انا برضه زي ما قلت في الاول، انا نطيت كتير الكارير بتاعي، ورحت اوبريشنز انجينير في اويل اند جاز، بس في الاخر لقيت ان انا بس بستريح في السوفت وير انجينير، يعني بعد ما جربت سيلز وجربت بروجكت مانجمنت كل الكلام ده، رجعت تاني للسوفت وير انجينيرنج، ودي حاجه ناس كتير لازم تتقبلها في نفسها. يعني في ناس كتيره بتكسل لما بتكون بتعمل حاجه بتحبها، فلما بتكون بتعمل حاجه بتحبها هتبقى رائد في الحاجه دي، لان انت هتلاقي طبعا نفسك مش بس بتشتغل، بيبقى عندك استعداد انك تتعلم، بيبقى عندك استعداد انك تبقى متابع اللي بيحصل في المجال. بس في ناس بيحاولوا يكبروا نفسهم ان هم يعملوا حاجه علشان مثلا الكارير او عشان الفلوس او عشان شايف ان هي دي حاجه تبقى مفيده ليه دلوقتي. بس انا عن نفسي، انا عن تجربه بلاقي ان احسن حاجه الواحد يعمل حاجه اللي هو بيحب يعملها، لان دي مهما كانت، مظبوط. لو عملها وهو بيحبها هيبقى كويس فيه، هيبقى شاطر فيه، وهيتعرف فيها، وهيبقى اسمه معروف فيه. بالظبط، فدي وعمره حاجة دي هيبقى حاجة مصطفى متضايق قالها يعني. بالظبط بالظبط. بالظبط. عمره ما هيقول انا عندي شغل زي زيادة فانا ماليش نفس، او الشغل اتغير فانا مش مبسوط. فالحاجات دي كلها بتبقى اقل لو انت بتعمل حاجة بتحبها. بالظبط.
يعني انا حتى بالاكسبيرينس البسيطه اللي موجوده عندي طبعا ما تتقارنش يعني، ولكن في اخر سيشن اوف لاين كنت بقول ان انت لما تيجي تختار مجال جديد انت عايز تخش فيه، اختار المجال اللي انت مستعد ان انت تروح تشتغل في شركه تقعد 8 ساعات كل يوم تعمله وانت مش متضايق، انت مبسوط وانت بتعملها، بالظبط حاجه انت فعلا حاببها. فده اللي انت بتقوله دلوقتي بالظبط. ومصطفى قاله. ف وان انت حتى مثلا في وقتك الشخصي تلاقي نفسك مثلا بتقرا عن خبر في حاجه معينه، بتتابع اخبار في مثلا في المجال، حاجه اتغيرت بتبقى انترستنج ليك، فتلاقي نفسك دايما اب تو ديت مع كل الحاجات اللي بتحصل. لكن لو فرضت على نفسك بالظبط تشتغل على حاجه انت مش مبسوط فيها، مش هتعمل الحاجات دي، مش هتبقى حاجه يعني اكسايتنج بالنسبه لك. مظبوط. فدي كنت دي بتقول حاجه ان بقى في مصطفى الكارير. قال حاجة انت كنت هتقولها. لا هي نفس البوينت اللي مصطفى كان قالها لما قال ان هو راح للتري اس، فانا يعني لقطت معايا شويه. الحاجه الثانيه اللي متخصصه يعني في الفشل قوي في المجال بتاعنا، اللي بشوفها من ناس وانا من نفسي عملتها، ان الواحد بيبقى عايز يتعلم كل حاجه، عايز يتعلم فرونت اند وباك اند واندرويد واي او اس وماشين ليرنينج، وعايز يبقى فاهم كل حاجه. اوت اوف بسرعة عايز اكسبيرينس الدولار بسرعة، ما بتشتغلش. نعم. بقول لك عايز الدولار بسرعة. يعني عايز يبقى فاهم في كل حاجه. الحقيقه ان ده ما بينفعش، ما بيشتغلش في الاخر. سبيشاليزيشن دايما بتبقى احسن، احسن في المجال بتاعنا، لان المجال كبير جدا، ولو انت ركزت في كذا حاجه مش هتعلم ولا حاجه، زي صاحب بالين كذاب. دي حاجه انا عملتها في الاول، وحاولت اتعلم حاجات كتير قوي، ونط من حاجه لحاجه لحاجه لحاجه، واي كورس الاقيه اونلاين اقول طب اجربه، بس اكتشفت ان دي فعلا مش حاجه بتخلي الواحد يبقى شاطر في حاجه معينه، بيبقى فاهم في حاجات كتيره بس مش شاطر في حاجه معينه. ودي اوفر ذا لونج ران بتبقى بتضر الكارير اكتر ما بتفيد. ان هتلاقي مثلا يعني احنا طب انا دايما هقول كتير لك على بنقعد حاجه نهزر زياده، نقول انا الواحد مثلا الواحد لا رجع كمل من كمل. اجازه يقول لي انا مش فاكر كنت بكتب برنت ازاي. فهي نفس الحاجه لو انت بتعمل بقى مثلا حاجه بعيده جدا طب عن ما المجال صدقت بتاعك، او تكسبها. مثلا انت مثلا بالظبط، هتلاقي نفسك ان انت مش فاكرها، بتتنسي، والفريم وركس بتتغير زي ما مصطفى كان بيقول، والدنيا بتتغير. فسبشاليزيشن بتبقى مفيده جدا ان الواحد بيبقى شاطر في الحاجه اللي بيعملها. طيب انا كنت هقول لك حاجه برضو هنرجع فيها لمصطفى، لان حاجه مهمه جدا انا مريت بيها شخصيا في الحته اللي انت بتتكلم فيها، ان انا كل ما اشوف كورس عايز اخده وخلاص. وارد يكون ده بيحصل لما يكون شخص لسه متخرج او شخص بيتعلم في كورس جديد زي مثلا فرونت اند، مثلا بدا بالفرونت اند وبعد ما وصل سي مثلا لجافا سكريبت عمال يقدم على شغل كتير على لينكد ان وفي كل مكان مش بيتقبل. واحنا لسه هنتكلم على حته ان هو ازاي ممكن يتقبل او كذا ده قدام، بس هو ممكن لما يلاقي نفسه مش بيتقبل في الحاجة اللي هو عمال مخطط ان هو يشتغل بيها، بعد كده بيبدأ يدور على مجالات تانية كتير، فيقوم رايح يتعلم شوية في الباك اند ويقدم وبرضه ما يتقبلش، فيقوم رايح بسرعة يتعلم شوية حاجات في السكرام ماستر ويقدم وبعد كده ما يتقبلش. فانت تقول ايه للناس دي؟ يعني تعمل ايه؟ هل تكمل شوية مثلا في الفرونت اللي هو ابتدى بالفرونت وبيقدم وما بيتقبلش، ولا يسيرش في حتة معينة طب هو ليه مش بيتقبل او كذا؟ يعني تقول له يعمل ايه بدل ما هو يروح يدور على مجال تاني، او امتى ان هو يسويتش المجال تاني؟ يعني امتى اقول ان المجال ده خلاص مش مناسب ليا واروح ادور في حتة تانية؟ بتاخد بيها مصطفى ولا لا يا ابدأ انت خلينا نبدأ وانا بمين؟ طيب انا ممكن اقول انا معرفش مروه طيب مش وتقرح. اوكي طبعا انك مش يعني مش من اول قلم هلف وارجع، يعني لو ما عنديش persistence في حاجة مش هنجح. يعني طبيعي ان الدنيا مش دايما مفروشة بالورد، مش من اول ريجكشن هلف وارجع. يعني حاجة كده اتعلمتها من كذا سنة، ان كل انترفيو اخش اخرج منه اكتب الانترفيو كان مع مين واتسألت ايه وردي كان ايه والكلام ده كله. اعتقد انا ممتاز. عملت انترفيوهات بعدد شعر راسي وكل شوية عادي وبترفض، يعني عادي خالص، يعني ما فيهاش اي مشكلة، ما اخدش الموضوع بيرسونال. اكيد في حاجة اتعلمتها جديدة في الانترفيو مهما كانت، واكيد في حاجة ناقصاني. ممكن تكون والله الشغل المكان، تعرفش يعني الخير فين، ممكن
ممكن اكون المكان اللي انا رايحه ده مش هنبسط فيه او لاي سبب تاني، وزعلت شويه ان انا ما تقبلتش وخلاص. فحته ان اترفضت دي عادي بتحصل كتير وما فيهاش اي حاجه تزعلك، بالعكس المفروض ما تاخدش الموضوع على صدرك قوي يعني، وتشوف ايه الغلط اللي انت غلطته وتصلحه. حاجه كمان اتعلمتها الفتره اللي فاتت اني اعمل زي موك انترفيوز. في دلوقتي كميه ويب سايتس وكميه ناس بتسهل لك جدا الموضوع دوت، انك تخش وتعمل موك انترفيو مع حد ايذر تكنيكال او سوفت سكيلز او حاجه من الحاجات دي، شات جي بي بتسهل تي جدا حتى يعني. على ممكن يعني، وشات جي بي تي ممكن في حاجات زي دي ساعد، بس يعني ما اعرفش ما بحسوش قوي. انت عايز بيرسونال انتراكشن، لان في الاول وفي الاخر الانترفيوز دي at the end of the day، طبعا بعيدا عن التكنيكال انترفيوز اللي هي بيبقى مثلا حل لي الالجوريزمز او حل لي دي، بيبقى فيها حته سبجكتيف يعني. انت ممكن تخش مع مدير او مع حد بيعمل لك انترفيو ويقول هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي احنا بندور عليه في التيم، فبتبقى سبجكتيف شويه، فانت بتبقى محتاج تاخد الفيدباك من حد عدى بالتجربة دي قبل كده. مظبوط. زياد أكيد في حاجات كتير عايز تضيفها. في البوينت بالذات، موضوع ان هو الواحد يبقى مثلا زي ما وراك كان بيسأل مثلا اشتغل في الفرونت اند شوية، فقال لا انا مش بتقبل في الفرونت اند فاجرب في حاجة تانية. هو اللي انا شفته ان مبدئيا الجوب بوستنجز الموجودة مش واقعية بالمرة. يعني لما تبص على الـ requirements الـ job post ده ممكن طالب يقول من لك ايه ده اكتو انا انجلر مش وفيو وكل حاجه. بالظبط، وفي الاخر هتروح تشتغل على واحد منهم في الحقيقه يعني، مش هتشتغل عليهم كلهم، وممكن يكون طالب حاجات بره بعيد خالص. مش معناه ان الرول ده مش مناسب ليك. انا عن نفسي كتبت job postings قبل كده، واحيانا بنزود حاجات بتبقى لقدام مش لدلوقتي، وبنقبل ناس ما عندهمش كل الريكويرمنت. فمعنى ان الريكويرمنت او البوست الموجود الواحد مش شاطر في كل حاجه، مش معناه ان هو لازم يكفر كل الحاجات الموجوده في الليست، بالعكس خالص. ممكن تبقى حاجه او حاجتين هو شاطر جدا فيهم، وبيكلم مع الانترفيور يقول الموضوع ده. يعني في الاخر الانترفيو ده الدسكشن من ناحيتين، الانترفيور عايز يدور على احسن واحد، واللي بيدور على شغل بيدور على احسن مكان يروح مناسب ليه. فدايما الاوبن دسكشن بتبقى مفيده جدا، بتبين الواحد الشغل ده رايح ده هيبقى هيكمل فيه ومبسوط فيه ولا لا، ومناسب ليه ولا لا، وفي نفس الوقت الانترفيور بيشوف الكانديديت ده مناسب للشركه ولا لا. فما فيهاش حاجه خالص ان الواحد يقدم على شغل الريكويرمنتس فيها اكتر من الامكانيات بتاعته حاليا، ويبقى واضح جدا مع الانترفيو. فدي حاجه في ناس كتير بتخاف، بيبص على الجوب بوست يبقى طالب حاجات كتير قوي، انا ما اقدرش اعمل كل ده، فيتردد ان هو يقدم. دي مش صح خالص. في حاجات كتير جدا بتمشي بتبقى تو واي ديسكشن، لو هي مناسبه الانترفيور هيقول لك عادي جدا. وزي مصطفى قال، بالظبط. يعني لو انت مع مثلا لو هو الريجكشن مش معناها ان انا 70% من وحش. السكيلز اللي موجوده المكتوبه قصدي موجوده فيا، فانا اقدم على الجوب ابلكيشن ده حتى لو مش كل حاجه موجوده، صح كده؟ بالظبط بالظبط. جميل جدا. طب مصطفى نرجع لك تاني في حته ان الشخص يقدم. طب افرض هو اصلا مش بيروح اصلا الانترفيو، يعني هو ما وصلش اساسا لسه لحته الانترفيو، هو عمال يقدم زي ما انا بقول السيتويشن اللي انا اتكلمت فيه، ان انا مثلا بدات كفرونت اند وصلت لل HTML و CSS بس، فعمال اقدم على وظائف مش بتقبل، فقلت طب خلاص هكمل الجافا سكريبت وانا كل حماس ان انا اكلم الجافا سكريبت، وبعد كده بقدم على امل ان انا اروح لانترفيو برضو مش بروح. ففي اللحظه دي ممكن شخص يقوم قايل طب خلاص بقى انا كده، يحبط او يقول انا مش هكمل او اشوف بقى حاجه تانيه. فانت ايه نصيحتك ليه يعمل ايه في الحاله دي؟ هو لسه خلي بالك لسه ما كملش الفرونت للآخر، انا بقول لك انه عمال يقدم في مراحل معينة من الفرونت، طبعا قيس على كده اي مجال تاني. صح، بس هبدأ هرجع واشوف المشكلة فين. هل هو مثلا البوزيشنز اللي هو بيقدم عليها سينيور وهو ما عندوش الخبرة الكفاية، ولا المشكلة في السي في نفسها؟ خلي بالك برضو ان معظم السي فيهات بتبقى فلترد اوتوميتد، يعني قبل ما السي في توصل لحد يقراها بتبقى بتعدي على فلتريشنز كتيرة قوي، حاجات الاتش ار تولز بتشيل منهم حاجات كتيرة. يعني مثلا بقدم على شغلانه والشغلانه متطلبه ان واحد يكون في مصر مثلا،
او تكون الشغلانه متطلبه ان هو يكون في المانيا ليتس سي، وبيقول لك نو ريموت، وانت بتقدم من مصر محدش هيكلمك اكيد هتترفض. بالظبط، يعني مش هتوصل اصلا، الفلتريشن مش هيوصلها يخلي انسان يبص عليها، ده الهدف انك انت تخلي حد يبص عليها. تاني حاجه ما عندكش نتورك كفايه. طبعا انا كنت زمان بفتكر ان النتورك دي يعني ايه، لا انا مجهودي هو الكفايه، انا جميل، بس مجهودك صح وانت كل الهدف انك انت توصل لمرحله الانترفيو. connections are very important، انك انت جدا تتكلم مع جدا الناس، تبين شغلك، توريهم انك انت available، تتعرف على الناس، مش لازم يعني يعملوا لك حاجه، بس اتليست هتتكلم معاهم، هتتعلم منهم حاجه جديده، هتعرف منهم حاجه جديده. لو مش دلوقتي قدام ممكن يقول لك والله احنا عندنا شغل تعالى، خصوصا كمان ان في الهيدن ماركت، يعني البوزيشن البوستس اللي بتطلع اونلاين دي بتبقى يعني بعد ما بتبقى اتقتلت كتير قوي، ومعظم البوزيشنز اللي شفتها انا from my experience بيبقى اصلا محطوط بس علشان نستف ورقنا، حته اللي هو ايه، مظبوط. خلاص احنا عارفين مين اللي جاي، بس احنا لازم نحط البوستنج اونلاين علشان بس احنا نبقى ماشيين على البروسيس. لكن هو من الهيدن ماركت هو بيبقى عايز حد يجي من الاخر لعيب ينزل يجيب جون، مش عايز اجيب حد قاعده على الدكه. فهروح ادور على مظبوط. النتورك بتاعتي مين اللي انا اي كان تراست علشان اعمل له هايرنج واجيب. فدي حاجه من الحاجات المهمه. السي في خصوصا نفسها لو حد كمان لسه بيبدأ في الأول، حد انترنشيب أو حاجة، فبنسبة كبيرة جدا 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 مش هيجي أونلاين، يعني بنسبة كبيرة هيجي ريكومنديشن من حد في الشركة. طبعا طبعا. وحاجه كمان عايز اضيفها، السي في نفسها، يعني كنت بتكلم مع ولد قريب لسه متخرج وبيقول انا بقالي 4 شهور بقدم ومفيش حد كلمني. طب هل انت عملت سي في لكل بوزيشن؟ ايه ده، يعني انا كل بوزيشن هقدم عليه هعمل عليه سي في؟ ليه لا، يعني انا مثلا بهاير دلوقتي وجالي سي في وانا طالب واحد جافا سكريبت وهو مش كاتب لي جافا سكريبت، كاتب لي انا اعرف سي شارب واعرف 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 واعرف. حطت كل اللي يعرفه خلاص. بالظبط. ومش شرط كمان على فكره، يعني حاجه من الحاجات اللي بتقلق اللي شفتها، صعب قوي تلاقي واحد عارف كل اللانجوجز دي. لا، اختار لي واحده منهم اتنين دولت اللي انت شاطر فيهم. انا عارف ان في سكيلز ترانسفيربل، بس هرجع اقول لك برضه ديبندنج على البروجكت اللي انا شغال عليه، هل عندي روم ان حد جديد ما يعرفش حاجه هخليه يشتغل عليها ويتعلمها، ولا انا عندي تايت ديدلاين ولازم اسلم، فانا محتاج حد يكون فعلا اشتغل بالتولز والتكنولوجيز دي. فكل بوزيشن وكل شركه ليها ظروفها، وكل بوستنج، يعني ممكن انا اروح اشتغل في شركه بعدها بكام شهر يعينوا حد تاني او عايزين يعينوا حد تاني، بس ما يبقاش مثلا بنفس الليفل بتاعي، او ممكن يكون عايزين واحد لا اعلى، او واحد مش مشكله ان هو يجي يتعلم. فكل الحاجات دي عوامل في الموضوع ده، فانك انت تكستمايز او تتيلر السي في بتاعتك دي حاجه المفروض تتعمل. اعتقد يعني ده مهم جدا. يرد على لسه السؤال ده. هنتكلم، خلي بالك، عن السي في قدام كمان، ممكن بعد تو توبكس ولا حاجه هنتكلم عن السي في بشكل مفصل جدا، لان ده فعلا مهم جدا جدا جدا، يمكن حاجه من الحاجات الكبيره المهمه عشان فعلا تروح حتى في الانترفيو. بالظبط بالظبط. فعلا مصطفى قالها بتاعت لما الاقي السي في كاتب فيه 15 16 سكيلز او فريم وركس هو شاطر فيها، انا صراحه بقلق. دي ثلاث فلاج. انا زي كنت بقول في الاول، التخصص حلو. لما يكون انت، مظبوط لو واحد مثلا قاعد بس ياخد انترو كورسز في ال 15 حاجه دي، شوف هتاخد منه وقت قد ايه وهينسى منها بالظبط قد ايه. فهل هو بالظبط. فعلا هو كومبتنت او شاطر في كل الحاجات دي؟ ما اعتقدش. وبعدين وممكن خلينا مش نقول ان وحش هو اصلا راح الواحد يكتب في الانترفيو، السي ولو في. راح الانترفيو هتلاقيه بيتسأل في الانترفيو في الحاجات اللي هو كاتبها مش هيعرف يرد. بالظبط بالظبط. هو مفيش حاجه ان الواحد يكتب مثلا ان هو شاطر جدا في 1 2 3 وفاهم بس كده في 3 4 5 وعنده introductory understanding او basic understanding في 7 8 9. دي مش حاجه وحشه خالص، بالعكس دي باين ان اللي قدامي ده فاهم هو واصل لفين في كل حاجه، يعني هو عارف يقيم نفسه. جميل جميل جدا. فعلا نقطة مهمة اللي أنت بتتكلم فيه، حتة إن حتى لو أنا هكتب حاجات كتير عندي أكتبها بريت، خلينا نقول كده، يعني خلينا أقول إن أنا
هكتب ان انا هنا بيجنر وهنا انا كويس جدا وهنا انا لسه بتعلم، صح كده؟ طب ازاي برضو في الحته اللي مصطفى ذكرها في حته العلاقات، لان ده موضوع مهم جدا، يعني كلنا تقريبا عارفين ان النتورك مهمه والعلاقات، انت تعمل علاقات مع ناس كويسه في المجال ده شيء مهم جدا جدا، وفي ناس كتير عارفه ده، بس الاصعب او المرحله الصعبه ازاي اكون النتورك ده. فهسمع منك يا زياد، وبرضه هرجع تاني لمصطفى بعديك اسمع منه، لان دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. انا ازاي اكون النتورك، يعني بالذات للطلبه اللي هم لسه في سنه ثالثه او رابعه، انا ما عنديش حد، انا كل اللي اعرفه طلاب زيي، فازاي اكون نتورك زي دي؟ هو من غير ما نروح بعيد، مثلا المثال اللي احنا ازاي اتعرفنا عليك، احنا مثلا كنا بنشتغل على بروجكت مع بعض، فدي مظبوط طرق ان انت بتبيلد بيها النتورك بتاعتك، ودي طريقه يعني افكت ان انت مش بس بتعرف على حد من الناحيه الاجتماعيه، انت اشتغلت معاه وعارف طريقه شغله وعارف كويس ولا لا، عارف ازاي بيشتغل مع التيم، فلما اروح بعد كده عندي بوزيشن مثلا هبقى عارف مين المناسب للرول ده، لان عشان اشتغلت معاه دايركتلي وعارف شغله عامل ازاي وعارف طريقه شغله عامل ازاي. فدي طريقه منهم ان هم سايد بروجكت، تبقى حاجه اون سايد ويتكلف عشان في تبقى الشركة، هي ما يعني حتى لو اشتغل في شركة ما يبقاش قاعد منطلق على نفسه، مش بيتكلم مع حد، مش بيشير التوبكس مهمة حتى في المجال ويتكلم ويتناقش، دي برضو بتعمل نتوركس. طبعا طبعا كل الشغل اللي الواحد بيشتغله في اي بوزيشن بيبيلد النتورك بتاعته من الناس اللي حواليه، بان هو بيبقى انفولف معاهم، زي ما مصطفى كان مثلا واحد ستاك في حاجه ووصل راح يسال التيم مين ممكن يساعدني في حاجه زي دي، دي من بالظبط، دي في نفسها في حد ذاتها بيلدينج النتورك، ف within الشغل زي ما او انا within سايد عرفتك يا بروجكت. زياد، فاكر دوكر بالظبط اول كول ما بيننا لما دخلت دوكر، عمال اتنطط في الشات، دوكر مش راضي يشتغل. بس هو ده يعني فعلا هو دي طريقه من الطرق الواحد يبيل بيها النتورك. الطريقه الثانيه ما اظن مصطفى مش مقتنع بيها قوي، اللي هي الاوبن سورس، دي اظن من اسهل الطرق ان الواحد يبيل بيها نتورك، ان هو يخش يكونتريبيوت لاوبن سورس بروجكتس، ودي مش حاجه صعبه، في ناس بتخاف منها بتفتكر ان هو كان عنده اكسبيرينس 15 سنة مثلا قبل ما يبتدي يعمل حاجة زي كده، بس بالعكس ده في حاجات بيبقى في بروجكت محتاجة مساعدة في أبسط الحاجات، يعني ممكن مثلا documentation، ممكن refactoring، ممكن حاجات صغيرة بتبقى مطلوبة، bugs صغيرة، فهي برضه الواحد يبيلد بيها نتورك، وبيبيلد بيها برضه الريبيتيشن بتاعته، ان هو كده بيبقى عارف ان هو معروف في النتورك دي، ان هو مش بس بيعمل شغله بس هو عنده الدرايف او يعني الشجاعه او الحب للمجال نفسه، هو عايز يشتغل حتى اكتر من الشغل اللي هو بيشتغل عليه. فدول طريقتين، دول اظن يعني من بالنسبه لي انا شايفهم يعني اكتر طريقتين ممكن الواحد يبدل بيها الناتور بتاعته. كلام جميل جدا جدا مصطفى، برضه اتكلمنا كده وقول لنا ايه رأيك. طبعا انا هقول نفس الكلام اللي قاله زياد. الجامعه يعني انت عندك فرصة عظيمة جدا، خلي بالك الناس اللي هتتخرج دي كلها كمان 10 سنين هيبقوا موجودين في أماكن كتيرة في شركات مختلفة، فأنت عندك كنز كبير أوي الجامعة، بالعكس تعرف على الناس أصغر أكبر، تعرف على الناس كلها. It's good to build your network من الجامعة، دي أول حاجة. هتشتغل مع الناس دي في projects هتعرف، يعني احنا مثلا let's say احنا عايزين نجيب حد فرونت اند تاني معاك مثلا، والشغل عندنا كتر ومحتاجين حد تاني، اول واحد هروح اقول له عايزين واحد تاني هيبقى انت، انت وبسام شباب شوفوا لنا كده ايه اتنين ما فراوده زي ما انا زيكم جيت بالظبط، هاتوا لنا اتنين فراوده، هتيجي تقول لي لا والله انا اشتغلت مع فلان الفلاني وده كويس وشاطر بس عنده مظبوط مشكله الديدلاينز مثلا، لا خلاص ده اشتغلت معاه في بروجكت وكان شاطر بس بيتاخر، الكوميونيكيشن بتاعته مش كويسه، فاهمني؟ فانت نفسك هتبقى بتدور على الحد تشتغل معاه، عارف ان انت اشتغلت معاه قبل كده وحابب تشتغل معاه. فهتلاقي برضو في نفس الموضوع وانت متخرج من جامعه، وهتلاقي حد في الشركه بيهاير هيقول لك انا اعرف، هيجي مديرك مثلا او وات ايفر، او في بوزيشن هيفتح عندك ويقولوا عايزين نهاير حد، فهتدور في النتورك بتاعتك،
وفي شركات كتيرة بتحاول تعمل اللي هي ايه الانسنتيف بتاع تديك ريورد او تديك حاجة لو عملت ريفيرال لحد. والعكس اظن برضو لو اللي انا جبته ده مش احسن حاجه، اظن ممكن برضو يكون بيبقى فيه بالظبط حاجات بالنيجاتيف. صح. بالظبط، طبعا طبعا. وطبعا الحتة التانية بتاعت الاوبن سورس زي ما زياد قال، طبعا انا بس ما كانش عندي جود اكسبيرينس معاها حتة الاوبن سورس. حسب برضو الكوميونتي بتاع الاوبن سورس، الناس حسب البروجكت، حسب حاجات كتير قوي. في كوميونيتيز بتتقبل الناس اللي تيجي تخش وتتعلم وتعمل حاجات ليها علاقة بالاوبن سورس، وفي ناس تقول لك لا ما احنا closed community وبيغلسوا على الناس كلها. طب انت ممكن برضه من صفة تشرح سريعا ايه هو الاوبن سورس؟ ممكن يكون حد بيسمع مش عارف يعني ايه اوبن سورس اصلا. open source يعني البروجكت نفسه موجود اونلاين، السورس كود بتاعه. يعني مثلا هنتكلم example بتاع الكيرنل بتاع لينكس، it's an open source، او لينكس عامة بالديستريبيوشنز بتاعته معظمها open source اونلاين. ممكن تخش تقدر تعدل فيها وتغير فيها، تبلد، تعمل اللي انت عايز تعمله، وتكونتريبيوت لي. في بروجرامينج لانجويجز اوبن سورس، سي شارب مثلا دلوقتي اوبن سورس، فيجوال كود اللي في ناس كتيره قوي بتستخدمه اتس ان اوبن سورس، في ناس شغاله عليه من الشركات اللي هي مثلا لو هنتكلم عن فيجوال كود ده بتاع مايكروسوفت شغالين عليه، بس برضو في ناس ممكن تقدر تكونتريبيوت وتشتغل عليه. طب ايه الطريقة؟ يعني انا دلوقتي هو عادي اي حد سواء طالب او لسه خريج او حد اكسبيرينس كبيرة اي حد يقدر يخش في حاجة زي كده، وايه الطريقة ادخل ازاي؟ اي حد يقدر يخش، بس انت علشان تقدر تكونتريبيوت وتكتب كود يبقى ميرج مع الحاجات دي او يبقى يضاف عليها، محتاج انك انت اولا هو مثلا ليتس سي لو هناخد فيجوال كود ده موجود على جيت هاب، السورس كود موجود هناك، وفي ناس هناك كتيره بتريبورت ايشوز وفي ناس بتريبورت سجستشنز. هيخش يشوف الناس بتتكلم على ايه. عندهم برضو باي ذا واي سلاك تشانل كبيره قوي، معظم الحاجات بتاعت مايكروسوفت برودكتس دي هتلاقي ليها سلاك شانل يقول لك احنا بنتناقش في الحاجات، والحاجات اللي احنا عايزين حد يشتغل عليها موجودة. هتلاقي برضو لو دورت شوية هتلاقي في سلاك شانلز للحاجات دي برضو. another يعني way لو انا فهمت صح، getting انا بس بسيرش على الشانلز دي او بروح على جيت هاب باخد الكود اشتغل عليه، وانس ان في بج انا صلحتها او في فيتشر قدرت ان انا اضيفها وحد عمل لها ميرج، يبقى انا كده تمام. انا كده فاهم صح؟ بالظبط بالظبط بالظبط. بس قبل ما طب تبدأ والسالاريز؟ تكتب كود، ما فيش في الحته دي بقى، ما فيش سالاريز او ما فيش اي حاجه؟ ده open source contribution. معظم الحاجات دي بتبقى زي side project كده انت عامله، بس علشان تبين شغلك، تشتغل على حاجة open source تجيب لك شغل بعد كده. في حاجة كمان حلو جدا. أخيرة أضيفها، حتة إن هو برضو كطالب الكلابس اللي في الجامعة أو الكلابس اللي موجودة عامة in general، إذا كانت ACM contest مثلا، حاجات الانتربرينورشيب واللي هي بقت موجودة دلوقتي بزيادة، يعني مش بزيادة يعني حاجة كويسة في مصر، وإن الناس تقدر تقول لك والله إحنا عايزين حد يخش معانا عايز يديفلوب الحتة دي، إحنا ستارت أب وبنحاول نجيب فند وعندنا فكرة ومؤمنين بيها وعايزين نعملها. دي برضو حاجة من الحاجات اللي ممكن تساعد واحد إن هو يتعرف على ناس، حتى لو البروجكت ما خدش منه فلوس أو البروجكت ما طلعش للنور برضو هو اتعلم حاجة. في حاجة تانية برضو معرفش موجودة في مصر ولا لأ، بس هي ميت أبس. هتلاقي مثلا ميت أبس فور جافا سكريبت، ممكن تلاقي ناس حواليك بيتقابلوا ويتكلموا في مشاكل جافا سكريبت أو يشيروا اكسبيرينس، أنا استخدمت الفريم ورك الفلانية الحاجات دي ممكن اتعلمت تبقى موجودة الحاجات دي. على جوجل، على سوري، على فيسبوك جروب مثلا، أو على لينكد إن جروب أو لينكد إن شانل، حاجات من دي يبقى في توبكس الناس بتتكلم فيها أونلاين. في توبكس وبرضه يقدر بتتكلم إن هو فيها من اونلاين خلالها يعمل نتورك كويس. بالظبط، بس في برضه ميت ابس الناس بتتقابل. يعني في كندا كان في ميت اب للستارت ابس او ميت اب للديتا اللي هي البيج ديتا، بيتقابلوا كل اول 3 من كل شهر مثلا، وبيقعدوا بيجيبوا بيتزا ويتكلموا على التوبكس، تبقى جود اوبورتيونيتي ان الناس بتتكلم. طبعا بيبقى في اولها يا جماعه احنا عندنا في حد عنده اي بوزيشن بيهاير او حاجه، وناس بتيجي تقول احنا بندور على واحد يعمل كذا،
الناس بتقعد تتكلم مع بعضها. فدي برضو حاجة ترجمة من الحاجات أعتقد هتلاقي من حاجات شبيهة بيها في مصر، يتقابلوا ويتكلموا في طب توبكس الايفنتس تتعرف مثلا على لو ناس. في شركة كبيرة عاملة ايفنت او حاجة، فدي تعتبر اقرب حاجة لمصر في اللي انت بتتكلم فيه. لكن ميت ابس بالطريقة اللي انت بتتكلم بيها انا ما شفتهاش، يعني انا ما اعرفش هي موجودة ولا لا، بس انا ما شفتهاش خالص. لكن اللي موجود زي ما بقول لك ان يبقى في ايفنت مثلا تبع ديل، تبع مايكروسوفت، تبع اي شركة كبيرة، بيبقى خصوصا في الصيف يعني، وبيبقى مثلا مدته 3 ايام 4 ايام، الناس بتروح تشوف، برضو بيبقى فيها فرص كويسة يعني. طبعا طبعا، بس اعتقد لو دخلت على الويب سايت meetup.com ممكن تلاقي حاجات meetups يبقى لحاجات تحفة جدا. معينة. أو نعمل إحنا بقى مصطفى، إيه رأيك؟ صح، بس اقول لك يعني ليه انا لأ يعني؟ دلوقتي واحنا بنتكلم انا بسيرش دلوقتي دي فرصة حلوة. على ايوه على جافا سكريبت في كايرو ايجيبت على الايفنتس او جروبس، انا شايف في حاجات كتيرة طيب برضه ممكن بالنسبة تسيب لينك للإيفنت أظن للشورت للموقع على ده. تويتر. وعلى تويتر بالظبط. ممكن برضو هتلاقي حاجات كتيرة. حاجات جميلة وفي إيفنتس وسهلة إن أي حد يبدأ فيها، يعني أنت عشان تروح ميتاب مش محتاج إن أنت تقدم سي في بقى وانترفيو بتاع، خلاص أنت بتروح وليك فرصة كويسة. بالظبط بالظبط، تكلم مع ناس، حد هيقول لك اه لا والله التكنولوجيز دلوقتي بنعمل واحد اتنين تلاتة، فركز في كذا. الحاجات دي كلها هتلاقيها بتفتح لك مجالات. كلام جميل جدا. خلينا نرجع لزياد. زياد الأول عايز تضيف حاجة في الحتة دي قبل ما نسيبها؟ قول لي، لو خلاص خلينا نخش في توبيك تاني. لا I think احنا غطينا حاجات كتيرة. يس. طيب خلينا نتكلم برضو، نفضل قاعدين لسه في الكلية، لأن أغلب اللي بيسمعونا دلوقتي يا إما لسه بيدرسوا يا إما يعني لسه متخرج. فلو أنت في الكلية تبع حاسبات، ايه من وجهة نظرك اكبر استفادة اقدر اخدها من الكلية؟ انت عارف ان كليتنا بالذات مش عايز اقول عشوائية شوية، ولكن يعني انت بتاخد حتة من كل حاجة، مش بتاخد يعني مفيش كلية مثلا للفرونت اند ديفلوبر، فاهم قصدي؟ مفيش حاجة للباك اند، انت بتاخد كل التوبكس تقريبا، بتاخد فكرة من كل حاجة، وبعد كده انت بتقرر انت هتعمل ايه. ففي ناس بتبقى داخلة الكلية بتاخد كل كورس بشكل جدي قوي، فبتضغط نفسها قوي قوي، فما بتلحقش ان هي تشوف مجال تبدا فيه بقى، يعني تبدا انها تتخصص في حاجه. وفي العكس، في ناس بتهمل الكليه تماما. فمن وجهه نظرك انت يا زياد، ايه افضل طريق، سواء شخص لسه داخل الكليه او شخص حتى يعني خلاص في ليفل معين من الكليه، يقدر يستفيد اكبر استفاده من الكورسز اللي موجوده جوه الكليه، اللي يقدر بعد كده تساعده اكيد بس في الكارير بقى، ان هو بعد كده بعد ما يتخرج يشتغل، مش يتخرج وافضل قاعد بقى ادور على شغل. ده سؤال جميل. من ناحية أنا من وجهة نظري إن الدراسة النظرية مهمة جدا في الكارير، بالذات في الكارير بتاعنا. جميل. ممكن ناس كتير ما تشوفش الموضوع ده، بس ده بيعمل فرق كبير ما بين واحد فاهم شغله وواحد بس بيطبق حاجة هو قراها أونلاين أو اتعلمها أونلاين. ودي بتساعد في حاجات كتيرة. يعني مثلا لو أدي مثال، موضوع مثلا الالجوريزمز والبيج او نوتيشن والحاجات دي كلها، دي ممكن تعمل فرق بين واحد شاطر ان هو يكتب كود كود افيشنت ويرن كويس، ومن واحد تاني قرا انترو مثلا لفريم ورك ولا حاجه وبيستخدم بس البيسكس. فالفرق ده الفرق الكبير بين واحد بس بيطبق حاجه هو شافها وواحد فاهم هي بتشتغل ازاي، ده بيبقى فرق كبير جدا. فدي من ناحيه الجزء النظري. الناحيه التانيه مصطفى كان قالها، الموضوع اللي هو النتوركينج، انه يعمل بروجكتس على جنب، سايد بروجكتس، لان دي بتساعد الواحد ان هو يعرف هو عايز يعمل ايه في الكارير بتاعه. يعني هل هو منحاز اكتر للفرونت اند، هل هو منحاز للباك اند، هل هو عايز يعمل ماشين ليرنينج ولا انفراستراكشر. من غير ما الواحد ما يجرب مش هيبقى عارف ايه الحاجه اللي هي مفيده ليه اكتر، او الحاجه اللي هو هيستمتع بيها وهتبقى هي دي الكارير بتاعه اللي هيركز عليه في الكارير بتاعه. وهتساعده اكيد ان هو فدي ممكن يقدر يعمل شيفت كارير بعد كده بشكل اسهل من الباقي، لو قرر ان هو اه يعمل طبعا شيفت كارير في يوم من الايام، فهو عارف على الاقل هو ممكن يروح لفين.
طبعا، وبالذات الحته النظريه، لان الحته النظريه دي بتطبق في كل المجالات. يعني انت شغال فرونت اند او باك اند او اندرويد او اي حاجه، الجزء النظري اللي هو بتاخده معاك اللي هو الترانسفير بالنولج ده بيابلاي لاي حته. اظن هم دول الحاجتين الاساسيين اللي هو انا لو انا رجعت الجامعه اظن هم دول الحاجتين اللي انا هركز فيهم تاني. طب يا مصطفى، في الحته اللي زياد بيتكلم فيها ان انا المفروض ان انا اهتم بالجزء النظري برضه في الكليه وكده، خلينا اتكلم معاك من الجامعه اللي انا فيها، واغلب الجامعات الحكوميه تحديدا بتكون بالمنظر ده. الكورسات بتكون ضغطانه قوي، يعني انت مثلا بيبقى عندك في السمستر الواحد مثلا 6 كورسات، والست كورسات دول ميكسد بقى الجوريزم على سوفت وير انجينيرنج على سيستم اناليسيس، حاجات كده ممكن ما يبقاش ريليتد قوي ببعض، وكمان كل واحده فيهم او كل كورس فيه بيبقى ليه بروجكت وليه تيم بتعمله، وليه بروجكت طبعا طبعا بتبدا فيه من اول السمستر وتخلصه في الاخر، فتقريبا ما بيبقاش في وقت للكارير، ما بيبقاش في وقت ان انت تمشي على جنب الكليه كده، تاخد مثلا كورس فرونت اند او باك اند او ايا كان الحاجه اللي انت بتحبها زي ما احنا اتكلمنا وتكمل فيها للاخر. في ناس ما بيبقاش عندها وقت لده، فانت تنصحهم بايه؟ في ناس اللي هي بتبقى مركزه قوي مع الكورسات 100% للكليه عموما، قصدي 100% للكليه، فمبقاش عندها وقت لاي حاجه تانية، وتحديدا للكورسات الخارجيه اللي هي برضو مهمه. تمام. في حاجتين. الجامعة أول حاجة بتديك فعلا النظري، يعني معظم الحاجات طبعا احنا كلياتنا فيها عملي وفيها عمل كبير، وهتلاقي مثلا المشروع أو البروجكت أو الأساينمنتس اللي عليك في منها جزء كبير بيبقى حاجات بتطبقها، تبقى الدرجة بتاعتك في نسبة من الدرجة النهائية على الكلام ده، فأنت بيبقى عندك الاوبورتيونيتي انك انت تعمل حاجات بايديك. والله انت بقى اللي هتقرر. يعني مثلا لو هنتكلم على سوفت وير انجينيرنج كورس، ممكن السوفت وير انجينيرنج كورس تعمل حاجه ملهاش اي لازمه، ممكن تعمل حاجه قويه، هنعمل بروجكت هنعمل له السبيسيفيكيشنز بتاعته، وبعدين هنطلع منه يوزر ستوريز، واليوزر ستوريز دي هنعمل لها امبلمنتيشن. فانت ممكن تميمك واتس هابينج في الاندستري بره في بروجكت صغير، فديك اتعلمت وديك عملت حاجه. ممتاز الجامعة ممتاز. طبعا بتديك الحته دي يا مصطفى بدون قطع كلامك، الحته دي فعلا مفيده جدا، بما انك ذكرت السوفت وير انجينيرنج، لان انا شرحتها او انا اديت الكورس ده او راجعت الكورس ده تحديدا، كنت بلاقي ناس من زمايلي معايا في نفس الكليه ما عندهم نفس الوقت اللي عندي تقريبا، وكان بيبقى نظرتهم للكورس يا عم ده حفظ قوي، ده كلام نظري جدا، حاجه من دي، مع ان انا كنت شايف العكس، انا كنت شايف ان هو شيء ممتاز جدا مفيد جدا جدا، كنت ساعتها برضو موجود في شركه، فشايف ان هو فعلا ده يمكن اهم الكورسات او من اهم الكورسات اللي موجوده، لان انت من غير الكورس السوفت وير انجينيرنج، من غير الكلام اللي الناس بتقول عليه نظري ده، انت مش تبقى عارف مين اللي فوقيك ومين اللي تحت، مين انت هتسلم الشغل بتاعك لمين، مين قبلك، الستبس دي فيها ايه، غير حاجات تانية كتير جدا، فنقطه ان انت تشوف في كل كورس الحته دي ده مفيد جدا جدا. بالظبط جدا. الحاجة التانية برضو إن الجامعة بتديك مهما كان قشور القشور. يعني كان بالنسبة لي في سنة تانية وسنة تالتة، لا خلاص كده الواحد عارف كل حاجة بقى، خلاص بقى يعني طلع إن اللي إحنا بناخده في الجامعة ده قشور، بالعكس ده مظبوط بيديك بس بيعرفك بص في حاجة اسمها كذا، مظبوط هنخش في تفاصيلها، هنديك بس الانترودكتوري بتاعتها كده، بحيث إنك أنت لو عايز تتعمق فيها أكتر لا أنت بقى إيه مع نفسك بقى. إحنا بس هنأهلك ونديك البيزكس اللي تخليك تعرف تدور. وحاجة من الحاجات الصراحة اللي اتعلمتها في الجامعة ازاي ادور وازاي اريسيرش وازاي اجرب وازاي اغلط واجرب تاني والعب بايديا في حاجات اللي هو مش لاقيها في كتاب. فكرتني برضه مصطفى اتيتيود اللي كانت في الاول برضه، اللي هي الغلطه من الغلطات اللي الواحد بيعملها في الكارير بتاعه، اللي هي حته ان النظري ده يعني فاتت لك زياده. في الاول الواحد بالظبط دايما بيقول ايه، طب ما انا بعرف اكتب كود، انا شاطر، انا بالظبط بشغل أنا دماغي ودماغي وشاطر ودماغي كويسه، ممكن اكتب كود، فليه بقى اقعد أو العكس افكر في خلي بالك لزياد، ال أو العكس تلاقي حد يقول أنا طب أنا مش بحب الكود خلاص، أركز ليه بقى مع مواد البروجرامينج والحاجات دي، أنا أركز أكتر في الفيجما، أركز أكتر في الديزاين، أركز أكتر في مش عارف إيه، برضه ده غلط. اه طب اه اه يعني مثلا
تكمله الفكره يعني، مثلا واحد يقول لك انا هركز ليه في الكلين كود، ولا اركز ليه في السوفت وير انجينيرنج، ولا الدوكيومنتيشن، دي كلها فزلكه وحاجات تفاصيل زياده. بس لما تيجي بقى تشتغل بقى بجد في الاندستري، وتشتغل على بروجكت كبير، وتشتغل مع تيم، وتشتغل مع ناس، هتلاقي فعلا فايده الحاجات دي. والتست برضو، ناس كتير قوي برضو في الاول كنت بقول لا نكتب تست ليه، والتست دي مضيعه للوقت والكلام ده كله. لكن لما تقعد بقى بجد في الاندستري وتجرب، هتلاقي فعلا فايده الحاجات دي. الحاجات دي مش جايه من فراغ، الحاجات دي فعلا جت من تجارب ناس وقعوا فيها وتعبوا وطلعوا الافكار دي عشان الناس تستفيد منها. بالظبط. وبعدين يعني برضو يا زياد، خلاص انت حاجه شايفها بسيطه، فده حافز ان انت تتعلمها. يا عم انت شايفها حاجه تافهه، خلاص طب هات بقى اخرها، مش هي تافهه، هات اخرها. يعني حد يشوف الكلين كود يقول لك عنده بسيطه ممكن اخلصه 3 ايام مثلا، يقول اي حاجه من الحاجات دي، طب خلاص يعني ليه سايبه؟ في حاجة برضو كنت وعموما عايز بقى أضيفها. كلين كود ده بالذات، كمل. بس على بوينت كلين كود دي، كلين كود بالذات هي يعني دي سكيل بتكتسبها مع بالظبط الوقت. مهما قريت بالظبط. فيها مش هتعرف تطبقها غير لما حد يكومنت على الكود بتاعك وتجرب تاني وتحاول تاني، ومع الوقت هتبتدي تتحسن، مش كتاب خالص. بالظبط. بالظبط. حاجة برضه عايز أضيفها، وممكن زياد معرفش يوافق ولا يعارض. أسهل حاجة في البروسيس كلها كتابة الكود، يعني أسهل حاجة، أسهل صح حاجة جدا. في الآخر خالص كتابة الكود. كتابة الكود دي تعتبر من أسهل الحاجات، لكن إنك توصل للفكرة وإزاي هتديزاين الحاجة وهتقسمها ومين بيكلم مين والحاجات دي كلها، دي أصعب ما في الموضوع. لكن صح كتابة صح الكود انت بتترانزليت وات ايفر يو هاف، اللي انت عندك، اللي انت قررت انك انت خلاص هو ده الفاينل اللي انا هعمله، وده هحوله الكود. ما دي سوفت وير انجينيرنج. وده خلي بالك برضو كان دكتور عمرو غنيم عندنا في الكليه قال نفس الكلام اللي انت قلته ده بالنص، قال ان اي حد يقدر يكتب كود، اي شخص ياخد كورس 3 شهور 4 شهور ايا كان هيكتب كود، بس مش اي حد يقدر يكتب كود صح، يكتب كود الناس فعلا تقدر تقراه، الناس فعلا تقدر تعمل له ريوز، يكون كاستمايز، ده غير ان هو يكون فاهم كمان ومخطط وعارف هو هيعمل ايه من الاول، ده هيوفر عليه وقت كتير وهيساعد في ان الكود بتاعه يكون كويس جدا. بالظبط. فكرتني بميم كده موجودة أونلاين، لك الناس فاكرة البروجرامرز بيعملوا إيه، وجايب واحد قاعد على الكمبيوتر طول الوقت في ظلمة ورا ظلمة وبيشتغل ايوه لوحده، وبعدين ايوه الناحية التانية الواقع واحد قاعد عمال بيفكر. يعني هو فعلا معظم البروجرامينج مش في كتابة الكود، في الديزاين بالظبط وإزاي تكتب كود بالظبط هتغيره بالظبط. ان تاني، انت لأن بعد جيت، ما ان تعمله انت جيت انت بطريقة هتكتب ايه؟ أحسن. يعني ان انت تجيت انت هتستخدم انهي لايبراري، او ان انت هتستخدم انهي لوجيك عشان تحل المشكله دي، كل ده وقت انت قاعد بتفكر، انت ما كتبتش حاجه. بس وانس ان انت جيت تكتب، طب ما شات جي بي تي ممكن يكتب، او انت ممكن تكتب بشكل سريع جدا، الكود مش بياخد فعلا وقت. بالظبط. وفي شركات كتيرة جدا ما بتوصلش لمرحلة كتابة الكود غير لما الموضوع بيتناقش وبيتراجع وكذا حد أفكار، وبعد ما يوصلوا للطريق اللي هيعملوا يحلوا بيها المشكلة، ساعتها بقى يبتدوا إيه، يأساينوا التاسك. كلام مظبوط. طيب يا مصطفى، خلينا بما اننا لسه برضو في الكليه قبل ما نسيبها، يعني الجي بي ايه هي برضو موضوع ريليتد بقصه الكورسات والناس اللي بتبقى مركزه قوي مع الكليه، فبرضو في ناس بتبقى كل همها ان هي تعلي الجي بي ايه على قد ما تقدر، تخليه رقم كبير او اقرب للاربعه على قد ما يقدر، وبيهمل برضو الكورسات، بيهمل ان هو يجرب، بيهمل مثلا لينكد ان، بيهمل جيت هاب، بيهمل السي في بتاعه، بيهمل كل حاجه، بيكون كل همه ان هو يقدر ازاي يجيب درجه او 2 او 3 ويقفل كل المواد عشان بس الجي بي اي يعلى. وبعد كده لما بيتخرج بيلاقي نفسه ان هو الجي بي اي مش هيعمل له حاجه لو هو ما عندوش سوفت سكيلز وسكيلز فعلا حقيقيه موجوده عن طريق التجربه والاكسبيرينس. فانت اول ما عرفنا الجي بي اي كان كام بتاعك لو انت عايز تقول يعني، وازاي تنصح حد بيعمل الموضوع ده، ازاي يبالانس الجي بي اي، وهل فعلا الجي بي اي مهم قوي كده ولا لا؟ كلام جميل. الجي بي اي بتاعي، انا كنت فاشل شويه في الجامعه، فكان الجي بي اي بتاعي 3.4 في الاندر جراديويت، في الماسترز كان 3.55، في الدكتوراه كان 3.9. ده هنتكلم جي بي اي. اول سنه دخلت فيها الجامعه اتعرفت على ناس كانوا اكبر مني، كانوا بيتخرجوا، وادوني نصيحه الصراحه كانت يعني فرقت معايا.
قال لي انا لما دخلت الجامعه كنت حاطط في دماغي ان انا اجيب اعلى جي بي اي وان انا اتخرج بذا هايست اونرز والكلام ده كله. وبعد اول سنه اكتشفت ان الجريدز مهمه وكل حاجه، بس كان ممكن، وده هو ده اللي عمله، ان هو قال انا هتخرج بجي بي اي، مش لازم ابقى مقفل وابقى 4، وبرضه مش لازم ابقى 2، وبرضه مش لازم ابقى 3، مظبوط. يعني اعلى من 3، بس في نفس الوقت هتعلم وهخش كلابس وهخش اعمل اكتيفيتيز اون ذا سايد وهسافر وهعمل حاجات كتيره قوي جنب الجامعه، وكل الحاجات دي هتديني خبرات اكتر. وفعلا كانت نصيحه حلوه، خلاني اخش اجوين اكتيفيتيز كتير قوي في الجامعه، اتعرفت على ناس كتيره، سافرت مع الجامعه في حاجات كتيره. فدي حاجه من الحاجات اللي انا دايما بقول فيها ان الجي بي اي مش كل حاجه، وشفت ناس كتيره الجي بي اي بتاعها ما كانش قوي قوي وما شاء الله عليهم، يعني شاطرين جدا وعملوا كارير يعني احسن مني مش مئات الاف المرات. انا هقول لك كمان، مش بس الجي بي اي بتاعه قليل، ممكن يكون اصلا مش من الكليه، يعني ده موضوع تاني خالص بقى. ده قصة تانية يعني، بالظبط، يعني ممكن يكون كمان ما كملش يعني. بس طبعا لا، يعني الديجري بتفرق، والديجري ممكن انت طبعا. دلوقتي تقول لا مش قوي، قدام بتفرق. انا شفت كيسز قدامي علشان ما كملش الديجري بتاعته، وصل لسقف معين في الشركة ما ترقاش بعدها، حاجات كتيرة بتحصل، جم غيروا الاستراكشر بتاع الكارير، قال لك الشغلانة دي لا لازم المينيمم ريكويرمنتس بتاعتها يبقى معاه باتشلر، سوري انت معاكش باتشلر فانت بره، حاجات كده بقى. فالديجري مهمة، الجي بي اي مهم، الجي بي اي مهم جدا لو انت اول شغلانة هتشتغلها، يعني لو انت خلاص اتخرجت من الجامعة وما معاكش شركات وما معاكش انترنشيبس وما معاكش اي حاجة، دي الحاجة الوحيدة اللي فالجي بي انت هيبقى دي النقطة المنورة في السي في دي النقطة بالنسبة لك الوحيدة. ساعتها. بالظبط بالظبط، لكن ما عملتش اي حاجة من الحاجات دي بس برضه وما مصطفى عملتش خليني شغل اروحك في جي بي الحتة دي بما انك انت ذكرتها. طب انا دلوقتي شخص جايب مثلا 3.9 جي بي اي، وجاي مدي لك انت السي في وانت اللي هتعمل معاه الانترفيو، والسي في بتاعي جالك عندك جالي عند جالك اه عندك مفيش فيه غير الجي بي اي، يعني انا ما عنديش اي حاجة تانية، انا بس اتخرجت من الكلية معايا جي بي اي عادي، ما عنديش اكسبيرينس، يعني حتى السكيلز اللي انا حاططها حاجات بدائيه جدا، الحاجات اللي انا خدتها في الكليه زي ما انت بتقول هي بتبقى قشور، فانا مش معايا غير القشور دي. هل تقبل بيا ولا لو في شخص تاني زيي بالظبط ولكن الجي بي اي بتاعه قليل والاكسبيرينس بتاعته هي اللي عاليه، برضه ما خدش شركات، يعني ما دخلش في انترنشيب او حاجه، ولكن عنده سكيلز، عنده سكيلز قدر ان هو ينميها، خد كورسات، خد حاجات فعلا تقويه في الكارير، بس الجي بي اي بتاعه قليل، خلينا نقول مثلا 2.5 او 2.5، تختار مين فيهم؟ حسب البوزيشن اللي انا بهاير عليه، هل عندي روم ان انا اخلي اجيب حد ويتعلم ولا لا؟ فدي حاجه، ليتس سي احنا هنقول انا بدور على جونيور فريش جراديويت ما عندوش خبره كبيره، الديسايدنج فاكتور ليا اللي هيخليني اقرر اخد ده او ده حاجتين، اتيتيود وويلنج ان هو يتعلم ولا لا. الاتيتيود بتاعه هل هو بيخش في ان هو لا، يعني هو ده اللي انا خدته في الكليه وده اللي انا اتعلمته، وان كان عاجبكم هو ده اللي احنا بيدوهنا في الكليه وانا خلاص كده انا عرفت كل حاجه، ده بالنسبه لي واحد. لا التاني بيتعلم، الاتيتيود التاني، طيب احكي لي كده لو هتتعلم، يعني سؤال من الاسئله اللي بسالها دايما، هنشتغل بفريم، اخر مره اتعلمت لغه جديده ايه، او اخر مره اتعلمت فريم ورك جديده كان امتى، وعلى أساسه ببدأ أخش معاه في تفاصيل. طب وتعلمتها إزاي؟ طب احكي لي كده إيه الستبس اللي أنت أخدتها، ومنها بعرف إذا كان فعلا عنده الاستعداد والقابلية إن هو يتعلم حاجة جديدة ولا لأ، وعلى أساسه ده بيبقى الديسايدنج فاكتور. لكن أبص بس على السي في كده من بره مش كافي، خصوصا إن يعني السي في اجابتك ان انت بالنسبة لي مش هتقبل مهم. الاثنين، انت هتقبل يعني هتاخد الاثنين للانترفيو، وفي الانترفيو بقى ولا هيقرر مين فيهم اللي فت اكتر. بالظبط بالظبط، في ناس جميل جدا. اعرفها في مانجرز بيقول لك لا انا ولا هبص على ده ولا هبص على ده، انا عايز حد فريش جراديوت، ده برضو ستيل مهما كان جونيور لازم يكون عمل انترنشيبس، لازم يكون اشتغل شويه، لازم يكون عدى على اندستري شويه، في ناس بتبص لها كده.
بما فانا انه بالنسبه لي هيغير حد بارت تايم او فول تايم، يعني ممكن يكون ده وجهة نظر، لو انترن بالظبط ساعتها ممكن يبقى لأي حد. بالظبط. زياد اكيد برضو ممكن يبقى عنده تعليق هنا. انا بص انا هقول على هي، انا موافق على مصطفى بيقول. الحته اللي هضيفها ان هي ان التيم دايما بيكمل بعض. صح كده. الشخصيتين انت قلتهم دول ممكن لما لو الاتنين مع بعض يضيفوا حاجة أكتر بكتير من شخصية واحدة اتنين منهم على سبيل المثال. يعني مثلا لو جبت اتنين جي بي اي 4 وحطيتهم مع بعض ممكن ما يضيفوش للتيم زي اتنين عندهم اكسبيرينس بس جي بي اي 2.5، لكن لو جبت الاتنين مع بعض حاجة خطير. فاهم قصدي؟ فهي دايما التيم لو في تنوع في الخبرات وتنوع في الشخصيات ده بيبقى مفيد جدا للتيم. لان مثلا لو انا بعمل مثلا على تاسك مثلا let's say ما اتعملتش قبل كده، هحتاج واحد يبقى تكنيكال او يعني theoretical، وهحتاج برضو معايا واحد شاطر في يعني عنده experience مجرب حاجات كتيره. فممكن الاثنين دول مع بعض يقدروا يحلوا المشكله الصعبه اللي هي ال challenging جدا. او ممكن يكون مظبوط. التاسك مختلف تماما، ان انا مثلا عايز اعمل حاجه ستريت فورورد اللي احتاجها مختلف. فهي مش شايف ان ده اوحش او ده احسن. الاثنين بيضيفوا بشكل مختلف، والاتيتيود زي ما مصطفى بيقول الاتيتيود هو اللي بيفرق جدا. طب برضو بما ان مصطفى ذكر الاتيتيود، وكمان عايزين نكلمك في حته السوفت سكيلز. في ناس كتير جدا وبما فيهم برضو الناس اللي بتهتم قوي بالجي بي اي بيهملوا السوفت سكيلز، لان زي ما بقول الجي بي اي انت عشان تجيب جي بي اي عالي خصوصا في جامعه حكوميه فانت بتبقى مضغوط جدا 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 كل حياتك تقريبا، لبس الكليه لبس المشاريع لارضاء الدكاتره ارضاء المعيدين علشان تجيب جي بي اي عالي. فمع ان انت بتعمل ده غالبا بتهمل سوفت سكيلز مهمه زي ان انت ازاي تتكلم، ازاي تتحاور، ازاي تتعامل في الانترفيو، ازاي يكون عندك تايم مانجمنت، ازاي كذا كذا كذا، حاجات كتير هو ما بيبقاش مدرك ان هي عنده او هي اصلا مش عنده. فانت ازاي قول لي رايك في موضوع السوفت سكيلز قد ايه هي مهمه، ورايك في الشخص اللي بيهمل السوفت سكيلز. ده سؤال جميل جدا. منين ممكن نبتدي؟ يعني أنا مثلا لو أنا بهاير هيبقى مهم جدا بالنسبة لي كذا حاجة. منهم أولا الشخص اللي أنا بعينه ده هيقدر يندمج مع التيم ولا لأ؟ هل هيقدر يشتغل كجزء من التيم ولا هو شخص بيحب يشتغل لوحده، ما بيحبش مش بيحب قوي يتعاون مع الآخرين في ان هو في الشغل. الحاجة التانية اللي دايما انا ومصطفى بندور عليها ان يكون حد، يعني مش اي مصطلح احسن من ان هو يكون حرك، يعني بالضبط. بمعنى اخر بيعرف يتصرف، بيعرف مش بيتزنق ويقف، بيحاول يجرب حاجات مختلفة، بيحاول يتكلم مع الناس او يحاول يشوف يخش اونلاين يسيرش، ومش دايما بيبقى معتمد على الاخرين ان هما ايه يحلوا المشاكل اللي عنده. ومش بس معتمد على الكتاب او ودول الجامعه اللي هو جه منها ان دكتور فلان الفلاني قال ان دي بتتحل كده، فانا مش لاقي الحاجات اللي تخليني احل المشكله اللي الدكتور قال عليها فانا مش عارف احل. بالظبط يعني دول يعتبروا سوفت سكيلز. لو فكرت فيها بشكل بعيدا عن الثيوريتيكال، دول سوفت سكيلز. تيم ورك، وان واحد يبقى يعرف يتصرف من غير ما يبقى معتمد على ناس تانية. دول بالنسبه لي اكتر حاجه انا ببص عليهم في وانا بهاير. الحاجه الثالثه ان هو يبقى عنده من نفسه ان هو بيبقى عايز يتعلم. مش بيقول انا اتعلمت حاجات الفلانيه ودي الطريقه اللي بشتغل بيها وهو فعلا انا همشي بيه. لا، هو بيبقى فليكسيبل، عايز يعرف ايه اللي بيحصل في الاندستري، ايه اللي بيتغير، متابع، عارف ايه الفريم وركس الجديده، حتى لو مش بيتعلمهم بيبقى عارف ايه اللي بيحصل في الاندستري. يعني من بطريقه تانيه يعني متنور في الاندستري. فاهم قصدي؟ عارف ايه اللي بيحصل، متابع اللي بيحصل، وعنده ويلنجنس ان هو يتعلم حاجه جديده، مش اللي هو انا بشتغل بالفريم ورك الفلاني ومش هشتغل بحاجه تانيه. فدي الحاجات اللي انا ببص عليها من ناحيه السوفت سكيلز. يعني وهي مفيدة مهمة جدا جدا جدا. يعني ممكن سوفت سكيلز تكون بسيطة زي كده، حاجات بسيطة زي شخص بيعرف يتكلم أو لأ، ما تخلوش يدخل الشركة أو ما يتقبلش، مع إن هو السكيلز بتاعته ممكن تكون كويسة بس هو يخش جوه مش عارف يتكلم.
مش عارف يتعامل، مش هيعرف يكون قادر ان هو يطلع شغل اكتر واكتر، وقادر يتعامل مع زمايله، فدي حاجه تخليه ما يتقبلش. مظبوط صح جدا. فلازم في الاخر برضو عشان نقفل حته الجي بي اي، ان يبقى في من وجهه نظركم ان يبقى في بالانس ما بين الاثنين، ما بين انت تجيب جي بي اي زي ما مصطفى قال اعلى من 3 ماشي، وفي نفس الوقت تكون مهتم بالنتورك بتاعتك، مهتم جدا بالسوفت سكيلز، مهتم ان انت تكون دورت على مجال انت شايف ان انت حابه وقادر ان انت تبدا فيه مثلا من سنه ثالثه، بحيث ان انت لما تتخرج معاك مجال مثلا فرونت باك ايا كان، ايا كان مجال انت فعلا حابه ومعاك اكسبيرينس فيه، واخد فيه كورسات خارج الكليه، وفي نفس الوقت معاك جي بي اي كويس. فده رايكم، انتم موافقيني في الكلام ده؟ انا رافض كده. 100%. طيب كلام جميل جدا جدا. خلينا اخر حاجه برضو نتكلم فيها جوه الكليه، رايكم في شخص زي ما انا قلت دلوقتي، حد من سنه تانية مثلا بدا ان هو ياخد كورسات، او من سنه اولى حتى كليه بدا ان هو ياخد كورسات ومش عارف ايه وكده، وبقى فت ان هو يشتغل، وبدا ان هو يشتغل فعلا في شركات من هو بيدرس، يعني حد بدا ان هو يشتغل من هو بيدرس زي مثلا، وزي ناس تانية كتير كمان بتشتغل من زمان، فانت ايه رايك في الموضوع ده؟ لان اكيد شغله هيجي على الكليه بشكل ما، فانت رايك كيف حاجه زي كده؟ ممكن نبدا بمصطفى وبعد كده. بمعنى ايه هيجي على الكلية؟ بمعنى ان درجاته تتأثر، ولا بمعنى ان هو مش هيبقى درجاته، فاضي؟ هتكلم عن نفسي، انا دلوقتي لما بقيت شغال، انا شغال من سنه تانية، بقيت الكورسات اللي انا بتجيلي في السمستر بشوف ايه فيها هيفيدني بشكل ما في المجال اللي انا ماشي فيه، اكتر حاجه هتفيدني هي دي اللي انا بهتم بيها اكتر، زي ماده زي سوفت وير انجينيرنج، ماده زي الالجوريزمز مش عارف حاجات من دي، وماده مثلا زي الاداره او نتوركينج او مش عارف ايه، ممكن اكون بهملها شويه غصب عني لان مفيش وقت ليها، عندي 6 مواد هقدر ان انا اركز مع 3، وثلاثة تانيين ههملهم لان انا عندي مثلا 6 ساعات في اليوم شغل. فرأيك كيف الموضوع؟ طبعا انت بتحاول تعمله. بص، خلينا برضو متفقين انك مش هتعرف تاخد كل حاجه. برضو حاجه من الغلطات اللي انا غلطتها وانا صغير، ان عايز اعمل كل حاجه. انا عايز ابقى شاطر واجيب جي بي اي عالي، وعايز اشتغل، وعايز اخرج مع صحابي، وعايز اسافر وكل حاجه. وعايز اروح الجيم، وعايز اكل هيلثي، وعايز انام بدري، وعايز اصحى بدري، هو هذا غير صورتي لا على سوري، عايز انام متاخر، وعايز اصحى بدري، وعايز انام عدد ساعات كفايه. اللي هو في حاجات قصاد حاجات. فانك انت تبقى عارف اولوياتك، وعارف الحاجات اللي هتسهل لك الدنيا قدام، في كشغل، ككورسات، كالكلام ده كله، اكيد هيبقى هيسهل عليك الاختيار ده، وتبقى عارف ايه المواد اللي انا اركز فيها، وايه المواد اللي مش هركز فيها. خلينا برضو نتكلم في حتة إن المواد محطوطين ست مواد في السمستر. ده برضو حاجة من الحاجات اللي هي يعني إيه، مش محطوطة كده، يعني محطوطة for a reason، ومحطوط إن المواد دي لازم ندي للطلبة نسبة عالية من الثيوريتيكال، بحيث إن هو نقول الراجل ده متخرج ببكالوريوس في الحاسبات. فدي برضو محطوطة for a reason، علشان نقول الناس دي عدت على أكاديميك، دراسة أكاديمية تؤهله إنه يطلع يشتغل الشغلانة دي. فبالنسبة يعني انا لي هقول لك حتة اللي انا بعمله، يعني انا بشوف ان مثلا في ماده خلاص انا ما عنديش وقت ليها، على الاقل خالص بعرف هي بتتكلم عن ايه، بعرف التوبكس اللي موجوده فيها وبكتبها على جنب، بحيث ان انا قدام لو لقيت ان انا فعلا محتاج حاجه زي كده فانا عرفت ان هي موجوده على الاقل، فاقدر اتعلمها بعد كده بره بكورس بره او حاجه بعدين لما ابقى فاضي اكتر. ده هايل، ده ذكاء منك جدا طبعا. على الاقل تبقى عارف ان في حاجه موجوده. انا عرفت، انا اتعلمت حاجه في الكليه بتقول الكلام ده، بس مش شرط ان انا هحتاجها مش دلوقتي. متقنها. ممكن اركز بالظبط، اركز على انا هحتاجه دلوقتي، لان هو ده اللي هي 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 هيفرق معايا. وبرضه حته اللي هو ايه، I don't know what I don't know. فعلى الاقل ابقى عارف ان في حاجه موجوده، احسن ما ابقاش عارف خالص. بالظبط كده، بالظبط. برضه نسمع رأيك كده زياد في الموضوع ده. وانا متفق جدا من اللي احنا بنقوله، بس في حاجه عايز اضيفها بس في الحته دي، ان
يمكن حاجه دي احنا ما ذكرناهاش واحنا بنتكلم على الكارير، بس دي واحده من الطرق اللي الناس بياخدوها، وهي انا شايف ان هي يعني افكتيف، اللي هي ان الواحد ممكن يعمل بلوج بوست، بيكتب زي ارتكلز بالحاجات اللي اتعلمها، بيعمل مثلا زي ما انت بتعمل كده مروان بالظبط. فيديوز اونلاين تعليميه، الحاجات دي نفسها بتعمل نتوركينج وبتظهر الشخص، حتى لو احنا ما ذكرناهاش يعني هي طريقه من الطرق اللي بتعمل بيها نتوركينج وبتعمل بيها اسم لنفسك رغم ان احنا ما ذكرناهاش. فهي يعني لما تبص عليها في المجمل مش بس زي ما قلنا مش بس نبص على السي في، بنبص على برضو البروجكتس والانترنشيبس والاكسبيرينسز وكده، دي حاجه تانية برضو ممكن الواحد يبص عليها، وحاجه برضو بتقول بتلمع السي في او بتظهر الشخص، بتظهر الحاجات اللي هو عملها حتى لو هي مش حاجه ثيوريتيكال نظريه اتعلمها في الكليه، فدي برضو ليها مظبوط وزنها. فزي ما بقول احنا بنبص مظبوط على المجمل مش بنبص على حاجه معينه على من الحاجات التوتال. اللي هي بالظبط بالظبط الجي بي بالظبط. بالظبط. فانت من رايك مفيش مشكله ان يكون حد شغال مع الكليه على قد ان هو قادر برضو، نرجع تاني لنفس النقطه، ان هو قادر يعمل بالانسنج، يعني مفيش حاجه، مش بيشيل مثلا مواد، مش بيسقط في مواد، وفي نفس الوقت هو مكمل الجي بي فعلا مش عالي جدا بس هو متوسط، وشغال على جنب في حاجات تانيه كتير بيطور فيها. طبعا بالظبط، لان الناس زي ما هقول الشخصيات المختلفه بتكونتريبيوت بطريقه مختلفه، مش حاجه بوزيتيف ان واحد يبقى مركز في حاجه معينه، ولا هي حاجه نيجاتيف، هي بالانس من الاخر. طب يا زيد برضو رأيك ايه في شخص سواء قبل التخرج او بعد التخرج، ودي ناس كتير جدا 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 وقع في المشكلة اللي انا هقولها دلوقتي، حد تايه، يعني حد خلاص هو في سنة رابعة، في حالتي مثلا دلوقتي انا في سنة رابعة كلية، او حد اتخرج ومش عارف طب انا دلوقتي انا معايا ايه، السي في بتاعه فاضي، اللينكد ان مش موجود، يعني نفترض الورست كيس اللينكد ان مش موجود، جيت هاب فاضي، عارف شوية حاجات في الكلية، يعني مش فاشل في الكلية، هو عارف حاجات في الكلية، والجي بي ايه يعتبر يعني ماشي معقول، بس هو تايه، انا مش عارف انا ابدا في اي مجال، فرونت ولا باك ولا اي اي، ولا اتعلم ايه بالظبط، ولا اعمل ايه، من كتر الحاجات اللي مصطفى كان لسه بيتكلم فيها، ان الكليه بتدينا قشور لحاجات كتير جدا جدا جدا، ففي اشخاص كتير بتوه، ما تبقاش عارفه طب انا اعمل ايه بقى، يعني خلاص انا دلوقتي في حد مسكني من ايدي من سنه اولى لحد سنه رابعه، وساب ايدي فجاه في التخرج، هو كان بيقول لي خد الكورس ده وخد الكورس ده ومش عارف ايه، وبعد كده ما بقاش موجود، فانا دلوقتي متخرج شاطر عارف حاجات في الكليه، بس مش عارف ابدا في اي مجال، فتنصحني بإيه بقى في حاجة زي كده؟ بص هرجع برضه اقول نفس الحاجه اللي انا كنت قلتها في الاول، اللي هي ايه الحاجه اللي الواحد متحمس ليها، لان هي دي الحاجه اللي هتقدر تكمل فيها. في ناس بتبص من ناحيه الكارير او الفلوس او ايه الحاجه اللي هتسهله ان هو يشتغل، ودي ممكن فعلا تديله بوش في الاول بس مش هتطول معاه يعني خلال الكارير كله. بالظبط الحاجه المفيده في الجامعه ان هي فعلا بتوري الواحد قشور بس من حاجات كتيره، يعني بتوري الواحد مثلا داتابيس، بتوري مثلا الجوريزمز، بتعلمك بيجي لك الاساسيات طيارات في حاجات كتيره، بتديك فكره عن المجال كله. وممكن بقى من الحاجات دي الواحد دايما منجذب لحاجه معينه، او يعني كان مستمتع بكورس معينه الشغل فيها، دي من حد زي كده ايه الحاجه اللي هيكمل فيها وهو مبسوط. فممكن دي تبقى هي اللي تديله الدايركشن اللي هو عايز يمشي فيه، وطبعا كلام بالتجارب جميل، يعني يعني فعلا لو قدر يعمل بروجكتس على الجنب، او يقدر يعمل زي بلوك بوست، يعمل كورسز ومنها يعرف هو نفسه منجذب ليه. هيلاقي نفسه. ولو ما لقاش اي حاجه يبقى ممكن الاندستري غلط. خلاص ده مش مهم. انا حابب طب اضيف حاجه رايك برضو برضو يا على مصطفى زياده، قلنا كده، لو عايز تضيف حاجه يعني زياده الصراحه الجم الاخر، بس في حاجه برضو عايز اضيفها، احنا مركزين على الديفلوبمنت بس، صناعه السوفت وير بيبقى فيها حاجات كتير قوي، يعني من اول بالظبط. الريكويرمنتس وانك انت برودكت اونر او برودكت مانجر او بروجكت مانجر، وبعدين بتخش على بزنس اناليست. في شركات بيبقى عامله رولز وريسبونسابيلتيز لكل حاجه، وفي شركات لا انت بتعمل كل حاجه، وهتخش بعدها بعد البيزنس اناليست هتلاقي في ديفلوبمنت تيم او اركيتكت
قبل الكلام ده كله في اركتكت بيحط الاستراكشر وبيحط ايه الحاجات اللي هتكلم بعضها والكومبوننتس هاي ليفل، بعدين يجي الديفلوبرز، وبعدين هتلاقي فيه سكرام ماستر، وهتلاقي فيه كواليتي اشورنس، وبعدين هتلاقي فيه بعد كده سبورت، هتلاقي فيه شغلانات كتيره قوي قوي حوالين صناعه السوفت وير. فمش بس مفروض لو انت مش حابب حاجه معينه او حابب، الكودينج يعني هتلاقي لك حاجه مش بالظبط دايما. بالظبط. وبرضه هرجع اقول لك ممكن في نفس البوزيشن او سوري في نفس يعني نفس الرول، بس هتلاقي كل واحد منهم بيضيف عمل الرول بتاعه المختلف. يعني ممكن واحد بالظبط تلاقيه بيحب التستنج بس ما بيحبش مثلا يكتب كود كتير، فممكن يبقى اوتوميشن انجينير ان هو يكتب كود مفروض يتست بيه كود التاني، ده بيبقى مطلوب. واحد يقول لك لا انا مش عايز اكتب كود، بس انا حابب ان انا اعمل حاجات ليها علاقة اكتر بالتستنج، او انا لا انا حابب اتكلم مع كلاينت واخد منه الريكويرمنتس وافهم منه الدنيا اكتر، فده مور يبقى بيزنس اناليست. فمفيش حاجة شغلانة هتبقى لحد، يعني في شغلانات كتير قوي. بالظبط. دايما بقعد اقول كده ان احنا بعد ما خدنا السوفت وير انجينيرنج اتفتح قدامنا مجالات كتير جدا 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 جدا، صعب ان حد ما يبقاش لاقي نفسه في واحد فيها. يعني ما بتحبش الكود، طب في ديزاين، بتحب الديزاين، في يو اي وفي يو اكس وفي كلام جميل. ما بتحبش ده ولا ده، في تيستنج، ما بتحبش ده، في ريكويرمنت تقدر تكتب ريكويرمنت، في حاجات تانية كتير حتى في السيلز. يعني حتى بالظبط، في السيلز في اظن نسيت اسم التايتل، بس في ان انت بري تبقى سيلز، بالظبط بري بري سيلز سيلز. وفي ففي كل حته في مجالنا، في مجال هتلاقي ان انت مناسب ليك. برضو يا مصطفى الحته اللي انت ذكرتها في الاول خالص من المشاكل اللي قابلتك في الاول، حته ان انت تروح لمجال عشان هو بس شايني، او علشان في مثلا كورس او في مكان معين الناس كلها راحته فانت رحت معاه، دي مشكله كبيره. تلاقي حد صح. بيدرس فرونت اند، طب ليه؟ اصل في كورس دلوقتي فرونت اند مثلا مش عارف وزاره الاتصالات منزلاه او مش عارف مين منزله فانا بدات فيه. طب ليه؟ انت بتحب الفرونت اند؟ لا ما بحبوش. بتحب الكودنج؟ لا. طب خلاص ليه دخلت؟ فدي نقطه مهمه جدا بتعمل ان هو يعرفها بقى من الاول، صح لازم يدور على الحاجه اللي هو بيحبها. صح صح جدا. وهرجع اقول لك وبعدين برضه برضو احنا شفنا في الاندستري، شفنا في الاندستري ان في ترند، يعني بالظبط في كنت لسه حاجات اقول كده طلعت مره كانت عليها ديماند عالي جدا، وبعدين بعديها بكام سنه الديماند اختفى، بالظبط او حاجات عليها ديماند من سنين وما بيتغيرش. فالواحد الله يجري ينور. ورا الترند ده مش حاجه تبقى مفيده ليه في الكارير، ان هو هيبقى بيتنطط ورا حاجات بصغير وعمره ما هيبقى شاطر فيها. بالظبط. هيرجع تاني لموضوع القشور، هياخد قشور بقى بس بمزاجه دلوقتي مش من الكلية، هيقعد ياخد أجزاء من كل حاجة ومش هيكمل فيها الو للآخر. بالظبط. كنت هتقول حاجة يا مصطفى؟ كان في حاجه كمان هرجع اقولها، لان بالظبط اللي زياد كان بيقوله حته ان الو احنا سامعينك اه يا زياد. الو ايوه اه سوري جات لي معاك. واضح ان الهيدفونز واصله على التليفون والكمبيوتر في نفس الوقت. اوكي سوري. اوكي حاجه كمان عايز اتكلم فيها في حته اللي هي الترندز اللي كان زياد بيقول عليها. زي في الالفينات اللي هي الدوت نت بابل والويب 1.0، ودي كانت طفره اياميها، وان الناس تعمل بيجز اتش تي ام ال، ده كان بس ده اخر العالم. بعدها بكام سنه طلع ويب 2.0، وان انت تقدر تخش ويبقى في ابلكيشنز وويب ابلكيشنز مختلفه، ده كان طفره. بعدها بشويه طلع الموبايل والموبايل ابلكيشنز، ده كان طفره برضو، كانت ترند تاني. بعدها بشويه قال لك لا البيج داتا، البيج داتا ده بقى بص ده الجديد بقى، يعني اوعى. بعدها بشويه طلع كلاود، لا بص الكلاود ده بقى ده الترند الجديد. اخر حاجه اليومين دولت طالعه طبعا الاي اي والشات جي بي تي والكلام ده كله، فهي ترندات. لو رجعت للكور هتلاقي ان الحاجات دي كلها مينلي من السبعينات تقريبا، او ما يعني من ساعه اختراع الانترنت، بس بيحصل عليها تطورات رهيبه. والتطورات بالظبط. الرهيبه دي اللي بيخليها تنط النطات السريعه اللي احنا بنشوفها دلوقتي. اعتقد الحاجات اللي جايه برضو قريب قوي وهتبقى بقوه الفيرشوال رياليتي، الحاجات اللي هي بقى كنت لسه هقول لك النظارات والفيرشوال رياليتي برضو حاجه من الحاجات. فهتلاقي كل شويه ترند جديده بتطلع، وده حاجه حلوه ووحشه.
حلوة ان كنت لسه مش هتزهق مش هتزهق، بالظبط وحشة انك هتفضل تذاكر طول عمرك. بالظبط بالظبط. وبعدين خلي بالك هي يعني مش حاجة وحشة ان انا ادخل ادرس حاجة ترند لو انا حاببها. يعني انا دلوقتي طبعا شخص مثلا لسه مش لاقي مجال ابدا فيه، لقيت فجأة طلع الفرونت اند ده ترندي، طب ادرس بقى. يعني دي فرصة جات لي ان انا ادرس هل انا فعلا حابب الفرونت اند ولا لا. لو حاببها تبقى فرصة جميلة جدا جدا ان هي دلوقتي ترندي وان انا ادوس فيها، ولم بس اكون عامل حساب ان لما ما تبقاش ترندي فانا فعلا حاببها، انا قادر اكمل فيها حتى لو الديماند عليها قل شوية. بالضبط بالضبط. كنت هتقول حاجة زيادة؟ لا بقول متفق جدا، متفق معاك جدا في اللي انت بتقوله. وبس ومثلا على موضوع الكلاود دلوقتي في ناس رايحه الناحيه الثانيه يقول لك لا انا عايز اطلع من الكلاود وارجع تاني على اون بريم. بالظبط فهي مش بس ترندز، هي ممكن ترندز تتعكس كمان. بالظبط بالظبط. حتى على مستوى الفرونت اند من جوه كمان، يعني مثلا اختيارك لرياكت ولا انجولار ولا فيو، في ناس برضو بتروح لها عن طريق الترند. الناس كلها اغلبها مثلا دلوقتي بتعلم رياكت، فانا هتعلم زيهم رياكت. طب ما ابني برضو سيرش وتاكد ان انت مناسب في الحته دي، السكيلز بتاعتك قويه جدا هنا، مفيش مشكله ان انت قدام تسويتش. يعني لو هنتكلم في ما بين فرونت، ما بين قصدي رياكت وانجولار، السويتش اسهل شويه من ان انت تبقى داخل مجال كبير، بس برضه هيكون مفيد من الاول ان انت تخش حاجه فت ليك انت، مش بس ان هي ترندي. بالظبط. وفي برضو حاجة تانية عايز أقولها، إن في الترند بتديكتيت أو بتلزمنا إن إحنا نروح على تكنولوجيز معينة. يعني مثلا لأن مفيش كتير أنجلر ديفلوبرز موجودين في السوق ممكن يخليني أروح في بروجكت أستخدم رياكت أو فيو، لأن ده مظبوط، اللي متاح دلوقتي في السوق وده اللي الناس مش عشان انجولار كلها وحش. رايحة عليه. مش عشان انجلر وحش بالظبط، عشان لو جبت ديفلوبر هتعب قوي عشان اجيب ديفلوبرز او انجينيرز فاهمين اللانجوج دي ويقدروا يطلعوا بسرعه. لكن رياكت في كتير ولما رياكت يمشوا عليه نلاقي خطر. حد مكانه. مش بس كده، عشان اعرف حتى اجيبه اجيب ناس، مش عشان يمشوا، حتى انا الاقي ناس ويلنج ان هي تيجي تشتغل وما عندهاش مشكله ان هي تسيب شغلها الحالي وتيجي تجرب اوبورتيونيتي في حته جديده. واحيانا بيحصل العكس في الناحيه الثانيه خالص بقى من السبيكتروم، ان مثلا في لانجويجز ابتدت ما فيش حد بيتعلمها خالص، بس لسه في بروجكت قايمه عليها لسه لحد دلوقتي شغاله، بالظبط. زي مثلا فالشخص كوبول اللي مثلا. بيتعلم ده يعني هو دي الديماند او سالاريز في لانجويجز اللي هي ابتدت تموت دي بقت عاليه جدا، لان ما فيش ناس كفايه، فما فيش سبلاي كفايه. فهي ممكن تحصل العكس كمان. يعني بالظبط بالظبط. فالنقطة اللي احنا بنرجع لها كلنا واللي كلنا متفقين فيها، هو ان انت تسيرش على انت بتحب ايه. لان فعلا انت لو عايز تسيرش على ايه ترندي، ايه طالع، ايه نازل، ايه فلوسه اكتر، ايه مش عارف ايه، كل ده هيختفي. لكن سبحان الله لو انت فعلا حابب اللي انت بتعمله، فانت هتتميز فيه ايا كان، سواء اللي انت فيه ده زحمه قوي زي مثلا الفرونت اند، او فاضي تماما زي اللي زياد بيتكلم فيه. في الحالتين لو انت حابب اللي انت بتعمله ومميز فيه، انت هتبان كده كده. مظبوط. طيب خلينا نقفل بقى التوبيك ده بحاجة أخيرة، هو موضوع اتخرجنا ولا لسه؟ الناس إيه؟ اتخرجنا ولا لسه؟ لا لسه. آخر حاجة خالص، موضوع إن إحنا الناس اللي بتتخرج وبتبقى عايزة تسافر بره، بما إن ما شاء الله أنتوا الاتنين عندكم إكسبيرينس السفر خارج مصر، ففي ناس كتير جدا ده حلمها إن هي عايزة تتخرج، بعد التخرج على طول تشوف شركة بره مصر وتبقى شغالة من بره. فأنت مثلا مصطفى إيه رأيك في حاجة زي كده؟ ولو هشتغل بره، أشتغل مثلا ريموتلي من مصر بره أفضل، ولا إن أنا أسافر فعليا أريالوكيت لبره مصر وإن أنا أشتغل من هنا؟ كلام كتير جدا في الحتة دي عايز أسمعه منك، وبعد كده برضه نسمع زيك. طيب أنا من حوالي 10 سنين كنت حاسس إن لأ لازم أسافر، أنا محتاج أجرب حاجة جديدة، محتاج أسافر. السفر فيه فوائده طبعا، وإنك أنت تسافر تشوف حاجات جديدة، تجرب بره، حاجات هتكتسبها وحاجات هتفتقدها. تمام. بالنسبة لي بص هرجع أقول لك، دي زي ما بيقولوا personal preference، كل واحد يقول لك لا والله انا كفايه ان انا في اخر اليوم هلاقي صحابي وهنزل اقعد معاهم، ده عندي بالدنيا.
كفاية إن والدي ووالدتي قريبين مني فخلاص كده، أنا مش عايز حاجة. لأ، ولو ادوني إيه؟ لو خلوني بقيت مدير whatever، فدي هرجع أقول لك دي preference، هو إيه اللي يقدر يستغنى عنه وإيه اللي ما يقدرش يستغنى عنه. طبعا حتة إن هو يشتغل ريموتلي مع شركات بره دي جميلة جدا، فيها opportunities كتيرة، والشركات بره دلوقتي بقت بتفضل حاجة زي كده، لأن أولا كوست أقل، مهما اندفع الكوست هيبقى أقل compared لو جاب حد عنده هناك. فدي ما بين الاثنين، تشتغل ريموتلي. طبعا الانترنت دلوقتي والتكنولوجي اتطورت جامد، وتقدر تشتغل وتعمل حاجات كتيرة قوي ريموتلي مع تيمز بره، ومش متأثرة، يعني ممكن ما تبقاش متأثر. طبعا هيبقى في شوية مشاكل في الانترنت او whatever، بس كلها مشاكل محلولة، كهرباء مش عارف الحاجات دي كلها مشاكل مهما كانت محلولة. محلولة. لكن السفر نفسه، انا كنت عايز اسافر، ولقيت فرصة ان انا اطلع اعمل دكتوراه بره، كانت فرصة كويسة وفتحت لي مجالات تانية بره، ان انا اقدر اقعد بره فترة. بس ارجع واقول لك اني قررت من سنة او اقل ان انا ارجع، مش لازم ابقى ارجع في مصر، بس ابقى راجع، لان انا كنت في اخر الدنيا في كندا. قررت ان انا ارجع ابقى قريب شوية من اهلي، وكمان علشان اولادي محتاج انا ان هم يتربوا في بيئة مسلمة شوية، فكان القرار بالنسبة لي مختلف. فهو كل واحد حسب هو فين في حياته، وحسب هو عايز يعمل ايه. انك تقابل ناس بره وتيمز بره وتشتغل معاهم، طبعا دي حاجة حلوة جدا، هتتعلم منهم بس كتير. في نفس الوقت صعبة، خلي بالك يعني، هي حلوة بس بالظبط برضو لو جينا نتكلم تاني نرجع للعيوب، هي فيها عيوب أكيد في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي تحديدا يعني. طبعا طبعا فيها عيوب وفيها مشاكل. فشوف انت بقى حابب تتغاضى عن ايه، برضه هرجع اقول لك priorities. مش هتعرف تاخد كل حاجة، حاجات هتاخدها وفي حاجات مش هتاخدها. بس انت من وجهة نظرك لو في فرصة يكون هو من مصر بس شغال ريموتلي بره، اظن دي البيج ديل يعني، ده افضل حاجة. برضه هرجع اقول لك حسب ال personal preference بتاع كل واحد. يعني برضه يعني انا جات عليا فترة انا ممكن ابقى شغال من مصر ريموتلي، بس بشتغل كل يوم من الساعة 2 الظهر لحد الساعة، أو الساعة 3 الظهر أو العصر لحد الساعة 2 بالليل أو 10 بالليل فرق أو التوقيت. 11 بالليل. فطب أنا كده عملت إيه؟ يعني ولا بشوف أولادي ولا هبقى متواجد معاهم. بالظبط، بقيت متغرب في الأوضة يعني. بالظبط بالظبط، قاعد مرمي في الأوضة وأكلي بيخش لي، ما أخش سجن أحسن يعني. اللي هو قاعد ما بعملش حاجة وبشتغل بس، لا أنا عايز أروح مكان ما أشتغلش كمان. يعني حتة إنك أنت تبقى، ممكن واحد تاني يقول لك لا أصل أنا بحب أسهر، فأنا ممكن أشتغل ريموتلي. يعني هرجع أقول لك برضو personal preference، كل واحد مصير يشوف إيه اللي هيريحه ويعمله. أنا من الإكسبيرينس بتاعتي سفر بره فرقت معايا جدا، اتعلمت حاجات كتيرة، قابلت ناس كتيرة، اشتغلت مع ناس كان استحالة ممكن أشتغل معاهم لو أنا ما سافرتش بره. برضو الفيس تو فيس انتراكشنز مع الناس، انك انت تقابل الناس طبعا وتتكلم معاهم وتروح اوفيس، بيزود دي صح. حاجه من الحاجات اللي انا افتقدتها. يعني اخر شغلانتين ليا اذا كانت مايكروسوفت او الشركه اللي قبلها، قعدت 5 سنين بشتغل من البيت قبل الكورونا او وقت الكورونا، وبعد الكورونا خلينا شغال نكون من البيت. صراحة، فعلا في سكيلز بتقع منك يعني، في سكيلز بالظبط مش موجود. بالظبط. زياد أكيد عندك حاجة تقولها هنا أكيد. اه بالظبط. هو انا طبعا تجربتي في الشغل بره مصر يعني كانت مختلفة شوية من السفر. انا جات لي فرصة اشتغل في الامارات، وكانت بعيدة شوية عن المجال بتاعي، بس أنا كنت متحمس لها. ورحت اشتغلت في الإمارات، وكان اشتغلت اتنقلت مع نفس الشركة لأمريكا، ومن بعديها نقلت لكندا مع نفس الشركة. فأنا خبرتي بره مصر كانت كلها في الشغل، وانتقالاتي كلها كانت حسب الشغل فين، ما كانتش قوي باختيار يعني. بس طبعا يعني متفق مع مصطفى في حاجات كتير، الحياة بره مصر مختلفة الحياة جوه مصر. زي ما بيقولوا كده، the grass is always greener on the other side. بس نعم. مش حقيقي يعني، زي ما بيكون في مميزات برضو دايما في عيوب، وهي بتختلف من شخص للتاني.
في ناس أخدوا شغل بره مصر وراحوا حتت يعني ناس كتير قوي تحلم بيها، ولما بيقعد سنة يقول لا أنا ده مش مناسب ليا، أنا عايز أرجع مصر. وأحيانا بالظبط. بيحصل العكس، في ناس بتطلع بيشتغلوا أي شغلانة تجي لهم، بيعملوا شغلات ما عمرهم ممكن يحلموا إن هم يوصلوا ينزلوا للمستوى ده، بس بيبقوا مبسوطين وشايفين إن ده مناسب ليهم ومناسب لعيلتهم وبيكملوا بره. فهي ما تخليش لحد يعني يطلع بره الهدف الكروي، فرق من شخص للتاني. مظبوط. طب خليني اسالك سؤال بشكل مختلف يا زياد. لو انا خلاص انا قررت، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على انت تقرر انت تسافر بره ولا لا، خلاص انا حلمي ان انا اسافر بره، انا قررت دلوقتي خلاص انا هسافر بره، اعمل ايه؟ يعني انا لسه متخرج اهو حالا، حفله التخرج امبارح، اعمل ايه عشان اسافر بره؟ ايه الخطط وايه الحاجات اللي انا المفروض امشي عليها، الستبس اللي انا المفروض امشي عليها عشان اكون مؤهل ان انا اقدر اسافر بره؟ هو في مثالين دلوقتي احنا مننا احنا الاثنين دلوقتي، يعني في طريق الدراسة ان واحد يقدم على دراسة بره ومنها بيكمل يا اما شغل او يكمل دراسة لحد ما يخلص ماجستير او دكتوراه، فدي دي طريقة منهم. الطريقة التانية ان الواحد يبقى بيدور على شغل، ممكن الشغل ده يبتدي حتى من شغل ريموت ومن بعديها يقدر ينقل على بوزيشن بره، او حتى ممكن يبتدي مع شركه انترناشونال في مصر ومن خلال الشغل يشوف اوبورتيونيتيز تانيه يسافر. من برضه من خلال نتورك، اللي هنرجع برضه لموضوع النتورك كتير. ممكن حلو. يلاقي حاجه تبقى بوزيشن او اوبورتيونيتي بره مصر حلوه ليه، ومن جوه الشركه يقدر ينقل ويروح للبوزيشن بره مصر. والدنيا بتبقى سهلة وقتها، دول بيبقى دي أسهل كانت ليه إن هو خطتين ينقل. بالظبط. هي اسهل كتير من الشركات ان هم ينقلوا الناس من مكان لمكان حسب أوريدي معاهم. الاحتياج، هو اوريدي معاهم فهم عارفينه. ودي لعلمك ده جزء من الريسك اللي الشركات بتعمله لما بتيجي تهاير من حد من بره البلد اللي هم فيها، هم مش عارفين ده جود هاير ولا باد هاير، يعني حتى بعد بالظبط. الانترفيوز وكذا مرحله انترفيو ممكن ببساطه جدا الواحد ما يتاقلمش مع الشغل اللي هو فيه والتكلفة هنا ويتضايق هتبقى ويمشي. عالية جدا، التكلفة ان فرق كتير انت جبتني بالظبط، بقى من بلد لبلد وفي الاخر تقول لي امشي بعد شهر، مشكلة كبيرة. او هو بعد ما يجي يعني ينقلوه ويستل ان والكلام ده كله في الاخر هو نفسه مبقاش مبسوط من الشغل، فدي ريسك من ناحيتين. فبس لما يكون من داخل الشركه بيبقى الواحد متعود على الكالتشر بتاعت الشركه وعارف طريقه الشغل عامله ازاي، فبتبقى سهل ان هو ينقل لتيم تاني في تيم تاني. كلام حلو جدا. في حاجة بقى مهمة قوي قوي دلوقتي مصطفى ذكرها أكتر من مرة وأنت ذكرتها أكتر من مرة يا زياد، وعايزين نتكلم فيها باستفاضة، وهي موضوع الـ Continuous Learning. إزاي أقدر إن أنا أحافظ على البروجريس بتاعي، إن أنا دايما بتعلم حاجات جديدة؟ هرجع لمصطفى تحديدا في الحتة دي لأن هو بيسأل السؤال ده في الانترفيو، فأكيد عنده إجابة قوية في الحتة دي. بعد كده نرجع ليك يا زياد في حتة إن أنا ازاي اكون قادر ان انا دايما اكون بتعلم حاجات جديده في اي مجال. يعني لو عايز تاخد مجال معين اكزامبل مثلا الفرونت براحتك، عايز تقول كلام عام اتفضل. تمام. على طول بتعلم، دي بتيجي من كذا حاجة، في interactions مع الناس. حد والله مثلا من كام يوم بعت لي قال لي في library جديدة أنا بتعلمها، interested نبص عليها؟ أوي أوي، يلا بينا نبص عليها ونشوف. دي حاجات كده، طب بص عليها وقول لي عشان أنا ما عنديش وقت دلوقتي. دي حاجة برضو من الحاجات، على الأقل عرفت إن في library بتعمل 1 2 3 مثلا. دي طريقة من الحاجات اللي أنا بعتمد عليها في التعليم بتاعي، الحاجات اللي هي التكنولوجيز اللي بتطلع جديد. في وبنرجع تاني كمية للنتورك، انا شوف احنا رجعنا للنتورك كم مرة في بالظبط البودكاست ده. بالظبط. كتير جدا. في حاجة تانية بقى بعتمد عليها قوي، البودكاست. وقت كده الجيم، وقت الرياضة، بدل ما أقعد أسمع مزيكا أنا بفضل إن أنا أسمع بودكاست، شغل بودكاست من بودكاست. وفي كتير جدا 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 في التكنولوجي بودكاست بقى، في كل حاجة بيتكلموا يا إما languages يا إما بيتكلموا soft skills، حد عنده مشاكل وبيبعتوها وبيردوا عليهم. في بودكاست بقى لكل حاجة، ودي من الحاجات برضو اللي ممكن تتعلم منها. في Slack channels موجودة كتير قوي برضو للحاجات دي، ناس بتخش عاملين كام يعني برضو جزء من البودكاست دي طالعين بيها بسلاك channels، بحيث ان هو يعلموا الناس مثلا او يشيروا في كوميونيتي
كوميونيتي بيشيروا عليها حاجات. هتلاقي في شانل مثلا للتو دو سوري للليرنينج او تيبس اند تريكس، دي لما بخش بتفرج عليها طبعا بلاقي عليها حاجات جميله جدا، اركيتكتشر تكنولوجي مش عارف ايه الحاجات دي كلها. حاجه كمان اللي هي بقى السيرش العادي، بخش انت تدور الفيد اللي بيطلع لي دايما على جوجل مثلا على الموبايل، بسيرش انا على حاجه معينه فلاقيه هو باعت لي ارتكلز بيريكومند لي شويه ارتكلز كده ابص عليها. في النيوزليترز يعني مثلا واحده من النيوزليترز اللي على طول ببص عليها يا اما بتاعه ميديوم دي كده الصبح كل يوم بتاعه ميديوم، او بتاعه بايت بايت جو دي نيوزليتر ايميل بيتبعت كل يوم عليه كميه حاجات ليها علاقه بالاركتكتشر، ده لازم الصبح كده مع كوبايه القهوه افتح الايميل ده وقعد اتفرج اشوف بيتكلموا عليه. الحاجات دي كتيره بتساعدني في شغلي. ابسط حاجه لينكد ان، يعني ابسط حاجه خالص تكون متابع ناس فعلا كويسه على لينكد ان وتكون بتفتح لينكد ان. صح. بس انا عندي شويه تحفظات على لينكد ان، معرفش كنت اقول لك اكس او تويتر بيبقى عليه الناس مش بتبقى شوي، الناس بتبقى بتخش في وشك على طول كده تقول لك فاهم، اللي يعني اللي بيخش ومش عاجبهم بيفرموه يعني مش بيستنوا لينكد ان اجريسيف اتشاف ان شويه هم عليه. بيكبروا يمكن الموضوع شويه كمان. يعني حس ان لينكد كان ان لسه في الناس كوميك جايه شفته مصطفى، مش عارف شفته ولا لا، كان جايب لك واحد بيغير لمبه عادي، فده واحد غير بالظبط. لمبه على فيسبوك مثلا فقال انا غيرت اللمبه، واحد تاني على لينكد ان قاعد بيقول انا غيرت اللمبه بحيث ان مش عارف الاضاءه كانت عامله ازاي وان انا خدت كورسات في بالظبط. تغيير اللمبه. بحس ان الناس بتأفور وبتتنطط على بعضها، بيلر. اللي هو يعني اللي هو حاسس ان ايه ده انا فاشل قوي كده، طب انا هقفل وامشي اللي هو ايوه. يعني. فعندي شويه تحفظات على المفروض لينكد ان تتولد في معاك ست الحته دي سنين اكسبيرينس يعني. بالظبط يعني. بس برضو هرجع اقول لك لينكد ان ليرنينج عليه حاجات كتيره حلوه، في ناس معينه برضو اي فولو على لينكد ان بيقولوا كلام حلو جدا. معظم النتورك خلينا بتاعتي متفقين هتلاقي ناس برضو ان كتير هو في عندي الاخر مفيد في النتورك، يعني خلينا متفقين ان انت في بالظبط الاخر لو طبعا. متابع ناس من هناك لا هتستفاد بشكل ما، لو هم الناس انت مختارهم بقى كويس مش من الناس اللي هي بتشو اوف بس. بالظبط طبعا طبعا. وفي طبعا بقى الفورمال اديوكيشن، تروح بقى تاخد ديجري تتعلم حاجة، سيرتيفيكيشنز ممكن برضو من الحاجات اللي انت تتعلم فيها. اعتقد ممكن برضو زياد هيبقى عنده حاجات بقى اكتر كمان من ال ممكن يقول لك الاوبن سورس اكيد يعني. انا هسيب بقى زياد بقى يكمل الليسته. هو انت يعني غالبا قلت كل حاجه. يمكن حاجه كمان انا بستخدمها الكونفرنسز، التوكس الكونفرنسز، ودي هتلاقيها موجوده اونلاين مش محتاج سبسكريبشن ولا تدفع اي حاجه، في كتير جدا منهم بيبقوا فري افيلبل يا اما بعد الكونفرنس. شوف المجال اللي انت مركز فيه وهتلاقي فيه كونفرنسز بري سبيسيفيك، وهتلاقي في كونفرنس جنرال. هم هتتعلم ايه اللي بيتغير في الاندستري، وممكن من الحاجات دي تتفرع. يعني مثلا سمعت مثلا حد بيتكلم على حاجه معينه فشغلت انتباهك، فتروح تدور في الحاجه الفلانيه دي هتلاقي ارتكلز وبلوج بوست وكلام على تويتر وهكذا. فدي حاجه ممكن من الحاجات اللي انا من نفسي بحب اعملها، ان انا مثلا مرتين ثلاثة في الأسبوع أشوف مثلا كونفرنس من كونفرنسز وأشوف الحاجات اللي هي اللي عاجباني وأقعد أسمعها مثلا في اللانش بريك أو بعد اللانش بريك مثلا. ده جزء من الـ personal development بتاعي، إن أنا أبقى متابع إيه اللي بيحصل في الـ في الإندس طبعا، including كل الحاجات اللي مصطفى قالها، يعني ميديوم وبايت بايت جو دول برضو من الحاجات طبعا اللي أنا طبعا بتجيلي على الإيميل كل يوم الصبح برضه أبص عليهم. بيتين فيو بالظبط. وطبعا في حاجات بتتعلمها من الشغل مع الناس، يعني برضو في الشغل مثلا في مثلا مشكله معينه واحد بيحلها بلايبرري فلانيه فبتشد انتباهك فتروح تقرا عنها. او مثلا لو في الشغل في مثلا بيبقى دايما احيانا في زي شو كيس لبروجكتس تانيه بيقولوا احنا بنستخدم التكنولوجي الفلانيه، فتتكلم معاهم تقول لهم اشمعنى اخترت التك ستاك الفلاني او ليه اخترت الفريم ورك الفلاني.
فبتكسبوز نفسك للحاجات اللي بتحصل في الاندستري وتبقى دايما اون توب اوف الحاجات اللي بتتغير، لان هي دي ده فعلا ممكن يعمل فرق بين واحد شاطر وواحد بس وحد انتهى بيطبق خلاص. حاجه. اه طب بالظبط. يا زياد هسألك سؤال برضو في نفس التوبيك. طب انا دلوقتي خلاص عرفت ان انا محتاج اتعلم حته جديده في الحته بتاعتي في المجال بتاعي، مثلا في الفرونت اند مثلا، لقيت ان انا محتاج اتعلم يونت تيست. حلو، نيجي تاني لنقطه الوقت والتسويف. ان انا دلوقتي شغال وعندي تاسكات كتير مثلا في الشغل، وعارف ان انا محتاج اتعلم واحد اتنين تلاته، بس مش قادر ان انا امرج تيم او ان انا احطهم في اليوم بتاعي ان انا اتعلمهم. فاكيد انت مريت بالموضوع ده، ازاي قدرت تحله، او ازاي انت اجبرت نفسك ان انت تتعلم الحاجه دي اللي انت محتاج ان انت تتعلمها، بجانب الشغل اللي هو في الاخر ده الشغل الاساسي بتاعك، برضو انت محتاج تتعلم حاجه جديده. هي بص، دي ترجع بالظبط لحاجة مصطفى قالها، موضوع اللي هي urgent و important و important و not urgent. فال personal development دايما في important بس not urgent. فأنا بحس دايما إن إحنا ممكن نعملها بعدين. أه دي مش urgent قوي، أنا عندي تاسك ضروري لازم أخلصه، فممكن نأجل التعليم ده لبعدين. فلو عملت كده الواحد بيبقى outdated. هتلاقيه مصمم على بعدين فريم امتى ورك ما بالظبط؟ معينة، مصمم على طريقة شغل معينة، والدنيا بتتغير وبتبروجرس وهو لسه ستاك في طريقه معينه. انا عن نفسي بريزيرف في الكالندر، عندي برضه كالندر اللي جاي الموضوع كالندر برضه، في كالندر الشغل عندي ريزيرف تايم ان انا اقعد ابص على الحاجات دي، لان هي لو ما اتحكيتلهاش مكان انا مش من نفسي بالظبط هروح ابص عليها، لان الشغل عمره ما بيخلص، بالظبط. التاسكس عمرها ما بتخلص. البرد عندنا يعني انت لحد بتدي لنفسك مثلا 2022، فيعني وقت معين كل يوم، او يوم معين في الاسبوع تتعلم فيه الحاجات الجديده دي، ولا ازاي بترتب الموضوع ده؟ بالظبط. انا عندي 3 ايام في الاسبوع عندي ساعة ريزيرف ان انا اقعد احط وقت بس للحاجة دي. وطبعا احيانا في حاجات بتيجي مع الشغل زي ما قلت، مثلا حد سأل معايا في لايبرري فلانية وانا مثلا بعمل كود ريفيو، هبقى عايز اعرف استخدامها ليه، او مثلا استخدم ميثود فلانية هبقى عايز اتعلم انا من نفسي بتشتغل ازاي. هو ففي وقت حاجات بتيجي مع الليرنينج الشغل، بيكون بس في تاسك حاجات اصلا. لازم او بالظبط، في مثلا لو في تاسك مثلا في سبايك مثلا عايزين نعرف هنعمل حاجه فلانيه ازاي، دي من نفسها ليرنينج، انت تخش تدور على بالظبط. الفريم وركس واللايبريز والحاجات دي كلها عشان تقرر ازاي تعمل. بس انا برضو يعني برجع اقول ان لازم الواحد يحط لنفسه ريزيرفد وقت ان هو بس يقعد يتعلم. مظبوط مظبوط. انا حابب برضه اضيف مصطفى حاجه هنا في الحته دي اتفضل. عايز حابب اضيف حاجه فعلا زياد قالها مهمه جدا جدا جدا، انك انت يبقى عندك على الكالندر بتاعتك تايم بلوكت انك انت تقعد تتعلم حاجات، ودي المفروض بيبقى معظم الشركات يبقى كده. الليرنينج ده حاجه مهمه جدا، يعني حاجه برضو من الاسئله، انت لو بتتقدم في شركه انت بقى في الاخر بيقول لك ايه، لو عندك اسئله اسالنا. جميل، بالضبط ده بقى بالضبط. ده الوقت اللي انت تساله. طب انا هجي لك ايوه دلوقتي، هتنفست فيا ازاي؟ هتعلمني؟ هتديني وقت ان انا اتعلم ولا لا؟ لو دخلت في شركه ومعاك مدير تقول له لا انا عايز وقت، يعني برضو يبقى عامل حسابك انك انت في وقت في الاسبوع ان انت تتعلم حاجات جديده، تعرف حاجات جديده. مش ممكن ما يفيدش الشغل اون ذا سبوت، بس صدقني هيفيد الشغل اون ذا لونج ران، انك انت لو ما طبعا اتعلمتش مش هتفيد، هتفضل هتبقى عندك نفس الاكسبيرينس بس بتكررها. يعني واحد يقول لك انا عندي 20 سنه اكسبيرينس في الشركه الفلانيه، بعمل 1 2 3، هيبقى عندك اكسبيرينس 20 سنه، سوري سنه متكرره 20 سنه، فهي بالضبط بالضبط اكسبيرينس بالنسبه لي جونيور. بالضبط. فحاجه من الحاجات اللي انت بتستريس عليها، لا انا عايز يبقى في وقت مقطوع في يومي ان انا اتعلم. حاجه تانية بقى برضو، بتعلم من التيم اللي معايا. يعني انا في كذا مره، حتى انت لو تلاحظ في البول ريكويست اللي انت بتبعتها، ايه ده انت استخدمت حاجه جديده انا ما اعرفهاش، طيب عرفني بقى، هات لي قرارها. دي برضو بدأ لا انت عملت بالصدفة، ريسيرش. بالصدفة انتوا الاثنين يعني بالصدفة في موضوع ماتيريال يو اي، انت سألتني وزياد سألني. اوكي طيب. يعني اديني من ده الاخر، مثال. انت قعدت 5 6 ساعات 10 ساعات اسبوع اسبوعين اتعلمت حاجة وجبت قرارها في 15 دقايق، جبت لي الخلاصة. والله هي حلوة عشان 1 2 3 4، فيها المميزات كذا، فيها عيوب كذا. من الناس اللي حواليك برضو بتتعلم، ومفيش حد كبير على طبعا العلم، يعني طبعا مهما كان عنده سنين خبرة، مهما كانت السنين بتزيد، مهما كان بيتعلم كل يوم، مهما اكتشف ان هو ما يعرفش حاجة.
دي نقطة مهمة جدا جدا. دي في نقطة مقولة أنا مش فاكرها، كانت بتقول إن أنت مجرد ما أنت وصلت لمرحلة إن أنت مش هتتعلم حاجة جديدة، فأنت في تعداد تنازلي في إن أنت هتختفي، ما مش هتبقى موجود خالص، فأيا كان بقى مجالك. يعني أنت مظبوط. بالذات في مجالنا إحنا تحديدا، لو أنت وصلت لمرحلة قلت خلاص كده أنا خلصت، أنت دي نقطة النهاية، أنت كده بدأت تنتهي. بالظبط. متفق جدا. هو في برضه مقولة كده بيقول لك، يعني زي نقاش كده ما بين السي او والسي او، فالسي او بيقول له انا ليه اعلم الناس هما ممكن يمشوا ويسيبوا الشركة، التاني بيقول له طب لو انا ما علمتهمش وفضلوا قاعدين، ايوه بالظبط، يعني هي يبوظوا لي لو الشركه. ما لو ما بوظوا الشركة بالظبط كده كده الشركة راحت. فهي التعليم والبيرسونال ديفلوبمنت ده لازم يبقى جزء اساسي من اي شغل، من غيره انت فعلا زي ما بتقول انت بترجع لورا. طبعا انا عايز اقول لك حاجه تانية برضو، من الحاجات اللي ممكن الناس تكون شايفاها تافهه ولكن هي مهمه جدا 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 في الشركات، الترفيه. لان انت كديفلوبر، انت دماغك هي اللي شغاله مش جسمك، فانت مهم جدا جدا ان انت تكون مرتبط بالشركه بشكل كبير، وان انت تكون مرفه الى حد ما وانت قاعد مبسوط. يعني ان انت الديفلوبر اللي مبسوط او مستمتع بشغله مهم جدا جدا، وبيطلع شغل احسن بكتير من الديفلوبر اللي قاعد بس شغال 5 ساعات او 6 ساعات او 8 ساعات بس، حتى لو بيتعلم. ولكن انت تكون بتعمل ده وانت مبسوط، وانت في علاقات حلوه جدا ما بينك وما بين زمايلك كعيله، وفي خروجات ومش عارف ايه وحاجات من دي، ده برضو شيء مهم جدا ممكن تضيف برضو في الحته دي. ده جزء من النتورك من بره. الحديث عن المقولات برضو، في مقولة حلوة قوي أنا حطيتها في رسالة الدكتوراه بتاعتي، أنا مش عارف مين اللي قالها، أبي الدرداء ولا الإمام الشافعي، ولا لو حد عارف يا ريت يقول لي، لو حد عنده سورس مين اللي قالها يقول لي. اللي هي بتقول العلم 3 أشبار، فمن دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. ف ما شاء the الله. more you learn هلا the more you know إن أنت ما تعرفش حاجة. بالظبط بالظبط، وده الوقود او ده البنزين اللي هيحركك. طب مصطفى، نيجي لك برضو في نفس الجزئيه بتاعت التايم، وحته ان انا خلاص عرفت انا عايز اتعلم ايه بس مفيش وقت ليه. في حته هنا بتقابلنا كتير قوي بالذات للطلبه او الشخص اللي لسه يعني في بدايه حياته، موضوع التسويف. احنا في حياتنا دلوقتي الفترة اللي احنا فيها دلوقتي بوجود الاي اي وبوجود الحاجات الكتير قوي اللي ممكن تشغلك، وموجود السمارت فونز والتلفزيون ومش عارف ايه، حاجات كتير جدا تشغلك عن حاجات تانية مهمة في حياتك، خصوصا لو انت لسه في بداية حياتك، مش ده شغلك، مش ده المكان اللي مثلا بتجيب منه بتصرف على عيلتك او كذا او كذا، لا انا لسه حد في بداية حياته، فمفيش حاجة تلزمني ان انا اتعلم. ففي حاجة بقى مهمة جدا، موضوع التسويف، او حاجة خطر جدا ان انا هقعد اسوف، انا مفيش حد يجبرني ان انا ابدا في الحاجه دي، فهقعد اقول بكره 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 لحد لما ما يجيش. فانت ايه رايك في الموضوع ده مثلا؟ أنا عندي المشكلة دي وبرضه بسوف في حاجات وكده، وزي ما قلت لك هرجع برضه للكلام اللي هو بتاع Getting Things Done، الكتاب ده اقراه هيفرق معاك كتير جدا. الحاجات اللي هي إيه، خلاص يعني طالما حاجة عمال أسوف فيها، يا إما أتعايش مع إن أنا مش عاملها خلاص، يا إما أحطها على الكالندر بتاعتي وأحطها على حاجتي، وإن أنا أبدأ أشتغل وأحط أخد فيها خطوات. ودايما بالظبط، أصعب ان خطوة انا بتبقى أول اعاقب خطوة. نفسي وادي لنفسي مكافأة اذا عملت حاجة غلط او عملت حاجة صح، برضو دي نقطة مهمة جدا. ممكن بس مش كل الناس بيبقى الثواب والعقاب بيجيب معاهم نتيجة. أنا من الناس اللي الثواب والعقاب ما بيجيبش معايا نتيجة، اللي هو هقعد أأنب نفسي عشان عملت حاجة أو ما عملتهاش. بس بتأنب حابب نفسك أقول وانت لك بتشرب القهوة بس، انا عادي يعني. يعني مش لازم أقعد أقول يا ريتني كنت، لا خالص. وبرضه حتة بتاعت إن أنت لو قضيت 10 دقايق كل يوم على اخر السنه هتلاقي انك انت عملت، شوف بقى اضرب 10 دقائق في 365 يوم، قول يا سيدي 300 يوم، يعني بتتكلم في كام؟ 300 3000 دقيقه، يعني هتلاقيك عملت او مش عارف كام دقيقه، بس يعني هتلاقيك عملت مجهود خرافي ده لو بس 10 دقائق كل يوم. فده النصيحة اللي جاية منك في حتة إن الناس على الأقل خلص 10 دقايق، اجبر نفسك إن أنت الوقت ده مهم بالظبط. جدا جدا، الوقت اللي بيروح مش بيجي تاني، فحاول إن أنت تستثمر حتى لو 10 دقايق أو ساعة في اليوم
لو انت شخص حتى مرفه وتخرج كل يوم ومش عارف ايه وعمال تلعب وبتاع، شيل ساعة على جنب اتعلم فيها بالظبط. حاجة جديدة. وارجع اقول لك برضو يعني، انت ممكن وانت سايق وانت في المواصلات وانت رايح في حته ممكن تسمع بودكاست هتتعلم منه حاجه، تتفرج على يوتيوب فيديو طبعا هتتعلم منه حاجه. يعني بالظبط. هتلاقي وقت عندك، هتلاقي اكيد عندك عشرات الدقايق في اليوم ضايعه في حاجه ما بتعملهاش. انا بالنسبه لي الصبح، عارف انت اللي هي ايه، ايت ذا فروج، اول اعمل اصعب حاجه بتحسسك انك انت ما عملتها يعني صعبه، اعملها في اول حاجه الصبح. انا بالنسبه لي بالظبط، الرياضه تركيزك اصعب بيكون حاجه في عليه يومي، اصعب حاجه في يومي لو ما عملتهاش الصبح مش هعملها خلاص. انا عارف بالظبط نفسي بالظبط. لو ما عملتهاش الصبح استحاله هعملها اخر اليوم. على فكرة دي جابت نتيجة قوية جدا. أنا لما بقيت بروح الجيم الصبح الساعة 7 الصبح أو حاجة، أنت بتروح حتى ذهنك صافي، هي دي أول حاجة أنت هتعملها في يومك. فأنت بالظبط حتى لما تروح هناك مش هتقعد تفكر بقى يا ترى التاسك اللي مش عارف كانت واقفة قدامي هتتحل إزاي، مش عارف مين في البيت عايز، ما أنت مش هتفكر في أي حاجة، أنت مش الصاحي. هتفكر. صح جدا. وبتخلص حاجة صعبة في يومك بتبقى داخل يومك مستعد بقى ان انا هعمل بالظبط، اللي ما بتعرف يتعملش. التمرين بالظبط. طالما خلصت اصعب حاجة في اليوم، لو انت شايف ان اصعب حاجة في اليوم بالنسبة لك انك تتعلم حاجة جديدة اعملها الصبح بدري. صح صح كده. برضو يا زياد ضف لنا حاجة كده في الكلام ده. في النقطة دي يعني في حاجة ساعدتني جدا في النقطة دي، موضوع إن الواحد يأجل الحاجات اللي قدام. زي ما بتقول لك perspective، إن الواحد بيفتكر إن دايما قدام في وقت أكتر، وده مش حقيقي. يعني مثلا ممكن حاجة تبقى عايز تعملها في وسط الأسبوع وتقول لها ده أنا هأجلها الويكند بقى وأنا فاضي، هتيجي الويكند برضه مشحون جدا، فتقول لها خلاص هعملها جدا في أيام الشغل بس بعد الظهر. بتحس ايوه. دايما بتأجل ومتخيل قدام في وقت اكتر، بس هي الحقيقه ان هو لا، هو اليوم اللي انت فيه دلوقتي ده بيتعاد، بيتكرر بنفس بالظبط اللود اللي انت عندك النهارده، هتعيده بكره وهتعيده بعده. مفيش وقت قدام في وقت اكتر، هو الوقت اللي انت هتعرف بالظبط تفضيه هو الوقت اللي انت هتعرف تفضيه. فلما تبص بالظبط على الدنيا بالمنطلق ده هتلاقي ان هو فعلا الوقت ده قيم جدا ولازم تحافظ عليه. لو عندك وقت فاضي حافظ عليه واستغله. بالظبط ومن الناحية التانية بقى الحاجات اللي هي بتضيع وقت زي مثلا السوشيال ميديا وال مش بتضيع بس بتاخد وقت كتير، مثلا زي الجيم، أو مثلا لو بتلعب فيديو جيمز، أنا بلعب فيديو جيم مثلا، أو بتفرج على تلفزيون نتفليكس بقى أو الحاجات دي. اللي بلاقيه مفيد جدا إن أنا دايما أحط تايم بوكس، يعني مثلا أنا هبتدي دلوقتي هقعد أتفرج على فيلم أو هتفرج على تمثيلية أو هقعد ألعب فيديو جيم، أحط لنفسي ليميت. يعني ساعة مثلا دلوقتي 3 وربع، يبقى أنا 4 هقوم، أربعة بقى بالظبط خلصت ما خلصتش، هي أربعة لازم أقوم. إن أنا من بالظبط نفسي بالظبط. أبتدي حطيت لتايم بوكس الموضوع وان ده انت تدي لنفسك عشان هو وقت ما من بيخلصش. الاول مريح. عشان خلي بالك في ناس بقى بتعمل ايه؟ يعني مثلا انت بتقول اه انا هقعد من 3 ل 4، في ناس تقول انا هقعد من 3 ل 3 و10 وهقوم بعد كده. طبعا ده ما بيحصلش، فتيجي 3 و10 ما يقول خلاص بيحصلش هقعد لربع، مش هقعد واقعي لنص، بالظبط. هقعد 6 بقى، فاهم؟ يقعد يزود كده، مع ان انت من الاول ما ريح نفسك. يعني قول من الاول هقعد ساعه، انت ممكن تكون شايفها كتير في الاول ودي حاجه كويسه تخليك تستمتع كويس، اقعد العب اعمل اللي انت عايزه، وبعد خلاص ما الوقت يعدي يقوم. يعني صح. وبعدين احنا برضو احنا كبني ادمين بنحتاج راحه، يعني الواحد لازم برضو يبقى يعني متسامح مع نفسه ان هو احيانا فعلا لازم يرتاح، او احيانا لازم يقعد شويه وقت، يقضي شويه وقت مع عيلته، ودي مش حاجه عيب، يعني ما ينفعش تتحاسب، مش مفروض. بس حاول تخلي الموضوع متوازن، يبقى عنده زي تايم بوكس الحاجات دي، لان هي فعلا ما بتخلصش. بالظبط بالظبط. في برضو من ضمن الاستراتيجيز اللي الناس بتقول عليها ان انت تخلي يوم واحد في الاسبوع فاضي تماما، تنسى بقى انت مثلا ديفلوبر تيم ليد ان كان، تنسى تماما انت مين، وتبقى بس في اليوم ده فاضي تماما لحاجات رابعه ابتدائي، فاهم؟ تنزل تلعب، تروح تقعد مع عيلتك، تعمل تساوي حاجات مالهاش اي علاقه بالكارير، تقفل اي حاجه ليها علاقه بكاريرك، تقفل اي حاجه ليها علاقه باي حاجه حتى لو انت هتتعلم، وتقعد يوم كامل بس انت مصفي ذهن. وقصاد كده بتبقى بقيه الايام اللي هم 6 ايام التانيين شغل اكتر بقى، يعني ما بيبقاش الراحه ساعه زي ما احنا اتكلمنا من شويه، لا بيبقى مثلا كل ساعه ونص عليهم 10 دقائق راحه او حاجه. فبرضه دي طريقه كويسه. طرق كتير جدا في موضوع التايم مانجمنت، وبرضه في طريقه من الطرق اللي انا بلاقيها مفيده اسمها بومودورو، اللي هي تشتغل 50 دقيقه وتريح 10 دقائق.
دي مفيده في حاجه، في حاجه تانيه. يعني انا مثلا عن نفسي انا بكتب كود ومزنوق في حاجه، انا نفسي ستريسد وعايز اخلص حاجه الفلانيه، خدت وقت زياده، لا لازم اركز واخلصها. ويمكن مش دي احسن طريقه، الطريقه الاحسن ان الواحد ياخد بريك ويفكر فيها بالظبط وهتلاقي الحل جالك. ولما تكون بتجري برضو وماشي بسرعه تبقى انت عايز تستفيد بالمومنتوم وعايز تكمل، فبرضو تلاقي نفسك قعدت وقت زياده رغم ان انت برضو لو خدت بريك هترجع تشتغل احسن. فموضوع ال ايوه 50 دقيقه 10 دقايق ده انا لقيته مفيد جدا في الحته دي، لان انت بعد ال جدا 50 دقيقه انت مستك او ماشي كويس هتوقف في 10 دقايق، مخك يستريح وترجع تاني تكمل تاني 50 دقيقه. خلي بالك، موضوع فعلا الاسترس ده صعب جدا في حته الكودينج. يعني انا اكيد حصلت معاك كتير، وحصلت برضو معايا كتير جدا جدا، حاجات بتبقى تافهه وانت خلاص انت قاعد فيها. طبعا يعني انت بقالك مثلا ساعتين في حاجه فعلا انت لو نمت وصحيت هتحلها في 10 دقائق. كلنا طب شفنا الموضوع ده. لقيت تول يا زياد بتعمل حاجه زي كده؟ لان انا جربت كذا تول اللي هي بتاعت 50 او 25 دقيقه او 5 دقايق والكلام ده كله وفشلت فشل. هل في تول بقى يو كان ريكومند؟ ده في تول انا فرونت شفت ويب نفسه حد لو انت عاملها اوكي. على جيت هاب، او في تول ويندوز فعلا. طب قول لنا يا مروان علمنا. في تول في ويندوز، استنى اقول لك. ابعتها لنا او حطها برضو على ال هبعتها لك، هي موجوده في السيتنج، ان انت تقول له ان انا في وقت الفوكس، فوكس مود تقريبا اسمها، فوكس مود، وبتحدد انت هتشتغل 50 10 ولا تقريبا في 20 5 بس ده حاجه كده، وبتسيب بيقفل بيقفل النوتيفيكيشنز. كل حاجه. لا، وبيعمل لك تايمر على جنب كده، بيقعد يعد ال 20 دقيقه اللي انت قاعدهم، وقافل لك كل حاجه. وانس ان ال 20 دقيقه خلصوا بيقوم رانن ويقول لك انت معاك 5 دقائق راحه، ويفتح لك في ال 5 دقائق دول كل ايه ده النوتيفيكيشن. ممكن مفيد تربط جدا، كمان الموبايل باللابتوب ويقفل لك كل حاجه كمان في الموبايل. حلوه دي. بس المشكله ان ده في حلوه دي. مجالنا برضو ان بعتها. حد يبعت لك حاجه فانت بتبقى ممكن، يعني لو عايز اركز في تاسك هعمل حاجه زي كده، لكن الطبيعي بقى ان هو انا عايز يقسم لي كل حاجتي 50 دقيقه 10 دقائق 50 دقيقه 10 دقائق دي من غير ما يقفل النوتيفيكيشنز. لو في حاجه كده يا ريت حاجه هقول لك، كاستمايزبل هشوف، تحس ان هسيرش واشوف. انا اظن ان انا معاك سيرش، لان كنت عامل الكورس بتاع ليرن هاو تو ليرن، فكان فيه تحديدا اوكي. السيستم ده، سيرشت على حاجات كتير، فاظن معايا. فلو كده ممكن في بعد البودكاست ابعتها يلا لكم، بينا وهسيبها برضو في الفيديو. هايل. يا ريت. خلاص اوكي. او بتعلم من بعض. ايوه بالظبط بالظبط. النتورك. 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 طيب نرجع مصطفى ليك في حته بقى الاندستري بتاعتك انت، انت وزياد طبعا، في حته التيم ليد. هنتكلم عن قصه التيم ليد دي شويه الفتره اللي جايه. واول حاجه هنتكلم فيها هو سؤال مهم جدا جدا، الفرق ما بين، من وجهه نظرك، الفرق ما بين الجود والباد تيم ليد. التيم ليد الشاطر او التيم ليد الكويس اللي فعلا يخلي الناس اللي شغاله معاه تطلع لقدام، وعكسه التيم ليد يعني سيء لحد كبير، واللي بسببه بيكون كل التيم بيرفلكت بناء عليه ويبقى سيء جدا. فمن وجهة نظرك انت، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ده سؤال حلو أوي. أولا الناس ما بتشتغلش علشان الشركة، بتشتغل عشان المديرين. يعني حاجة من الحاجات اللي اتعلمتها، لو أنا الشركة زي الزفت بس مديري كويس ممكن لازم بيقولوا أبلع له الزلط، ولو شغال في شركة والشركة تحفة بس المدير سيء أعتقد مش هكمل أسبوعين ثلاثة. أعتقد ده هينطبق على الناس كتير أوي. المدير الكويس او التيم ليد الكويس بي امباور التيم بتاعه. يعني عادي جدا في حاجات ممكن كلنا بنغلط وكلنا بنعمل غلطات، مفيش اي مشكله خالص نغلط عادي، في حاجات غلطنا هنصلحها مفيش مشكله. في امباور التيم بتاعه، يديلهم فرصه ان هم يتعلموا، يديلهم فرصه يجربوا ويغلطوا، يديلهم فرصه ان هم يعملوا ينوفيتوا. يعني يشوف برضو كل واحد ايه اللي بيموتيفيت دم ويشتغل عليه. في ناس بيبقوا موتيفيتد بالكلام الحلو، وفي ناس موتيفيتد بمور وورك ومور ريسبونسابيلتيز. لازم يفهم، يقدر يعرف سوفت سكيلز بقى، لازم يقدر يعرف كل واحد ايه اللي بيشجعه. انا اول مره كنت فيها تيم ليدر عملت كل الغلطات اللي تتخيلها. برضو لو هنرجع لجزء الغلطات، عملت كل الغلطات اللي ممكن فيرست تايم مانجر في حياته. وده من حظك الحلو، خلي بالك، يعني ان انت تغلط ده شيء كويس جدا، بالظبط. تغلط بس بدري. غلطت
غلطت وكلفتني الغلطات دي بقى. التيم ما كانش احسن حاجه في اوله، حصلت شويه مشاكل، الكلام ده كله. غلطه مثلا من الغلطات اللي غلطتها الكبيره قوي، اني لا انا عادي التاسك دي ما انا ممكن اعملها واخش اعملها، بس انا دوري كتيم ليد دلوقتي ان انا ما اخشش اعمل دي، لاني انا كده هبقى كريتيكال باث وفي حاجات تانية مفروض انا كتيم ليد اعملها. بالظبط اتاكد ان بالظبط. الناس كلها مش بلوكد، اتاكد ان الريكويرمنت سليمه، اتاكد حاجات كتيره قوي. اقول ان انا هعمل الشغلانه دي، احط نفسي على كريتيكال باث، وبعدين الاقي ان الحاجه التاسكس ما بتتسلمش اخر السبرنت. ليه؟ لان انا محطوط في الوش، محطوط سوري في الكريتيكال باث، ما عنديش وقت انا اشتغل على التاسكس دي. فدي حاجه من الحاجات اللي الجود ليدر تيم ليدر يبقى عارف امتى يخش يستيب ان للتيم بتاعه ويساعدهم ويشتغل معاهم، وامتى ياخد الباك سيت ويديهم اوتونومي ويديهم ديليجيت تراست. بالظبط مظبوط. ديليجيت ويديهم التراست كمان، خشوا انتوا حلوا المشاكل دي، ان انا اي تراست يو، يعني انا اي تراست يور جادجمنت. وتلاقيني حتى في الكونفرزيشنز معاك كتيره ايوه تلاقيني خلاص انا ما اعرفش، this is my edge of knowledge، انا ما اعرفش، انا اي تراست يور جادجمنت. دي اعتقد هي موضوع الباور النيو ديزاين ده انت سبته تماما ليا انا وعمر بالظبط. مثلا مثلا انا يعني. خش خد يا شباب، انا ما اعرفش حاجه، قولوا لي وهتاخد وقت قد ايه، وهتاخد ولو في اي مشاكل قولوا لي وانا هحاول اساعد. ده جود مانجر. باد مانجر بقى هتلاقيه بيعمل حاجات زي بقى ايه، عايز ياخد الكريدت ليه هو مش للتيم، عايز تلاقيه بيكمبيت مع التيم، يعني عارف انت اللي هو بيكسر مقادفهم كده. ده ايوه وشي طبعا، ده واحد شخصية مش سوية. ايوه يعني في healthy challenges I agree، اللي هو لا challenge التيم بتاعي، لا احنا ممكن نعمل كذا بطريقة مختلفة، ممكن نعمل ده بطريقة احسن. لكن ان يخش لا اصل انتوا ما تعرفوش، اصل انتوا ما اشتغلتوش، بالظبط بالظبط. شغل التنطيط، دي اصل انا مشاكل لما نفسية. كنت في سنكم كنت بذاكر على لمبة جاز، فاهم بقى الحاجات ايوه اللي هي ايه التقطيم دي. انا بالك انت الكلام ده انت بتقوله بضحك، مع ان انا وناس كتير جدا تحديدا في مصر ويمكن الدول العربيه او لا ما اعرفش، بس انا شفت في مصر وانا لسه يعني ما اتنططتش كتير، بس شفت اللي انت بتتكلم فيه ده، شفت ناس بالظبط. فعلا بالكاركتر ده حرفيا يعني، لمبه الجاز دي حرفيا يعني. ايوه يعني حاجات من دي. ممكن بقى زياد برضو يقول من خبرته في الحتة دي. والله بص، هو فعلا سؤال مش ملوش رايت انسر يعني. الحاجه اللي بشتغل اللي بتحصل دايما ان الواحد دايما لما بيتقدم في الكارير بتاعه بيكتب كود اقل و مور في حته الجايدنس، او ان هو مسؤولية. يساعد الناس اكتر ما هو بيكتب بيه. التاك ليد بيبتدي دايما يبعد من فكره ان هو دايما مفكر، بيقول ان هو انا مش هاخد التاسك ليه، عشان انا التاسك دي انا شايف ان انا المفروض اعملها، ويبتدي يترست الناس التانيه ان هم يعملوا الحاجات بايديهم، وان هو يجايد ذيم اكتر ما هو يعمل الحاجات بايديه. ودي بيبقى بتحتاج من التاك ليد ان هو برضو يفهم الشخصيات اللي معاه في التيم، ومش بس ايه اللي زي ما مصطفى قال ايه اللي بيشجعهم، بس برضو ايه السترينث والويكنس بتاع كل واحد. يعني تلاقي في ناس طبعا عندها سترينث في حاجات معينه وبيحبوا يعملوها، ومثلا ويكنس في حاجات تانيه، ويحاول يبص على التيم من المجمل، ايه اللي التيم كله قوي فيه، ايه التيم كله ضعيف فيه، وايه الحاجات اللي ممكن مثلا اطلع حد من الكومفورت زون بتاعه شويه علشان بالضبط. يتعلم ويديفلوب، احنا كلنا كتيم في الحاله دي نبقى احسن. وتبتدي بص برضه على حاجات من منطلق البايب لاين التاسكس. يعني مثلا لو في ناس معينه مثلا مركزه بس في فرونت اند، ممكن يبقوا في فتره معينه هم او حد مركز بس في الداتابيس فيبقى هو باطل. لا احنا ممكن الشخص الفلاني نديه يطلعه بره شويه من الكومفورت زون بتاعه فيتعلم حاجه جديده، فمش هو باطل نك في فترات معينه من السكرام من السايكل مثلا. فدي برضه حاجه من السكيلز اللي لازم الواحد لما يبتدي يبقى تاك ليد، ان هو بس يبص بقى على تاسكس بس بتاعته، يبص على التاسك كلها كمجمل، ويحاول يخلي التيم ككل يبقى برودكتيف.
بالظبط. وان هو في الاخر مش ضدك، ان هو في الاخر مش بس عايز يثبت ان انت اقل منه او ان انت شخص ترس بسيط في حاجه كتير، انا بسوق كل ده وانا الصح وأنا ده مش الصح. ان التيم لا ليد خالص. يكون فعلا هدفه ان الشركه كلها تكبر، وان الشخص الصغير قوي قوي الاصغر حد في الشركه ده لو كان مبسوط في الشركه وفعلا بيطلع احسن ما عنده، فده هيرفلكت بشكل ما على الشركه كلها والشركه كلها تكبر. ساعتها من وجهة نظري أنا بيكون تيم ليد شاطر جدا. بالظبط. واحيانا التيم ليد ده ممكن ياخد دور ان هو يبقى يعني بيحمي التيم نفسه، يعني ممكن التيم يبقى اب ونصائح، كلنا نعمل غلطات، ممكن يبقى فيها حته للتيم. فالتيم ليد لازم احيانا بياخد الموقف ان هو ياخد البليم للتيم ويحمي التيم، مش ان هو يقول اه ده فلان اللي عملها او اصل دي غلطه فلان، اصل احنا محتاجين بالظبط نعلمهم. دايما ده بيبقى بيعمل زي توكسيك انفايرمنت كده، بيخلي بالظبط الناس نفسها مش عايزه ومش عايزين يجربوا. كل بالظبط واحد برضه بيروح يخش الكومفورت زون بتاعه ويحاول يحافظ على الكومفورت زون عشان ما يغلطش، عشان ما حدش يبليم. بالظبط. فدايما الكالتشر دي بتبقى مهمه جدا للتك ليد. وبعدين اقول لك على حاجه كمان، التشجيع حتى لو كلمه بسيطه بتفرق جدا جدا جدا. يعني انا كمروان انا ممكن قادر ان انا اطلع حاجه، طبعا مش بمزاجي، بس انا قادر ان انا اطلع حاجه بشكل كويس جدا جدا جدا، عشان متاكد ان انا لما هعمل ده اولا طبعا هيضيف لي انا وهيفيد الشركه والناس كلها شايفه ده، بما فيهم طبعا اهم حد التيم ليد، ان هو شايف ان مروان حط ايفورت في الحته دي وبيوضح ده. ده جزء مهم، لان في تيم ليد تلاقي انت عملت شغل كتير جدا وعملته حلو قوي وتلاقي مفيش اي رد فعل، والعكس لو عملت حاجه بسيطه قوي غلط تلاقي رد فعل قوي قوي ان انت ما تفهمش حاجه ومش عارف ايه وكلام من ده، فده صعب برضه. عايز برضه تضيف حاجه مصطفى في الحته دي؟ لا أعتقد زياد قال كل حاجة فعلا ليها علاقة بالموضوع ده. طيب نروح لحته الانترفيو بقى يا مصطفى. برضه ما شاء الله انت قلت عملت انترفيوز بعدد شعر راسك فانت كتير، وزياد برضه نفس الكلام ما شاء الله. أنا مش الانترفيور، أنا اللي بتصرخ، مش أنا اللي بانترفيو الناس. اوكي. طب ثواني، انت بس انت اكيد برضو عملت انترفيوز، ان انت عملت بتسرق الناس صح؟ مش قوي، لا ماشي، يعني بس في الحالتين، في الحالتين هناخد منك معلومة كده كده يعني. ماشي فاحنا تمام. عايزين تقول لي اكتر انترفيو انت بقى، بما انك بتقول انت العكس يعني عملت انترفيوز، اتعمل لك يعني انترفيوز كتير، فاكتر انترفيو انيوجوال او انترفيو معلم في ذاكرتك مش هتنساه، سواء هو كويس او وحش وايه اللي حصل فيه. انترفيو كويس معلم في ذاكرتي. انترفيو واحد دخل كويس، هقول كويس الأول. دخل وقال لي دي اتشات، يعني انت طبعا بتبقى داخل انترفيو بتبقى مخضوض شوية او نيرفس شوية، فبتبقى يعني فبص دي تشات، احنا هنحل مسألة مع بعض وهنشوف كده هنروح فين بيها، وانا عندي الريكويرمنت الفلاني وعايزين نقعد نشتغل فيها مع بعض. طبعا ده كان حاجة كويسة. طبعا في الأول دخل وعرف نفسه، ابتدى يتكلم كده، يعرفني بنفسه وبعدين عرفني بنفسك. طب وبعدين قعدنا نتكلم شوية حاجات البيهيفيرال اللي هي الأسئلة اللي هي طب احكي لي في سيتويشن مش عارف حاجات ايه تريح كده في حصل الاخر. بالظبط، حاجات اللي هي وبعدين طب ما تيجي يلا بقى احنا كده دي فريندلي تشات، تعالى نشوف كده هنعرف نحل المسألة دي ازاي. ده كان الصراحة من أحسن الانترفيوهات اللي عملتها في حياتي، ودي في شركة من الشركات اللي أنا اشتغلت فيها بعد كده. ان شاء الله. يعني it was one of the interviews اللي خلتني أخش الشركة دي. على النقيض بقى، في شركة تانية برضو من الشركات الكبيرة عملت فيها interview، الانترفيور جه متأخر 5 دقايق. انت تقريبا حكيت القصه دي ليا يا مصطفى لما تقابلنا، ولا دي واحده ثانيه؟ ممكن مش عارف، أنا بحكي كتير أوي، بتكلم كتير أوي. اوكي. بس دي جه متأخر 5 دقايق ايوه ومش قاري السي في بتاعتي، ايوه وأيوه أنت بتعمل إيه يعني؟ طبعا اللي هو ماشي أنا بعمل 1 2 3 هي وبشتغل في الحتة الفلانية، اللي هو يعني فاهم اللي هو أنت مين أنت؟ اه أصل أنا لا، واللي زاد بقى أصل أنا ما قريتش السي في بتاعتك، أصل أنا ما بصيتش عليها أصلا، حسيت إن مش هبص مشكلة عليها. مشكلة دي فاهم. وبعدين إداني مسألة
كانت حاجه الجوريثمز وبتاع. واولا عنده يعني انا ما اعرفش ازاي ده برينسيبال ولا سينيور ولا وات ايفر التايتل بتاعه، بس هو لما دخل عرف نفسه: انا التنين المجنح، انا اللي بطير واتشقلب، انا اللي بمشي على الميه، ولا عارف يكوميونيكيت المساله صح، وعنده اكسنت، انا عندي اكسنت وبتكلم بس على الاقل بعرف اوصل المعلومه، يعني بحاول اكوميونيكيت وبوصل المعلومه، هو ولا عارف حتى اوصل المعلومه، والتاني المساله ومصر انها تتحل بطريقه معينه. فده كان من أسوأ الاكسبيرينسز. طب على المستوى الثاني بقى يا مصطفى، ان انت تكون انت الانترفيو، اكيد عملت انترفيوز برضو، قول لنا حاجه. لو الشخص، انا هو دلوقتي هو مروان جاي لك معايا سي في، انت اوريدي خلاص شفت السي في ومقبول، وهدخل اعمل معاك انترفيو اونلاين او اوف لاين، ايه الحاجه ان انا لو عملتها، لو صدرت مني في الانترفيو انت رفضتني خلاص مهما كنت شاطر، والعكس حاجه تانية لو حصلت مني فتريحك شويه وتخليك متقبلني لحد ما. الحاجة اللي خلاص كده دان ديل الاونستي. اشتغلت بالتكنولوجي الفلانية؟ اشتغلت. طب تعرف كذا؟ لا ما اعرفش مثلا. اللي هو لا، يبقى انت ما اشتغلتش. ده بالنسبة لي كده خلاص، انت جاي حد، يا اما ممكن تقول انا مش فاكر، انا مش يعني، طب تعالى نحاول سيبها مفتوحة اهدهني شوية. بس بسهلها لك. لا مش عارف، لكن مكتفتي دي كان حاجة من الحاجات. حاجة تانية شفتها برضو في انترفيو، بتكلم مع حد وبعمله انترفيو، سامع تكتكة كيبورد وبيبعت السؤال لتشات جي بي تي او تشات جي وات بي تي. ايفر مثلا، فاهم؟ وبعدين بيديني الإجابة اللي هو لا استنى معايا شوية، معلش النت بيقطع. بس اللي هو يعني، طب لو كده لو كده، طب ما احنا ممكن نروح انا وانت نسأل شات جي بي تي ونعينه هو بدالك. بالظبط بالظبط. فحاجات من دي بالنسبة لي بتبقى خلاص، لا this is done deal. أول داخل أنا عارف كل حاجة، يعني مثلا كنت بعمل انترفيو مع حد وبديله مسألة، أنا عارف إزاي أصلا. طب أنت فهمت requirements؟ طب أنا هغير requirements أصلا، مش هي دي اللي أنا هديها لك. لا لا، أنا عارف أنت عايز إيه فأنا هحلها. طب خلاص أوكي، اتفضل حلها. حلها وخلاص، من قبل ما الانترفيو ما يبدأ هو خلاص was rejected، لأن هو ما سمعش أصلا ال requirements هي إيه المطلوب منه. بالظبط بالظبط. طب انت برضه يا مصطفى بتبقى عامل حسابك ان الشخص اللي داخل وارد يكون متوتر شويه، وارد يكون اول انترفيو ليه، مش عارف ايه الحاجات دي، انت بقى وبشكل عام برضه الناس الشاطره اللي بتعمل انترفيو، هل بتبقى في دماغها الموضوع ده؟ لان الناس اللي بتروح تعمل اللي بيتعمل لها بقى الانترفيو بتبقى مقلقه قوي، اللي هو لازم ابقى بيرفكت قوي ومش عارف ايه. وعلى فكره من هنا ممكن تيجي الاخطاء، يعني من هنا اللي استخدم شات جي بي تي ممكن يكون استخدمه عشان عايز يبقى بيرفكت، هو ممكن لو رد هو يرد رد منطقي عادي. انا ممكن ارد على السؤال ده لحد ما مصطفى يا ريت. يرجع. اتفضل. هي انا في الحته دي انا مش مقتنع ان الواحد لازم يخش، لو انا اديته في سؤال او حاجه يحلها، انا مش مقتنع ان اللي هو لازم يحلها بيرفكت علشان يبقى عمل كويس. لان دي تيجي برضه في حته الحظ، ومرتب ايه قبل الانترفيو، وشفت السؤال ده قبل كده ولا لا، او حاجه شبهه قبل كده. فانا بالنسبه لي انا بشوف، ببص على الطريقه اللي الواحد بيفكر فيها، وازاي بيابروتش السؤال، ازاي بيسال اسئله عن السؤال، بيحاول يفهم زي موضوع الريكويرمنتس اللي مصطفى كان بيقولها. مش بس هل هو حل السؤال صح ولا لا. وطبعا بيجي بقى معاها موضوع هل الانسان ده متوتر ولا لا، لان هو الانترفيور برضو جزء من الانترفيو مش بس اللي جاي. فهو زي ما مصطفى قال، البيست اكسبيرينس ان هو في واحد جه واتكلم معاه الاول وعمل له بيهيفير كويشنز الاول واتناقش معاه الاول، ده بيساعد ان الواحد برضه يفك شويه، ما بقاش ستريسد. طبعا، وده من الحاجات اللي انت عايزها، يعني انت برضو انت مش ضدي، انت عايز ان انا اطلع افضل ما عندي، مش حاجات بسيطة من اللي عندي، لان انا لو متوتر مش هطلع كل اللي عندي. بالظبط. وبعدين الشخصيات بتفرق، يعني في شخصيات بتبقى نفسها اوبن قوي ومستريحه جدا في نقاش مع حد غريب، في شخصيات تانية بتبقى عندها خوف شويه من الانفايرمنت بتاع الانترفيو، او من الانترفيور لو مثلا خايف مخضوض من السي في بتاعه وعايز يمبرس اللي قدامه. فالشخصيات بتختلف، فدي حاجه برضو الواحد بيعمل حسابها وهو بيعمل الانترفيو. بس انت مع مصطفى في حتة ان الشخص اللي قدامك ما يفتيش، يعني ما يقولش انا عارف دي وهو مش عارف، لان افضل كتير ان هو يقول انا مش عارف ما فيهاش اي حاجة. طبعا
وممكن يقول انا مش عارف وممكن تديني مثلا فرصه ان انا اطلعها، او مثلا ممكن اسيرش عليها وارد عليك. دي احسن كتير من الواحد يقول حاجه غلط او يفتي او يقول هو عارفها وهو مش عارفها. بالعكس، انا اصلا ما يعني احنا عشان الواحد يبقى واقعي برضو، مفيش حد عارف كل حاجه، ولا حد عارف كل اي لانجوج مش يعني بشكل عميق قوي ان هو يرد على كل الاسئله صح. كلنا بنرجع للدوكيومنتيشن، وكلنا بننسى السينتاكس احيانا. دي طبيعه الانسان يعني. فمش اكسبكتد خالص ان لو انا بعمل انترفيو لحد يبقى بيرفكت وعارف كل حاجه. بالظبط بالظبط. الحمد لله على السلامة يا مصطفى، كنا زيادة كان تسلم، رد على ما انت تيجي. لا ولا يهمك. شكلك جربت من عيلتك السؤال اتفصلت صح؟ كنت بهرب من السؤال، بس قلت ايه السلام احسن عليكم ضحكت عمر. معاكي. فخلينا عندك بنتكلم انترفيو في اصلا؟ الحاجات اللي لسه بنتكلم في الانترفيو. قصة اوكي ان الشخص يفتي في الانترفيو دي حاجة مش كويسة. بالظبط. حاجة برضو أقول كنت متفق بقولها جدا في بوينت. اوكي. حاجة برضو من الحاجات الكويسة بقى اللي ممكن حتى لو هو ما عندوش الاكسبيرينس الكافية او كده، الاتيتيود ايوه نفسه. يعني ممكن ما يبقاش عنده الاكسبيرينس المطلوبة، بس هو عارف هو بيقول ايه، بيتكلم من واقع خبرته، مش بيقول كلام اللي هو ايه، عارف انت الإجابة النموذجية، اصل لو حصل ايوه كده هعمل كده. لا عادي، ايوه الناس اللي الجي بي بتقول لا بتاعها عالي دول. بالظبط كده، فاهم؟ فبيقول حاجات من واقع تجربته، من واقع مظبوط اللي سمعه او اللي اشتغل او اللي شافه، مش من كلام اللي هو ايه الإجابة النموذجية بتاعت الـ لما يجي لك السؤال ده ترد كده فانت كده تمام. لا يعني مظبوط مش ده اللي انا عايزه. مظبوط. انا برضو انا ضد فكره ان الشخص قبل ما يروح الانترفيو يكون مجهز اسئله مشهوره بتتقال واجاباتها ايه. انا شايف ان يعني انت الافضل ان انت تبرز شخصيتك، لان انا حتى لو تلاعبت في الاجابات وجبت اجابات حد تاني اللي قايلها لي وقلتها، طب ماشي اتقابلت في الانترفيو بعد كده، ما الاسئله دي لاسباب قدام في الشركه، ودي مش اسئلتي يعني مش اجاباتي انا، فانا اكيد قدام هتحصل لي مشكله بسبب ان انا جاوبت اجابات مش اجاباتي، صح كده؟ بالظبط بالظبط. ده لو عديت يعني، ده لو حد ده لو مش عديت. مصطفى يعني. طب بس يا على مصطفى بوينت لو برضه هتقول لنا يعني انا شايف انها بتبقى مفيده شويه، ان الواحد مش يجهز اجابات مش بتاعته، بس يجهز الاكسبيرينسز بتاعته في دماغه. طبعا هو مش رد السؤال ده يبقى الاجابه الفلانيه، بس يبقى عنده مجهز لنفسه حاجات حصلت له او اكسبيرينس حصلت له يقدر يتكلم عنها في الانترفيو. فلما طبعا الانترفيور بيساله بيبقى بسهوله ان هو يسترجع الحاجات دي في ذاكرته، غير ان هو يقعد يفكر فيها من الاول. طبعا بيبقى مجهز بالظبط مثلا الظروف اللي حصلت، ازاي هو كان اضاف مثلا في الظروف دي، هو عمل ايه، غير ايه، الحاجات دي كلها تبقى على الاقل مفكر فيها في الاول، فتبقى اسهل لك في كتير انك تسترجعها في الانترفيو بقى مفكر فيها من الاول وجديد. بالظبط. بالعكس دي من نقاط القوة يعني. أنا حتى لما باجي كذا انترفيو أو كام الانترفيو اللي أنا عملتهم، كنت بكون عامل معايا برزنتيشن بتعرضني أنا، عشان لو أنا متوتر شوية، لو أنا في حاجة هنساها أو حاجة ما انساهاش، أنا بفتح اللابتوب على الشاشة بعد ما استأذن الانترفيور اللي معايا وأقول له أنا عامل مجهز برزنتيشن بسيطة عني، وببدأ سلايد باي سلايد ببدأ أتكلم، طبعا مش بقرا اللي مكتوب، وأبدأ أتكلم عن نفسي، وفي نفس الوقت أنا عرضت كل اللي عندي. فانا ما كنتش بتكلم على الحته دي على قد ما انا كنت بقول لمصطفى تلاقي كده في اسئله مشهوره بي دي اف، فاهم؟ يقول لك لو مثلا سالت عن كذا رد بكذا، سالت عن كذا رد رد بكذا، ده كذا غلط رد كذا. طبعا. بص، هو انا شايف طب يا زيد لو هتقول لنا تيبس، سواء هي تيب واحده او اكتر من واحده، بس حاجات مختصره جدا للانترفيو، يعني شخص هيعمل انترفيو قريب، ايه التيبس اللي انت تديها له يكون مجهزها وهو داخل؟ حاجات مختصرة جميل. كده وبسيطة. طبعا في الموضوع ان انت تجهز الاكسبيرينس بتاعتك في مخك عشان تقدر بسهوله ان انت تسترجعها لما يجي لك سؤال. دي طبعا مفيده جدا. لو انترفيو تكنيكال، دايما اسال اسئله كتير قبل ما تبتدي تكتب اي حاجه. دي حتى حاجه بتبقى متوقعه من الانترفيور.
يعني انت بتخش تخش بيديك سؤال هو مستني منك انك تفهم الاول قبل ما تكتب. يعني لو دخلت تكتب على طول دي ريد فلاج، مستوعب انك حاجه شبه كده هو كده. ايوه، لان حاجه انت تانيه كده كده طبعا هترجع له ان تاني، انت انت لو دخلت تكتب على طول هترجع له تاني تقول له معلش هي دي ايه؟ بالظبط بالظبط، وبيبين ان انت بتفكر قبل ما بتكتب، انت بتفكر ايه الـ edge cases، فين المشاكل اللي هتقابلك قبل ما تبتدي تكتب اي كود. طبعا انك تابروتش الموضوع كله على ان هو انترفيو من ناحيتين، يعني هو انت حاولنا الموضوع من شويه من قبل كده، ان هو الانترفيو بيحاول يلاقي احسن واحد وانت برضو بتحاول تلاقي شغل مناسب ليك. فهي مش امتحان، هو مش امتحان، هو انت مقابله من الاخر، يعني انت بتتعرف على اللي قدامك هو بيتعرف عليك، فهي دي برضو بيشيل برضو حته الستريس او التنشن. وطبعا مهمه جدا ان انت بتخش انترفيو بتبقى دارس شويه عن الشغل، عن البوزيشن اللي هتعمله وعن الشركه نفسها. ده برضو بيبين ان انت مهتم جدا في الشغل ده وان انت عايز تنجح في الشغل ده. مش عارف لو مصطفى عايز يضيف حاجة تانية. كل اللي انت قلته ده طبعا ده يعني ده كويس جدا انه يتعمل، وده تحت تقريبا اللي انا بعمله. الحاجة الزيادة بس اللي بعملها اني عادة لما في انترفيو بيبقوا حاطين اسم الانترفيور، انا باخد اسم الراجل ده واروح رايح بدور عليه على لينكد ان، شوفه بيشتغل في انهي تيم، بيعمل ايه، الاكسبيرينس بتاعته، البوزيشن بتاعه ايه في الشركة لو موجود على الويب سايت بتاع الشركة. يعني باخد اكسترا ستيب كده بس افهم دماغ اللي هيخش معايا الانترفيو ده عاملة ازاي، هيسهل لي حاجات كتير. شكل مروان وقع من شكر مروان هو اللي وقع مننا ده. يبقى انا اللي بعديه صح، دور عليك. واتدرب عليا. طيب اوكي، احنا كنا كده كده بنتكلم معاك في حتة ان الانترفيو يكون اكنه شات زي ما انت اتكلمت، شخص ما يكونش داخل متضايق، ما يكونش داخل متوتر، يكون شايل من دماغه كل الكلام ده بحيث ان يطلع احسن ما عنده. بالظبط صح كده. وزياد كان بيدينا التيبس، مش عارف انت جيت يا زياد؟ نعم. تمام، فكنت بتدينا التيبس بتاعت الانترفيو، ممكن تكمل. انا كملت شوية وانت لما كنت disconnected. اوكي خلاص، نسمع من مصطفى بقى. هي الحاجة التيب الأخيرة اللي أنا قلتها بتاعت إني أريسيرش بس الشخص اللي أنا داخل أعمل معاه الانترفيو ده، أفهم أكتر دماغه رايحة إزاي، بيتكلم يعني إيه الإكسبيرينس بتاعته، هيديني دايركشن شوية الانترفيو ممكن يبقى ماشي إزاي. ده ممكن الحاجة زيادة عن اللي زياد قاله، ده اللي أنا ممكن أكون بعملها. طيب لو هنتكلم عن مصطفى في حته، خلاص يعني سيبنا بقى خلاص الانترفيو، احنا كده اتكلمنا عنه بشكل كويس، ان انت تبقى داخل ما تفتيش، ما تقولش كلام مش موجود عندك، خليك لحد ما هادي وتحاول تطلع احسن ما عندك. لو في حاجه مش عارفها اسال عليها، ولو في حاجه خلاص بعد ما سالته فعلا مش عارفها تقول ان انت مش عارفها. حاجه تانية برضو مهمه عشان الشخص يتقبل هي السي في، وليتك كنت بدات تتكلم عنه شويه في الاول، ولكن برضو محتاجين نسمع عنه شويه تيبس كده مهمه جدا ان انت تحطها في عين الاعتبار وانت بتعمل السي في بتاعك. ممكن نبدا بيك كده مصطفى، برضو تيبس سريعه كده ومختصره تمام. لاي شخص بيعمل السي في بتاعه، او شخص بيقدم بسي في معين ومش بيتقبل. اولا اخلي السي في ما تزيدش عن صفحه او صفحتين بالكتير، لان ما حدش بيقرا كل حاجه، ولو قعدت تكتب حاجات كتيره يعني لحد فريش جراديويت ما اعتقدش ان هيبقى عنده الاكسبيرينس ان تملى صفحتين، ولو عنده اكسبيرينس تملى صفحتين او اكتر يبقى مش محتاج يحط كل التفاصيل. يعني انا شفت ناس سينيورز وليدز وفي بيز في شركات السي في بتاعته هي عباره عن صفحه واحده مهما كان، فانت تقدر تكوندنس حاجات كتير قوي في صفحه واحده. وممكن تريفير لاكسترنال لينك او حاجه، جيت هاب، لينكد ان، حاجات بالظبط من دي. بالظبط بالظبط. حاجه تانية برضو خلي بالك ان السي في بتعدي على تشات، سوري مش على تشات، على اوتوميتد سكرينينج فيرست قبل ما تخش لحد من الاتش ار يقراه. دي برضو حاجة من الحاجات اللي انت تخلي بالك منها، انك تخليها بتماتش الجوب ديسكريبشن.
في ويب سايتس كتيره قوي اونلاين بتقدر تحط عليها السي في، يعني لو عملت سيرش كده هتلاقي تحط لها السي في وتدي لها جوب ديسكريبشن ويقول لك كفرز قد ايه من السي في. دي حاجه برضو من الحاجات اللي ممكن تعملها. برضه هنسيب اللينك، يعني انا عارف كذا حاجه برضه انت ممكن تبقى تبعت لي لينكات للسايتس تمام بتعمل حاجه زي كده، وهنسيبها برضه للشباب في الديسكربشن. بالظبط. بس اعتقد هما دولت الحاجتين اللي عندي. زياد لو عنده حاجه يضيفها. ممتاز، اتفضل يا زياد. لا هي دي بوينت كلها كويسه جدا. طبعا يعني في الاكسبيرينسز يستحسن طبعا تحط الاتشيفمنت، مش تحط كنت بتعمل ايه. وتحاول برضو ان انت تابروتش السي في ان دي زي التذكره انك تخش الانترفيو، بس الانترفيو نفسه هو اللي هتخش في التفاصيل. فممكن حاجات كتير قوي تتشال من السي في على اساس ان هو ده هيبقى نقطه الحوار نفسها لما تخش السي في وتخش الانترفيو. بالظبط. حاجه طبعا اخيره اظن مصطفى، لا انت سوري مروان انت قلت عليها، موضوع انك تحط مثلا لينك للبيج بتاعتك على جيت هاب او على ويب سايت بيرسون بتاعك عليه كل التفاصيل بتاعتك على لينكدين حتى. دي بتبقى مفيده جدا ان لو حد عايز يقرا اكتر بس كله ممكن يوصل للمعلومات الزياده اللي انت عايز تقولها. بالظبط. في ناس طيب بتقول مثلا ما تحطش صوره في السي في، هل ده برضه صح ولا لا؟ في ناس تانية تقول ما تخليش السي في ملون، خليها بيضوس. هل الحاجات دي بتفرق فعلا؟ انا بالنسبه لي اعتقد بس شكله بروفيشنال بالظبط. وبرضه ارجع يعني اقول لك شكله معظم متعبان السي او لا. فيز، معظم السي فيز بتعدي على، يعني بيبقى converted to text علشان يشوف اصلا، وبعدين بتتفلتر. يعني ممكن في بوزيشنز بتتفتح بيجي عليها مثلا 500 سي في، يعني ان ال 500 سي في دولت هيتبص فيهم اصلا، طبعا فهيتفلتر الحاجات دي الاول قبل ما يبص عليها. انا ضد ان طبعا صوره تتحط، حاجات كتيره قوي يعني personal information المفروض ما تتحطش غير جنسية بالاسم بالظبط، حاجات البيزكس بس، السن ما يتحطش، حاجات كتير قوي. جميل. طب لو حد زي ما قلنا في الاول خالص، هو حد ما عندوش اكسبيرينس اصلا، هو لسه متخرج، فخانه الاكسبيرينس تقريبا مش موجوده، يزود فين تاني؟ ما هو كده لو ما كتبش غير السكيلز والاكسبيرينس اللي هي مش موجوده وبس الاديوكيشن، هيملى ربع صفحه تقريبا. فبرضه ممكن تقول لنا يا مصطفى ايه الحاجات اللي هو ممكن يكون مش عارف ان هي موجوده عنده، بس هو ممكن يحطها في السي في كحد لسه في بدايه حياته، لسه محتاج يقدم على انترنشيب او كذا، يعمل ايه؟ ممكن يحط سكشن اسمه كارير ريليتد بروجكتس، ويحط فيها البروجكتس اللي اشتغل عليها في الجامعه. اكيد في مشروع تخرج، اكيد في بروجكت كبير في سوفت وير انجينيرنج اشتغل عليه، اكيد في بروجكت ايفنت مثلا بره راحوا. ايفنت مثلا، يعني اكيد هتلاقي في حاجات كارير ريليتد بروجكتس يقدر يحطها. طيب سؤال ولو ما تاني، فيش يعملها، يعني يعمل كارير ريليتد بروجكتس، يشتغل على حاجه ليها علاقه من دلوقتي. ممكن يعمل حاجه زي بورتفوليو مثلا، بالذات لو هو فرونت اند او ديزاين، ممكن يعمل زي بورتفوليو ليها الحاجات اللي هو عملها، او يعمل حاجات اصلا بس عشان البورتفوليو بتاعه يبقى فيه حاجات. فدي حاجه ممكن تساعد برضه. بالظبط. اصل خلي بالك برضو في ناس يعني ممكن بتقترح تقول لك لو ما فيش education حط fake، سوري لو ما فيش experience حط fake experience. في ناس قالت لي انا كده، وناس سينيورز يعني، حط fake experience، حط ان انت اشتغلت في شركه فلانيه من سنه كذا لسنه كذا، وده هيخليك تعدي من الجزء اللي انت قلته يا مصطفى اللي هو الاوتوميتد، ان بس حد يبص في السي في بتاعك. فطبعا الموضوع ده مرفوض صح كده؟ وانت تعدي ethically اول انا مقبل. ستيب بس، يعني الستيب اللي بعديها ethically هتفتح بالظبط. هتضايقه قوي لو مثلا بالظبط نبقى قاعدين بندردش بقى في الشركه ولا حاجه، فتقول له طب وايه ده انت اشتغلت في شركه الفلانات، عملت ايه بقى هناك وبتاع ده بعد ما اشتغل اصلا، فتلاقيه بيقول لك ايه. مثلا. لا وفي الانترفيو حتى، وبعدين زي مصطفى قال، انت لو كذبت مرة انا بالنسبة لي برضو ده طبعا ريد فلاج. ريد فلاج. طيب برضو سؤال تاني، السكيلز او سوري الكورسز اللي انا باخدها في الكليه، هل دي تعتبر سكيلز؟ يعني واحد مثلا خد الجوريزمز، دي كورس كله بياخده في اي كليه حاسبات، كله خد الجوريزمز،
هل يكتبها في السكيلز ان هو خبره في الالجوريزمز، ولا دي لسه ما تعتبرش سكيل؟ أنا شايف يعني لو فريش جراد ممكن، بس يكتب ريت، او بس يكتب زي ما انت قلت برضو في الاول ان هو يكتب انا هنا الريت بتاعي قد كده، لسه بيجنر فيها او كذا، صح؟ او يكتب مثلا دي كانت توبيك في الاستاديز مثلا بتاعته. اوكي، انا عندي بس يعني رأيي مختلف شوية، اللي هو اوكي اصل انا بعرف اكل او بعرف امشي. I expect انك انت متخرج من الجامعة تفهم algorithms، تفهم data structures، لان انت متخرج من جامعة بتدرس الحاجات دي. في skills I wouldn't put الصراحة، منها algorithms. طب تعرف دايكسترا، تعرف سيلز مان بروبلم، هو لو كتب لي الجوريزمز فممكن بقى ايه، طالما انت كاتب الجوريزمز تعالى بقى نتكلم في الحاجات اللي هي ايه التقيله، اللي هو هتفضح نفسك يعني. اللي هو في ناس ما تعرفهاش قوي، ففي الحته دي ممكن تكتب سكيلز. والله مثلا داتابيز ديزاين، عملت داتابيز ديزاين، مش دي حاجه من الحاجات اللي ممكن احطها، لكن احط حاجات عايمه قوي. اعرف الكمبيوتر يعني اركيتكتشر بالطريقه دي هيكتب كل الكورسز اللي خدها، ودي حاجات كتير بالظبط جدا تخليه تنين تيم ليد اصلا يعني. بالظبط بالظبط. فيعني فالحاجات دي انا مش شايف ان ليها لازمه. الحاجات اللي هي البيزكس دي، اللي هي مفروض انك تقول ان انت متخرج من معاك الديجري ده، I expect ان انت you know those. يعني الحاجات دي كلها مفروض تبقى عندك. بالظبط بالظبط. طيب خلينا بس الاول هكمل تاني معاك يا مصطفى. بس زياد انت بتقول انت عايز تدروب، فانا بشكرك جدا يعني ان انت جيت معانا في البودكاست ده. طبعا انا هكمل مع مصطفى، اوعى تمشي يا مصطفى، مبسوط جدا كان نفسي تكمل انا معانا للاخر زياد، بس انا فعلا مبسوط ان انت جيت يعني. معلش للاسف. وانا كمان والله جدا يا مروان، شكرا على الانفايت، وكانت تجربه حلوه الصراحه. الحمد لله، شكرا جزيلا جدا، شكرا جدا لك يا زياد، شكرا، مع السلامه. شكرا. مع السلامة. مصطفى باشا، معاك أرجع لك تاني بقى في آخر سؤال ليه علاقة بالانترفيوز، بعد كده هنتكلم شوية عن الـ AI وخلاص. تمام. الانترفيو فيه سؤال مهم جدا، فيه برضو إجابات كتير بتكون مختلفة عليه، هو الـ expected salary. مش إن أنا أقول رقم معين، أو إن أنا مش عايزك تقول لي المفروض آخد كام، ولكن السؤال نفسه فيه كتير بيختلف على إجابته. في ناس تقول لك قول رينج، قول فروم كذا لكذا، في ناس تقول حتى الرينج ده يبقى صغير يعني مثلا من اكس ل 2 اكس، وفي ناس تقول لا من اكس لاكس ونص مثلا، وفي ناس تقول قول رقم واضح ما تقولش رينج، وفي ناس بتقول ان انت ما تردش اصلا او تقول حسب البادجت او كذا او كذا. فمن وجهة نظرك ومن الاكسبيرينس بتاعتك، هل الحاجات دي كلها بتفرق؟ ولو بتفرق ايه المفروض ان انا، ايه الاجابه الصح اللي انا المفروض اجاوب بيها؟ يعني في اسئله بيبقى ساعات بيبقى فخ، ما بيبقاش سؤال يعني، بيبقى في من صح. وراها حاجه كده مش بس الاجابه يعني. انا مش لاقي للموضوع ده كتالوج للاسف. انا جربت كل التاكتكس اللي تتخيلها. انا قلت لك بقى انا عملت انترفيو، انا اتعمل لي انترفيوز كتيره، فجربت في ايوه كل الحالات دي لما بتسأل السؤال ده، جربت كل حاجه، وللاسف مفيش حاجه اللي هي اجابه واضحه صريحه تحل الموضوع ده. في حاجات من الحاجات اللي جربتها، يعني مثلا يقول لك ما تقولش ابدا انت الرقم الاولاني، ما تقولش، سيبه هو يقول الرقم ما الاولاني تقولش وبعدين انت تقول له الرقم الاولاني، يعني خليهم هم اللي يجوا بالرقم الاول. لكن انت لو قلت مثلا ليتس سي 1000 جنيه وهم حاطين 7000 جنيه، انت كده خلاص جبت نفسك على 1000 جنيه مثلا. بالظبط. ولو قلت 7000 جنيه وهم حاطين 1000 جنيه، انت كده خلاص مش هتكمل. ايوه فحسب كل شركه فاهم. حسب الريسيرش بتاعك برضو تشوف. والله يعني هتلاقي بقى في ويب سايتس كتيره قوي بتاعت زي ليفلز دوت اف واي اي، حاجات الجروبس اللي هي على الفيسبوك هتعرف من الناس، لينكد ان اعتقد برضو اللي هو البريميوم والنتورك، هنرجع تاني للنتورك برضه. بالظبط. يا جماعه انا عندي البوزيشن الفلاني وهيدوني كذا، وات دو يو ثينك. ممكن تحطها از انونيمس، تفهم تشوف لو في حد شغال في الشركه، تعرف الحاجات دي كلها. بس على قد ما صح. تقدر حاول تهرب من الـ expected salary سؤال question ده as much as possible، وما تديش رقم. طب ممكن نخلي نكمل الـ interview process الأول وأشوف إذا كنت هتقبل ولا لأ، وبعدها نتكلم.
حاجات من دي يعني، ممكن فعلا اسمه ايه ده تهرب من السؤال على قد ما تقدر، بحيث انك انت ما تديش رقم تبقى مربوط بيه او تطير منك الموضوع. يعني حتى في مره طب من ما المرات برضه يا وان اوف ذا مصطفى سيشنز اللي احنا كده حضرتها، هنيجي لسؤال تاني. كمل اه كمل ونرجع للسؤال ده. يعني حاجه من الحاجات السيشنز اللي حضرتها، فبيقول ان هو اتسال سؤال اللي هو الاكسبكتد سالري، قال له مش لما تعمل لي انترفيوز الاول، ولا انت بتديني دلوقتي انا اتقبلت وبتديني جوب اوفر، يعني لو بتديني جوب اوفر وبنيجوشيت السالري ممكن نتكلم، بس مش اه بالظبط. نخش في سكه الانترفيوز وبعدين نكمل ونشوف اذا كنت انا اصلا فيت للبوزيشن ده ولا لا قبل ما تسالني على اكسبكتد سالري. يعني في مدارس في الموضوع ده كتير قوي. طيب السؤال اللي كنت هسأله لك، ان انت بقى تدينا تبس برضو في حتة ان احنا ازاي نهرب منه. يعني في الاخر قلت لي ان الصح ان انا اهرب، او الافضل حاجة ان انا اهرب من السؤال ده، خصوصا لو انا لسه الاكسبيرينس بتاعتي مش عالية، فانا ممكن اقول فعلا رقم اضيع بيه نفسي يكون رقم بسيط جدا، او العكس برضو بسبب الاكسبيرينس القليلة، او الرقم كبير جدا ومش مناسب ولا مع السكيلز بتاعتي ولا مع البادجت بتاعت الشركة. فاهرب من سؤال زي ده ازاي؟ انت قلت حاجة من الحاجات ان انا اقول مثلا هستنى لاخر الانترفيو، او نكمل البروسيس بتاعت الانترفيو، افرض ألح على السؤال او قال لي لا لازم ترد او كذا، اعمل ايه؟ ساعتها هقول له اكيد اكيد انت عندك رينج، ايه اكيد انت فاتح بوزيشن وعارف الرينج بتاعه، وهقول لي حلو الرينج بتاعك قد ايه، وساعتها هنميت، هقول لك اذا كانت ميتس ماي اكسبكتيشنز اتس از ات وورث ان احنا نموف تو ذا نيكست ستيبس ولا لا. حلو جدا. ما تقولش انت رقم الاولاني، هيقول لك لا والله احنا بنتكلم من 1000 ل 2000. ساعتها تقول له بص هو يعني ده بعيد شويه عن الاكسبكتيشنز بتاعتي، وساعتها انت برضو القرار هيبقى ليك، والله هل انت بالضبط. عايز تروح وخلاص ريجاردلس الفلوس اللي هتاخدها، ولا حابب انك انت تتكلم معاه تقول له لا انا شايف ان الرقم ده قليل واتس نوت، ما ساعتها نضيعش وقت بعض. الموضوع بقى مفتوح قدامي، انا ما بقاش زي بالظبط الاول ان انا كنت اقول رقم وخلاص. بالظبط. وطبعا طيب طبعا حلو جدا. اللي انا فاهمه ان انت ما اعرفش برضو الكلام ده في مصر ولا لا، you have to negotiate نوعا ما الرقم اللي بيتقال لك، يعني في كندا عادة يعني أو في أمريكا you have to negotiate الرقم اللي يتقال لك لازم تزقي فيه مهما كان، benefits رقم whatever بقى إيه بتزقي فيه شوية. هو أعتقد فعلا في اللي مصر موجود الموضوع عندنا بيبقى اللي لأ. زائد، هو مش بناء على اكسبيرينس بتاعتي، انا ما اشتغلتش في شركات كتير، بس اللي بسمعه ان فعلا زي ما انت قلت المينيمم اللي بتقوله بتاخده. يعني انت لو قلت رينج من اكس ل 10 اكس هتاخد الاكس، وممكن اقل كمان، اوكي ده اللي اوكي موجود. يبقى نسمع منهم الأول. ما ده دي نقطة كويسة جدا اللي انت قلته، ويمشي في اي حتة بالذات في مصر، يعني ان انت فعلا تسمع منه هو ده. بالضبط. طيب اخر نقطة يا مصطفى هنتكلم فيها، وبرضه انت ما شاء الله عندك اكسبيرينس فيها، ان انت في مايكروسوفت كنت شغال في الحتة بتاعت انتجريشن بتاع بينج، صح كده؟ برضه صحح لي يعني لو انا تمام بتكلم صح. غلط. فهنتكلم عن الاي اي بقى بشكل عام ودخوله في الديفلوبمنت. طبعا مش هنتكلم فيه قوي لان احنا لو قعدنا نتكلم فيها نقعد لبكره نتكلم، بس بشكل تحديدي اكتر للناس اللي هي بتستخدم شات جي بي تي او جيميناي او اي حاجه، او بينج او كذا او كوبايلوت، في ان هو يساعده او ان هو يكتب له تاسكات او ان هو يكتب له شغله او ان هو يحل له مشاكل، خصوصا للشباب اللي هي لسه في بدايه حياتها، ناس لسه فريش وبتستخدم شات جي بي تي بالطريقه اللي انا بكلمك بيها. فأنت إيه رأيك في الموضوع؟ كلام جميل قوي. بيفكرني من حوالي 22 سنة كده لما كنت في الجامعة أول سنة، كان في دكاترة أعرفها كانت يقول لك لأ الأسايمنت ده عايزك تكتبه لي على نوت باد، مش عايزك تستخدم لي الإديتر علشان السنتكس، السنتكس أنا عايزك تكتب السنتكس تبقى فاهم السنتكس بيتكتب إزاي أيوه عندنا والكلام بنكتب ده على كله ورق يا مصطفى كده. على ورق لوجيك، ومش هي مش هي مش هي مش هيصلح لي على سيمي كولوم ناقصها او كده ماشي، يعني لو عايز يفهم لوجيك وستراكشر، لان الاديتورز دي موجوده فور ريزن. استفدت ايه انا لما حطيتها على نوت باد ولا حطيتها على الفيجوال كود وهو صلح لي وحطيت لينتر وقال لي السنتكس غلط؟ دي حاجه بتسهل الدنيا، ليه لا؟ ليه ما استخدمهاش؟ الخوف واللي كنت بشوفه حتى لما كنت جات عليا فترة كنت بدرس في الجامعة، إن الناس بتاخد الكلام زي ما هو،
يعني بتاخد روح رايح داخل على شات جي بي تي ياخد الاساينمنت اللي انا مديهوله وراح حاطه على شات جي بي تي يرجع له الانسر ياخد الانسر زي ما هي يحطها لي في الاساينمنت ويسبمت. ودلوقتي انا كنت بعمل لهم امتحان شفوي. طيب السطر ده معناه ايه؟ هل انت فاهم السطر ده بيعمل ايه؟ طبعا اللي فاهم بيعمل 1 2 3، اللي مش فاهم اللي واخده نقله طبعا بيقع. انا ما عنديش مشكله انك تستخدم شات جي بي تي او تستخدم وات ايفر، لو هنتكلم في الجامعه تستخدم هوم ايفر، طالما مش شخص تاني عمل لك الاساينمنت، طالما انت فاهم ايه اللي مكتوب ولو قلت لك تكتبه تاني هتعرف تكتبه لوحدك خلاص. اي دونت كير. نفس الكلام بينطبق على الاي اي والحاجات دي. دلوقتي في جات لك تول وممكن تدي لها كلام تطلع لك حاجه، يعني انا في شغلي اليومي بستخدمه. اوقات بيجي لي تاسك مثلا عايز اعمل حاجه وفي ديتا طالعه لي فايل وعايز الفايل دوت اخد منه كولم، والكولم دوت ليت سي مثلا عايز اطلع منه ارقام معينه او فاليوز معينه، ممكن اكتبه على ايدي واطلع الكلام ده كله، او ممكن اروح رايح لشات جي بي تي او كوبايلوت او واتيفر واقول له انا عندي الفايل الفلاني وده الشكل الاستراكشر بتاعه اكتب لي سكريبت بيطلع لي الفاليو دي. انا وفرت على نفسي نص يوم بدل ما اقعد اكتب سكريبت وديبج وبتاع، وفي نفس الوقت برضو اتس هيلبنج، يعني حاجه ممكن ما تبقاش ليها علاقه باللي انا بعمله دلوقتي بس هتسهل. انت قلت حاجه يعني مهمه جدا، حته ان انا بعرف اعمل ده، فان انت مش رايح له يعمل لك حاجه انت مش بتعرف تعملها، انت بتعرف تعملها بالزبط. بس في وقت طويل، فهو هيقصر الوقت. دي نقطه مهمه. بالظبط بالظبط، زي الكومبايلرز زي اللينترز زي الانتربريترز اللي بنستخدمها في الـ في الـ في الـ في التكنولوجي في الـ في الاي دي ايز اللي احنا بنستخدمها. بالظبط. فانت مثلا في الانتربريتر مثلا هو بيحط لك سيمي كولون، هل انت مش هتعرف تحط سيمي كولون؟ لا انا بعرف بس ممكن انسى، فهو هنا ساعدني بالزبط. في حته النسيان حاجه، مش يعني مش هتزودني في حاجه، او يعني لو انا قعدت اعملها بنفسي ما انا كده بعذب نفسي. كذلك بالزبط. موضوع التايم. بالزبط. سؤال تاني برضه بيتسهل عليك. في ناس كتير متخوفه من حته ان تعرف بقى الترند اللي هو بعد كام سنه الفرونت اند مش موجود، بعد كام سنه مش عارف الباك اند مش عارف ايه، وظائف كتير مش موجوده بسبب شات جي بي تي والاي اي والكلام ده. بما انك انت موجود جوه الحته دي اصلا فتقدر انت تقول لنا رايك بشكل قوي. هو الشغلانه بتاعتنا مش هتندثر، يعني مش هتبقى مش موجوده، لا هتفضل موجوده، لكن في حاجات هتختلف. يعني مثلا عارف انت كده اختراع الآلة الحاسبة وقال لك الماثيماتيشنز مش هيبقى ليهم شغل، طبعا الماثيماتيشنز دلوقتي لا ليهم شغل طبعا. حاجات من دي كتير، في شغلانات دلوقتي مش موجودة ملهاش وجود لان التكنولوجيا اتطورت، فاحنا الشغلانة بتاعتنا هتيفولف مع حاجة زي كده مع وجود الاي اي، لكن مش هتبقى ريبليسنج لوجودنا. طب كسوفتوير انجينير ستيل يو نيد ذم، يعني برضو محتاج لا اتس واي بيهايند مهما كان. حاجات مثلا السكيلينج اب اند داون ديبلويمنتس الريكويرمنتس ان هو يعملها لك، لا في 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 حاجات كتير قوي لسه مش جاهزه ان انت تقول انها هتريبليس. انا شايف ان هو بيساعدك بشكل داخلي، يعني انا شايف ان الكلاينت مهما عمل مش هيقدر يستخدمه ويطلع بيه اوبوت، يعني اوبوت حقيقي. هو ممكن يطلع له بيج، ممكن يعمله مش عارف ايه حتى لو في المستقبل، لكن ما يقدرش يطلع له بروجكت من يعني الديفلوبر يقعد بنقعد ممكن 6 شهور او سنه في بروجكت حقيقي. فهل شات جي بي تي يقدر يطلعه في اقل من سنه او يقدر يطلعه اصلا في يوم؟ ده استحاله. فده اللي انا بتكلم فيه. بالظبط. عايز تضيف اي حاجه تانية برضو في حته الاي اي حتى لو السؤال انا ما سالتوش؟ يعني الحاجه الوحيده بس اللي عايز اضيفها ان دي اتس ا سبورتنج تول، مش يعني مش ما ينفعش ناخدها ان هي كل الكلام اللي بتقوله ده صح. وبعدين انت لو بصيت على المودلز دي ازاي بتشتغل انترنالي اتس بيزد اون probabilities، يعني هي بيديتكت النكست وورد حسب ما هو اتعلم واتدرب على حاجات كتيره شافها قبل كده من الـ من الـ من الحاجات اللي احنا دربنا عليها. مش كل كلامه هيبقى صح، فدي حاجه برضو ما ناخدوش فور جرانتد. لا ده الشات جي بي تي مأكد لي
لا ما بالظبط. ناخدش وانا الحاجة عايز فور اقول لك جرانت. انا برضو انا بخبره قليله تعتبر كتير، تاسكات عاديه تعتبر برضو حاجات فعلا بسيطه، لما بديها له شات يعني جوه شات جي بي تي اديله الكلام ويقعد يحاول معايا حاجات كتير في الاخر كلها ما بتشتغلش. ولما انا اقعد طب اركز شويه اشرب مثلا كوبايه قهوه واقعد اركز واقلل التوتر شويه واقعد افكر تجي لي فكره، يعني تجي لي فكره لوجيك وممكن اكملها برضو مع شات جي بي تي. يعني ممكن اروح اقول له انا في بالي كذا 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 كذا، انا ممكن اعمل ايه بالموضوع ده، وتلاقيه ساعدني صح بس بناء على حاجات انا كبني ادم اديتها له، بالظبط وبناء ممكن على سيرش اوقات من جوجل او كذا. فهو لسه هو لسه بعيد برضو شويه. لسه شوية بالضبط. بس هو مجال حلو للي حابب يخش فيه برضو، من الحاجات اللي المجالات القوية اللي بتكبر، ممكن حاجة من الحاجات اللي الناس تبص عليها. كلام ممتاز. آخر سؤال معانا يا مصطفى خلاص كده. أيوه ادفايس واحدة بس تلخص بيها كل الخبرة اللي مريت بيها على مقدار ما شاء الله 15 سنة وإن شاء الله لسه أكتر كتير، تديها لشخص لسه متخرج أو شخص لسه بيدرس، نصيحة واحدة أو عدة نصايح بسيطة تفضل في دماغه من بعد البودكاست يقدر إن هو يبني عليها بقية حياته وينجح بسببها إن شاء الله، تلخصها كده فين؟ نصيحة واحدة، دايما دايما تطور من نفسك ودايما تتعلم، ما توقفش عند حاجة معينة، لازم دايما تقرأ وتتعلم حاجة جديدة وتجرب حاجة جديدة وتغلط وتجرب تاني وما توقفش. وإن ما فيش مشكلة إن أنت تضبط حاجة. بالظبط في حاجة تانية حابب تضيفها؟ لا أعتقد هي دي بتسمرايز كل حاجة. بالظبط. لو عملت دي فأنا هتعرف تعمل كل حاجة تانية. مظبوط، تقدر أنت تتعلم حاجات جديدة، تقدر أنت يبقى عندك سكيلز كتير جديدة، فالسكيلز الجديدة تحطها في السي في بشكل مظبوط، لأن أنت اتعلمت إزاي تحط الحاجات دي في السي في، وبعد كده تتعلم برضو إزاي تخش الانترفيو، فكل ده تعلم. بعد ما تتعلم اتقابلت في الانترفيو فتتعلم ازاي تفضل في الشركة. ففعلا كلام كبير قوي يعني ما شاء الله. احنا كده المفروض ان احنا خلصنا. انا فعلا كنت مبسوط جدا جدا بوجودك انت وزياد، كنت متحمس قوي للتجربة دي والحمد لله طلعت احسن ما انا كنت متخيل كمان. ان شاء الله بعد بقى ما نعمل مونتاج ونظبط الحلقة تبقى فعلا تعجب الناس اللي بتسمعنا وتكون مفيدة جدا جدا ليهم، وأتمنى إن أنت برضو تكون استمتعت وإن الدنيا كانت جدا جميلة ما أكونش جدا. رخمت أو حاجة. لا خالص خالص، يعني 3 ساعات عدوا هوا. الحمد لله. الحمد لله. بشكرك جدا 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 يا مصطفى. شكرا شكرا ليك شكرا يا جدا. مروان. شكرا جدا ليكم. السلام عليكم. عليكم السلام.